يا هلا والله بالجميع معاكم الوجيه حياكم الله يا جماعه واليوم عندي واحد من اجمل وارقى وافضل الضيوف اللي ممكن فعلا استضيفهم في القناه ماجد العامر على راسي حبيبي الله. موجود الله يسعدك والله شرف لنا نحن نكون ضيوف في قناه الوجيه والله منور الله يسعدك من, من كثر ما انت منور يا ماجد امطرت الطائف الحمد لله يعني هذه بحد ذاتها الطائف تهلي وترحب بي. انا والله احب المطر فسبحان الله اول ما دخلت كذا عديت جبل الهدى على طول الحمد لله ما نزل علينا المطر في الجبل لا ترى لو نزل جاوز. عليكم المطر في الجبل خطير اي نعم خطير ويقصف الجبل الحمد لله خير الحمد لله عديت ونزل المطر كويس الحمد لله جات بصالحك طيب انت اول مره تجي الطائف؟ لا قبل ثلاث سنوات كنت موجود هنا مع الاهل ورحنا الهدا ورحنا المنطقه اللي فيها كافيات ايش اسمها عندكم؟ جميل مول لا اللي على الجبل على سفح الجبل اه حلواني صح؟ ايه لا مين حلواني شو اسمه؟ انا آه هات السلف اللي فين؟ <applause> دكة الحلوان شفا <applause> اللي في شفا <الشافة تصفيق> فوق المحمدية والله جميلة جدا 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 براد هواء وجو جميل وكان مغيم وكانت ترشرش مطر خفيف. صيف ولا شتاء جيت؟ لا جيت شتاء. لا في الصيف عفوا. لو جيت شتاء حتشوف شيء لا لا, 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 لا لا في الصيف بس الجو كان بارد، يعني انا كنا هو طايف ترى بشكل عام جو. انا عارف بس كنا متحاشين من, من الحر اللي عندنا كانت 40 45 50 درجة الحرارة عندنا. وجينا عندكم براد الدنيا <applause> جميلة جدا. انت عارف الطائف تعتبر من الطف المدن جوا في الصيف حرها لطيف. مرة. وفي الشتاء بردها يعني مو مؤذي. لا بس يعني برد يتطلب إيه انك تلبس حلها بسيط احنا كنا جايين ما لبسنا ولا شيء ومبسوطين ومستانسين والاجواء ولعبنا العيال في الدبابات وكذا والله الطيف فله صراحه طيب كويس كويس <applause> والله منور يا ابو ابراهيم طبعا لازم يعني لما تروح عند الجبل لازم تاكل القرود يعني <applause> عشان منكي دي لوفي <applause> يعني, <تصفيق> يعني <يشوف. تصفيق> انت ربطتها بمانكي دي والله شوف احنا موضوع القرود بالنسبه لنا صاير ما, ما كان نشوف شيء ما هم موجودين خلاص أي خلاص تعودتوا عليه خلاص نمر كان أنا بالنسبة شايف عري ولا شايف كلب ما في يمشي من جنبه جاء فلما لا لا وانا طالع, طالع الجبل اشوف سيارات الكويت صافط سيارات ايش صافط <applause> اي احد صافط اعرف انه مش بالطايف على طول, آه طول الله حياك والله منور ابو ابراهيم نور نورك الله يسعدك طبعا يا جماعه اللي ما تعرفونه الخطه كانت ابو ابراهيم نعم. ومحمد النعام نعم ولكن بقدره قادر الخيره الخيره فيما اختاره الله محمد النعامي التهب الضروس نعم والله وشال العصب وصار وضع مزري مزري امس وبعدين باللوم. قلنا يلا مو مشكله نجيب ابو خليل أكسجين <applause> اللي اللي يتابع تغطيتنا في جده يعرف بالضبط <applause> آه اليوم اللي ابراهيم صور فيه في التويتر رايح ياخذ بخار هو اليوم اللي انا جيت <applause> ورجع ابو خليل مرض قلت له قلت له قلت له, قلت له ماجد طيب النادي احد قال لا خاف اعزم احد ويمرض خلاص <applause> <applause> ما <معز> عاد بيجي بعد بشكل حالي لعنه البودكاست الله حياك الله <applause> آه حياك طبعا يا اخوان البودكاست انا والله للامانه عندي مشكله مع كلمه بودكاست يعني احس انه الناس الحين ماخذين فكره انه البودكاست حاجه رسميه أيوة ولازم أيوة تتكلم عن شيء هادف ولازم تاخذ كذا وضعيه الهدوء و إذا كان اليوم الاحد والاحد جمعه فماذا يصبح يوم الاثنين اذا كان السبت احدا كذا لازم كذا شيء مره رسمي للاسف بس لا بس لا انا والله هو الفكره انه انا كنت انا كنت ابغى اجيبك في البيت عندي بس بيكون ضيق السيت وما بناخذ راحتنا فقلت للشباب مو بيكون بروفيشنال هل... زي اللي احنا قاعدين نصور بالضبط ترى قاعد نصور بجوده صوت وصوره عاليه جدا جدا أي. ما شاء الله تبارك الله كلمت عب... صديقي وحبيبي استاذ عبد الله العتيبي اللي خلف الكواليس هنا. الله يسعده هو صاح... صاحب استديو ملهم قلت له بنصور بودكاست قال ابد البيت بيتكم و... و... يا فرصة فرصة كويسة نصور يعني بجودة عالية و... نعم ومخرج حلو إن شاء الله إن شاء الله تعجبكم الصورة والصوت وكل يا حاجة. حبيبي والله لو نصورك جوال دمعة تعرف دات الدمعة, دات دات الدمعة؟ دات يا شيخ تطلع مز اسكت <تصفيق> <تصفيق> طيب أبو إبراهيم أول حاجة قبل ما نبدأ أول حاجة يا جماعة لا تنسوا تدعموا الفيديو يعني بزر اللايك لو عجبكم وتشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس تنبيهات وتابعوني وتابعوا الاستاذ الكبير بدون والله ازعل منها ترى ما احبها ما تحب الاستاذ اخوك ابو ابراهيم بس اخوك دق... ماجد وتابعوا وتابعوا احمر الشعر <applause> هذه احلى ترى بس يلا وتابعوا احمر الشعر واحمر العين ماجد العامر راح تلاقوا كل المعلومات انا وياه في صندوق الوصف والفيديو راح يكون عباره عن قسمين، القسم الاول راح يكون في نقاش عن مانجا ون بيس والفصول الاخيره يعني حرق مم. حنحرق حرق مش طبيعي، ولكن في نفس الفيديو في الشريط الاحمر راح تلاقوا تقسيم للفيديو، جزئية الحرق بتكون في بداية الفيديو، وبعد كذا بيكون في عندنا أسئلة عامة عن ون بيس، عن أنميات الثانية وأسئلة آه يعني عامة بشكل عام. تقدروا تتابعونا حتى لو أنتم مش المانجا بالضبط، طيب فالجزء الأول مخصص لمتابعين المانجا، والجزء الثاني مخصص لكله، كله نفر يحب كله. الأنمي وال وعالم متلع. يعب يعب, يعب. <applause> دحين هوليوود هوليوود بوليوود بوليوود الياباني شو يقولوا لهم؟ جوليوود لا. <applause> ما لهم اسم ما لهم اسم بس السينما ما لهم اسم للأسف. يعني خلاص هو انمي اي نعم للاسف هم يشهروا بالانمي اكثر من الافلام اصلا لا ما لهم مسمى كذا خاص في صناعتهم؟ لا والله ما يحضرني حاليا أنا عارف أنيمي و... لان اعرف انمي بس و... لانه زي الكوريين يقولون لهم كي دراما لا كي بوب في مسمى الكيبوب للموسيقى بوب. والكي دراما للدراما. لا هو الكيبوب الكوريان بوب كلتشر ككل اوكي ايه ففي برضه الجي بوب اللي هو بوب كلتشر ولكن مو بنفس شهره الكيبوب للاسف الكيبوب يعني كثقافه منتشره كسر كسر الدنيا, الدنيا الكيبوب الثقافه الكوريه والبوب كلتشر الكوري ما, ي, ما ما يكتفي بس بالمسلسلات اللي مسلسلات مره مره قادحه وكثيره و فيها الرومانسي فيها الكوميدي فيه ويعني في كذا وانتشروا يعني وحققوا نجاح مره, مرة, مرة بس مرة اللي اقوى منهم الفرق الموسيقيه يعني يعني الفرق آه الموسيقيه مكسلة آه بينك بلاك بينك وسوبر جونيور آه وذيلا و و و و كلهم اوبي ايش اسمه وبيس أوبيس, أوبيس آه الزمن كيف آه حالك <applause> عزيزي تويتش رحت عند أوبيس ايش اسمه بي تي اس بي تي اس <applause> فما في ما في مسمى غير مانجاكا لصناع المانجا هذه يقولوها مانجا مانجاكا والانمي انمي ما فيه هو ذا موجود المسمى كجي بوب لو جي بوب عفوا بالجي كجبان مم. ولكن مو مشهور مره مشهور. ولا يعني المسلسلات اليابانيه ما حققت نفس الصيت والسمعة اللي الكوريه مم. الاغاني فرق الاغاني حتى نحن قاعدين نجيبهم حاليا اللي يغنون اغلب اللي يغنون شارات الانمي كذا عندهم تكون اغاني روك واغاني بوب وكذا بس ما حققوا نفس الصيت والشهره العالميه اللي سووها الكوريين الكوريين يعني انتشروا في امريكا وفي كل مكان في العالم ومشاهداتهم مرعبه ترى مرعبه بالمليارات أنا أنا ما في ما في بالمليون ما عندهم ما يتعاملون الا هم والله شيء <applause> مرعب يعني وانتشارهم انا والله ما قد سمعت يعني بس في اغنيه انتشرت ترند قبل فتره في تيك توك ترند واغنيه رهيبه تفاجات انها كوريه أيه. مع انه كلمات انجليزيه جزء من كلمات انجليزيه هم هذا هذا اللي ساعدهم في الانتشار أيه. أيه. انهم بداوا يدمجون اللغه الانجليزيه مع اغلب اغانيهم اغلب مو الكل تكون يعني ثلاث اربع كلمات انجليزي وفي النهايه يعطيك كوري أيه. او ثلاث كلمات كوريه ويختم بالانجليزي او ميكس كذا تكون او ميكس اي مم. بالضبط فيعطيك جمله جملتين ثلاث جمل بالانجليزي بعدين يقلب آه كذا فهكذا يعني بس بيني وبينك مصطلح انمي بحد ذاته خلاص كفايه كلمه انمي مانجا هذه ذاتها تمثل اليابان بالنسبه لي وفعليا وحتى في الواقع ايه؟ ثقافه الانمي انتشرت في العالم اكثر من الكيبوب وقبل الكيبوب واكبر لا من لا, الكيبوب. لا لا, لا تتكلم عن تاريخ بالضبط تاريخ. انا انت تتكلم دراجون بول وبوكيمون وذي انتشرت في العالم كله قبل الكيبوب واكثر من الكيبوب ويعني لها جماهيريه وسمع اكثر من الكيبوب يعني بالضبط ايه. بالضبط فالانمي اقوى فعليا حلو فخلاص انا اكتفي بانمي بوب كلشر <applause> والله نالف لها كذا مصطلح <applause> جديد اي بوب كذا نالف لها مصطلح جديد طيب ماجد عيونه انت الحين تسلم لك انت بديت مع محمد النعامي مش معاه مباشره بديت دخلت معاه بعد ما بدا المشروع صح؟ وهو فعليا احنا بدينا المشروع الاصلي اللي هو عام 2002 كترجمه فريق ترجمه مع بعض بالمسمانا القديم آه القصه دي حكيتها انت في بمسمانا القديم اللي هو جزيره الانمي ولكن بعد تقريبا خمسة سبع سنوات محمد طلع من الترجمة شوي وقف وتميت أنا مكمل ولكن بعدين رجع فتح القناة أسس القناة قال أبي أسس القناة بالاسم نفس اسمنا يعني هو معانا كان في الأصل كان جزيرة الأنمي القناة كان زمان قديم جزيرة الأنمي نعم وبدينا بنسمى جزيرة الأنمي سنة كم بديته 2014 لا اتوقع قبل لا القناه مؤسسه انا مؤسسها آه. بمسمى إيوة لانه صارت لي قصه بحكي ابو اكيلك ايه مع محمد النعيم 2013 او 2012 بعد اذا ماني غلطان اسستها انا كان مسوي حفل اه صح 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 ايه فهمت بس فهم 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 فعليا اول فيديو نزل فيها من محمد كان عام 2014 مزبوط مزبوط يفهمت نزل محمد ومحمد هو اللي بدا قال ابي ابدا قلت له ترى على القناه وجاهزه تبيها يلا امسك قال خلاص عندي انا بس بس بدايتكم كان في بوش حلو للقناه بالضبط كان في بوش حلو يعني حتى نفتكر في سنة 2014 تقريبا أه انا والله جالس احاول افتكر بس ما هي 2014 و14 في موقف صار لي مع محمد النعيم دخلت على اليوتيوب كان عندي قناة اسمها شباك التذاكر اه هو كان يقول اني اعرفك من قناتك القديمة كان يقول لي. قناة اسمها شباك التذاكر ما كان عندي خبرة في المونتاج ولا التصوير ولا الصوت ما عندي خبرة في اي شيء غير الفوتوشوب آه. فبحثت عن اثنين شباب الله يعطيهم الصحه والعافيه يذكرهم بالخير صراحه وكنا لهم يعني كل الاحترام والتقدير لا ود الصبر في ذيك الايام لاني كنت مره مسوي مجنون لازم جدول وما جدول في قناه ف... احترافي ايه ف... فتحملوني صراحه وما قصروا انور ومحمد والنعم انور كان مع الكاميرا والمايك ومحمد كان يعني بيساعدنا في موضوع هندسه الصوت وكذا اه. وانا صرت اكتب المحتوى زي كذا فاسسنا القناه نزلنا فيديو فيديوين وكانت شباك التذاكر من اسمها واضح ان ايش الافلام والمسلسلات ايه. فيديوين ثلاثة اتوقع الفيديو الرابع اللي بعده بنشرت القناة <applause> وباقول لك السبب ليش الفيديو الرابع كان عندكم جروب على الواتساب آه انت كان مشترك بينكم وبين المتابعين عرفت عرفت واحد من اصحابي كان في ذا الجروب فراح ارسل الفيديو على الجروب ومحمد النعمي شافه اه <سؤال> فيه وقال لو عند لو احد يعرف الشخص ذا شخصيا يعطيني رقمه بس وقت وقت ما كان اسمك لا 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 كان شباك حتى أي ما, ما, ما كنت اعرف نفسي كنت اقول معاكم اظن عبد الرحمن والله فجاني لا في رقم غريب يدق الو السلام عليكم معك محمد النعام ايوه وتعرف في بداياتي ويجيك واحد يشجعك كانت صراحه حاجه ملهمه جدا كيف بس وانا اقول اسم الاستديو عبد الله في اللقاء بشكل غير مباشر ف... فكلمني قال لي انا شفت قناتك قناه جميله وما ايش واشجعك واحييك صراحه على الشغل الاحترافي وكنا يعني المونتاج وقتها يعني في ذيك المرحله كان فعلا حاجه مميز اي اي 2014 أي كان ي. احنا شغلنا كنا نشتغل على ويندوز ما في ميكر لا احنا سوني سوني فيجاس وترانزيشن وصوره تطلع كنا نشوف انه حاجه بداعي أي. فقال لي خلاص انا ان شاء الله يوم من الايام بنحاول نرتب جلسه لنا مع بعض في لنا نزله قريب جده او شيء ماني فاكر والله ايش كان كان في كوميكون اللي كنا جايين جده في كومو كون ممكن فقلت له ان شاء الله خير اللي معاي الشباب الله يعطيهم الصحه والعافيه وما زلت وكنا لهم الاحترام والتقدير كانوا متوقعين انه الاربع فيديوهات دي بتجيب مليون مشاهده في اسبوع آه، هذا هذا مع اني انا كنت واضح جدا يا عيال نبغى نلتزم بجدول كل خميس لازم ينزل فيديو لازم في البدايه لازم لازم نسوي و... 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 ولا تتوقع النجاح وال انا ما كنت حاط في بالي انا كنت حاط تارجت لو قدرنا نوصل الى ألف مشاهده لكل فيديو في بدايتنا احنا كذا بدعنا براهن. تعرفش تعرف يعني ألف مشاهده يا ابو ابراهيم؟ ما... ألف شخص صحيح. ألف شخص حطهم في غرفه ما بيكف صحيح بالضبط صحيح. فالرقم ذا كان كويس كبدايه وللاسف يعني ما تشجعوا سحب انسحبوا وللاسف المعدات مش تبعي الكام... الكاميرا تبعهم الغرض تبعهم ترى بصدمه بدايتنا بداياتنا كانت نفس الشيء على فكره مم. محمد اول ما بدا جاء قال لي يعني انا بكون فريق وكون ناس بدون ذكر اسم الله يستر عليهم آه ثلاثه اشخاص كلمهم واتفق معاهم مع على اساس انه خلاص بي واحد بيمسك الكاميرا وواحد بيمسك الاخراج والتصوير وواحد بيقدم معه اسلم آه وكان معاه واحد يقدم معه آه توفى الله يرحمه يغفر له الله يرحمه آه فهو بدا مع الثلاثه ذيلي بس اسبوعين وراحوا كلهم ما بقى له واضطرينا نروح نشتري كاميرا <applause> وهذا بداية القصة انه يروح ياخذ القرض وشرى لابتوب وشرى كاميرا على اساس اللابتوب للمونتاج والكاميرا للتصوير قصة حياتي والكاميرا اول ما اخذناها حتى زر التصوير مو بعارفينه قاعدين نصور يسوي صور, صور فوتوغرافية هذا في زر احمر ورا الجنبل <applause> ليه فالبدايات كانت بره مرة مرة صعبة هذا هو فانا جلست قفلت القناة خلاص سويت لها هاي اللي هي شباك التذاكر محمد النعام يبدو انه ايش تعرف كذا حسب الخذلان عارف اللي آه كنت ليه موجود كان تكلم على الزاله كنت اتمنى <applause> كنت اتمنى انك تستمر او كنت اتوقع منك انك تستمر وانا والله كان ودي استمر يعني بس لا كاميرا لا مايكات لا عندي ولا عندي خبره في المونتاج آه. وسبحان الله جات خيره 14 15 16 17 18 وانا اتعلم في المونتاج اهبد واتعلم في هذا ومنه ومنه ومن وجمعت مم. وجبت لي كاميرا وجبت لي مايك شت جن اللي يركب فوق الكاميرا وانطلقت وبديت لحالي 2018 وبدأت ترى الانستغرام بديت بالاسم الجديد اللي هو الوجيه بديت في الانستغرام الاسم الوجيه آه ايوه آه. الاسم الجديد الوجيه في احنا بعدين في و... ثانيه 2016 غيرنا او 2015 والله مذاكر غيرنا الاسم يا شو طبعا بدينا بالاسم يا شو بس يا شو في البدايه كانت اختصار الانمي ايلاند شو مم. فيما بعد صارت انمي ايكونز شو تغيرنا الاسم الجديد حلو حلو مم. فالبدايات صعبه فعلا لا دا دائما دائما البدايات الحمد لله سبحان الله مرت الايام بديت قناه الوجه ومين اللي جاني سوالي منشن <تصفيق> محمد <تصفيق> محمد النعام الغريب اضحكك قاعد <applause> احكي لمحمد النعام القصه يقول والله ماني فاكر <applause> آه نسي الموضوع محمد ترى ما <applause> يقول, يقول كاني قاعد احاول افتكر كاني بس والله ماني قاعد ترى شباك التذاكر وجلسنا نسولف في الجوال كثير وجلس يحكيني انه كيف ايش الاشياء اللي تلهم وايش الاشياء اللي ما تلهم. فكانت سبحان الله يعني قصه جميله واشكر محمد النعامي يعني محمد النعامي واحد من الاشخاص اللي فعلا كان لهم سبب في في اصلا في بداياتي في في السوشيال ميديا اه انت تحمس. مش بس بداياتي الحين آه. بداياتي قبل شباك التذاكر يعني واحد من الاسباب اللي خلتني اكمل انه في شخص حفزني وشجعني شخصيا. اه اوكي. جاني وقال لي انت وسوي واستمر وا 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 تحية وا. ف... تحية. آه, والله محمد ترى دائما يحب يدعم خصوصا لما يشوف آه آه. آه ناس هذا اللي لاحظته فيه فعلا. على سبيل المثال عبد الجليل اللي افتقمنا آه الجهني جلو نسميه احنا جلو. آه ما يعني في بداياته كان خايف يطلع قدام الكاميرا، خايف يصور اي شيء. وهو دبسه، قال له انت تقديمك كويس وكذا وفكرتك كويسه صور حلقه. قال ما اقدر ما عندي كيف، قال هو عندنا سياسه انك ما تصور صوتي بس لازم تطلع وجهك. اي بس افتكر كان في له نظريات صوتيه عندك اكزاكتلي <applause> فسمح له تخيل عشان بس يشجعه، قال خلاص انت بعطيك اذن صور فيديو، صور صوت بس بدون فيديو ونزل، اهم شيء ابي ابي فيديو في القناه منك. حلو. وسبحان الله الفيديو اللي نزله في البدايه ضرب يعني مشاهدات قويه جدا وكذا تحمس. النظريه نظريه جيلو مشهوره. بالضبط اربع فيديوهات او خمس فيديوهات رائعه عن القرن المفقود رائعه جدا طيب سؤال يا ماجد يلا هذا السؤال والله من واحد مشرفين انا قاعد اجهز امس الاسئله مع المشرفين حلو وواحد من المشرفين معليش بلبطها فيه بس ما بذكر اسمه <applause> فيتكلم يقول انه يعني واحده من الاشياء اللي دائما يشوفها في تعليقات هل احنا هل... هل... بدينا حرق ولا لا بس الجنة... لا 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 لسه بس عن اي حا. شو هي. فيتكلم عن انه دائما يلاحظون انه في انتقادات على مستوى الانتاج بالنسبه لاي اي شو صحيح الاشياء هذه يعني انتم شايفينها ومتجاهلينها لانه ما تشوفوها مهمه لا ولا لا يعني مؤجلينها الى اجل مسمى يعني انا على فكره لا اعرف عن هذا الموضوع ومنزلين فيديو في القناه اسمه ليش قناه اي شو زفت؟ قديم كذا الفديو. بكل صراحه؟ بكل صراحه <applause> لان لان هذا انتقاد الجمهور قناتكم زفت، مونتاجكم زفت، صوتكم زفت، زفت اه وهذا الموضوع تكلمنا فيه كثير ان ما عندنا سياسه في القناه ومبدا في القناه ورك ذات يو هاف انتل يو هاف وات يو need اشتغل باللي عندك اللي ما يصير عندك اللي تحتاجه حلو حاليا احنا ما عندنا في ذاك الوقت طبعا نتكلم مم. ما كان عندنا فريق مونتاج ما كان عندنا اجهزه احترافيه يعني ما شاء الله تبارك الله انت وانا قاعد اسال الله. اسال الاخ عبد الله نص الاجهزه اللي هنا ما شاء الله ما هي متوفره عندنا وما شاء الله تبارك الله قاعد اخذ اسعارها واسمائها لان ناويين احنا نطور يعني حلو حلو انت كلمتني انكم اخذتوا كاميرا جديده ما شاء الله نعم هي نفس الكاميرا اللي عندها حاليا هذه بالضبط ومستواها مره مره ممتاز فاحنا في طور التطوير ولكن ستيب باي ستيب مو كلها مره واحده طبعا اللي ما يعرف الجمهور ان احنا مو بس قناه اي شو لو كنا احنا بس قناه أيشو شو اوكي لما يعني يعرف الجمهور ان احنا يعرفون اغلب بس ما يدروا عن الجانب المظلم من هذا الشيء يمكن ما اذكر اذا قلنا من قبل ولا لا في بودكاست او في بث ان احنا تكبدنا خسائر في الحفل. في بعض الحفلات م. وفي حفل معين بالذات كان ناجح 100% ماديا ولكن للاسف صار في لغط واخذ المهم انه يعني في مخاسير مره مره كبيره جدا وزودا على ذلك المتاجر اللي احنا كنا فاتحينها مع الكافي شوب بسبب الجائحه جائحه الكورونا تسكرت كلها وكلها تسكرت مو إيه، انت ربحان تسكرت انت خسران عليك إيه، عليك التزامات عليك يعني مبالغ انت انت ما فتحت المحلات دي كذا في في اجارات في فلوس في رواتب في فكلها جات اي فكلها فانت كأي شو ما تتكلم ان انت مجرد قناه يوتيوب وانت بس قاعد تشتغل انت, انت تتكلم بزنس, بزنس كامل واحنا تسكر عندنا كل شيء كل شيء تسكر ما بقى عندنا الا اليوتيوب فاحنا قاعدين مركزين على اليوتيوب وقاعدين نشتغل عليه بس في نفس الوقت مو قاعدين نطوره 100% لان عندنا التزامات ثانيه قاعدين نسددها ونخلصها و... واعتقد يا ماجد واحده كمان من الاشياء اللي ممكن يعني اللي انا متفهمها جدا مم. عددكم كبير صحيح اقصد من ناحيه انه تنوع انك توزن, تسوي ايه. لا انك تسوي سيت لعدد ضخم ما هو سهل صعب جدا جدا ما هو سهل اعلمك حاجة امس اه. انا وعبد الله كنا بس علشان نسوي سيت اب لثلاثة بودكاست <applause> حفلة <applause> حفلة حفلة والله العظيم فالموضوع بس مو, بس مو سهل بس والله السيت اب طلع جميل اشكركم لا لا نتكلم <applause> انه تجهيز وما بالك الكم انتم احيانا تجلسوا سبعة ثمانية اشخاص في نفس السنة فالموضوع بالضبط. مو سهل اعلى عدد صورنا فيه في في الاستوديو الجديد هذا كان ستة او سبعة والله ما متذاكر اللي هو الفيتو اللي اعلى مشاهدة حاليا في قناتنا مع في مع دحومي ثلاثة تسعة اه اي وصل الحين تسعمية الف او شيء زي كذا بيوصل مليون قريب فهذا اعلى عدد حضور وكان الصوت على المايك بلويتي وكلنا صوتنا طالع وجوده الكاميرا يعني كاميرا ملزقينها بالجدار اخر شيء عشان تلقطنا عشان تاخذ لنا. المساحه إيه؟ لان الناس يشوفون احنا مركبين العدسه وايد انقل فتلقط بشكل عريض فالناس يظنون الاستوديو كبير كل اللي زارونا في الاستوديو اول ما يدخل الاستوديو معقول هذا حجم استديو لانه <تصوير> في التصوير يبان لك مره كبير وعريض بينما في الواقع هو مره مره صغير ترى بلون بلغ اصغر من المكان اللي احنا فيه حاليا او نفس المساحه تقريبا آه تقريبا أي يعني والله نفس المساحه واصغر وتخيل انك يعني انت عشان اثنين او ثلاثه تبهدلت ما بالك بسته تخيل ستة اشخاص في نفس المكان هذا وتحتاج تحط الكاميرا في اخر الجدار هناك عشان تلقط ال ايه وكمان وايد انجل والمايك والصوت ولازم ما تطلع سلك كثير ولازم ما تطلع رجولك تحت وترفع وكذا فالوضع حوسه يعني فعلا فعلا هذا شيء يواجه في صار لهذا السبب حاليا احنا في الفيديوهات الجديده خصوصا الفيتو نتعمد نخلي في الاستوديو واحد اثنين واحد اثنين بالكثير ثلاثه اذا بنصور اربعتنا في نفس المكان ما في احد من اونلاين ناخذ الاربعه الخمسه مع بعض في استوديو واحد بس يبقى عندنا مشكله الصوت مم. فاحنا قاعدين نطور 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 بس خطه جديد. التطوير موجوده شغاله وهذا حين. اللي قلناه في الفيديو لماذا قناه قلنا احنا بنشت... ما راح نوقف شغلنا ننتظر بس لما بنشتغل نطور بالموجود الى ان نوصل ايه. للجوده افضل حتى المونتاج يعني كان من قبل احنا موحق المنتج حقنا م. فريق المونتاج حق سعود بيض الله واجه تحيه لسعود العمر من هذا المنبر وزعزع وتركي وكلهم يعني كل الطاقم نفسه احنا كنا منتجين انا ومحمد في البدايه علمنا الطاقم والطاقم كله تعلم من وران جاوب بعدين جانا واحد مبدع اسمه سعود العمر صار هو رئيس فريق المونتاج وهو اللي يعني تطور في المونتاج ورفع مونتاج إيه شوي الى المستوى اللي هو وصل حاليا. اي سعود يشتغل في امريكا في امريكا. اتوقع, في أمريكا أتوقع انه يفتح بثوث في تويتش يلعب فيفا صح؟ كل طاقمنا يلعب، كل طقم لا يلعب. لا بس هذا شفته يلعب فيفا اتوقع هو الحاله كذا المختلفه اللي والله ما ادري يلعب فيفا هو يفتح بثوث بس بيلعب فيفا آه. ولا لا ما ادري. أه بس هو حق مانجا ومتعمق في المانجات بشكل مو طبيعي. عندنا الريزان عندنا سعود عندنا تركيا عندنا ما شاء الله طاقمنا احنا 11 13 و... شخص وصلنا وطاقمكم ما شاء الله يعني في كمستري عجيب صرنا كلان احنا كامل موجود لان لان اي احد يزيد يدخل من الطاقم ما يدخل كذا تفضل اقلط يدخل لا. بعد جلسه ايه في لازم يجلس اي لازم يعني نجربه اولا معنا في المونتاج بعدين نجربه إيه في طارشات. حلقه فيتو عشان تكون مصوره بعدين نطلع في البثوث ونشوف وضعه بعدين وحبه حبه يعني هو اغلب اغلب اللي معانا في التيم في الاصل كانوا فانز لنا يعني في الاصل هم متابعين, متابعين اي وانضموا ودخلوا يعني ابتداء من احمد اليماني الين اخر واحد دخل آه اظن تركي تركي واخر من دخل تركي مظبوط تقريبا هم ولا كل الجديده تقريبا تركي اي كلهم كلهم آه يعني آه منطقة من اصلا اشتغلوا معنا في المتجر زي معاذ السلوم او زي ابو سالم محمد السالم اشتغلوا معنا في المنتدى من قبل او في القناه في اليوتيوب في الكومنت اللي هو ياسر البراك وغيرهم كلهم فهذه النقطه هنا علينا زي ما قلت لك الاستديو لسه ما الكاميرا هنا في جده ما بعد ترجع الاستوديو خلينا هنا عشان اصور فيها ما عندنا كاميرا اصور فيها, أيوة فيها أيوة بس نرجع الاحساء خلاص الاستوديو بيكون تطور ولا وفي تطوير اضافي انه احنا بنسوي سيت اب الغرفة الثانية حقت ال في تطوير للبي سي واللوك نفسه السيت اب بيتطور خلال الشهرين ذي الجاية بيصير في ليفل اب في الصوتيات ليفل اب في التصوير في الاخراج في كل شيء قللنا برضو المجهود على المنتجين من اول كنا نضغطهم يوميا حلقة حلقتين فعلى قللنا فعلى في في انا كنت اشوف فيديو نزل قبل ساعة وفيديو قبل عشر دقائق بالضبط اثنين ورا بعض اي عادي الحين لا خلاص اه اللي ركزنا احنا نتنوع انه يكون في شورت لايف وفيديوز ينزل يوميا بس انه فيديوز ما تنزل الا بعد مونتاج احترافي يا سلام بس ثلاث فيديوهات بالكثير اربعه في, في الاسبوع حلو إيه. وعلى الاغلب ثلاثه بعد يعني نادر ما تكون اربعه اذا كان حلو. في اعلان او شيء زي كذا ف لا يوميا فيديو او يوم ورا يوم كذا الشورتس لانه مسموح فيها و... ايوه ايوه عادي وكمان حتى يعني دقيقة صناعتها سهله إيه هي دقيقة صناعة الفيديوهات فيها سهله جميل والله الله يعطيكم العافيه الله يعافيكم ويقويكم نحاول فعل... نحن نوضح للجمهور يعني لانه فعلا ال... والله يعني المحتوى اللي قاعدين تقدموه بغض النظر عن المونتاج بغض النظر عن جوده الصوت ولا ايًا كان الكلام اللي الانتقادات اللي ممكن توصلكم انا اشوف يعني المحتوى اللي قاعدين تقدموه كماده كعلم وكفهم في المانجا وفي الانمي انتم عندكم فريق بيرفكت متكامل والله الحمد لله الحمد لله يعني هذا بعد شغله كنا حريصين عليه في اختيار التيم انه ما ندخل احد يعني مو فاهم دائما اللي يدخلون معنا في التيم يكونون يعني فاهمين مانجا فاهمين انمي فاهمين يعني نشوف معلوماته يعني ما يكون شخص مره مره ميح في الانمي والمانجا ويجي ندخل على لا الناس لا لا مزبوط مزبوط جميل نخش على المانجا يلا نخش على المانجا الحرق الحرق يا اخوان حرق الان تقدر تفقع تقدر تحط رجلك وفي خط احمر هنا تحت بتلاقيه هنا يفترض هنا بتلاقي فيه مساحات هنا مكتوب سواليف بداية الفيديو بعدين هنا حرق مانجا ون بيس بعدين هنا هرج فلا أي. ارجع أفتح. بالهرج <applause> فخش انت هنا اذا انت مالك في مانجا ون بيس اوكي ماجد اول حاجة قبل ما نخش في الاسئلة أي. انا اعتقد اني اكثر انسان محظوظ دخل المانجا في وقت اسطوري صحيح من جد. اقسم بالله ان توقيتك مو بيرفكت الا مليون على عشر مليون على عشرة, عشرة. كثير يقولوا لي يا وجيه انت جيت في احلى وقت اي والله تابعت ألف حلقه أي. ودخلت فوان وشفت الانتاج الجميل وشفت الانمي بكل حالاته وفي افضل حالاته وفي أسوأ حالاته وبعدين دخلت المانجا في لما اودا بدا يسلطن شخمط بدا يشخمط بدا مو بس يسلطن يعني انت دخلت انك توقف يعني ما تعلقت في حدث وانو شفت انت ما تعلقت في حدث وانو نهائيا خلصت الانمي من هنا بديت المانجا من هنا على طول خلص وانو والمانجا اوريدي انها حدث وانو وهو اهم بيقو 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 حدث معركة قويه مع كايد وكذا وشفت النهايه وتبدا الارك الجديد مره مره قوي شانكس يعني انت خل خل خل, خل اللي انت بديت تتابع اسبوعيا الين حتى قبل لا تبدا تتابع اسبوعيا انت شفت آه اللي هو البلاك بيرد وشفت شانكس وشفت كذا واحداث ودكتور فيجا بانك ومعلومات اشياء كثيره اي بعدين بديت اتابع اسبوعيا جاك شانكس جارب دراجون ميو <applause> <applause> وليلي و, و... معلومات ومتعه شايد. احلى كنا نستناها من سنين اللهم لك الحمد شكرا, شكراً يا رب انا الحين ادركت حكمه قراراتي يا اخي انا زمان لما سحبت على ون بيس سبحان الله يا اخي خيره خيره يا اخي الله خيرة, خيره, خيرة سبحان الله كنت يعني جاتني فرصه قبل سبع سنوات ثمانية سنوات والله ما عندي رقم دقيق صراحه اه انا اعطي اشياء تقريبيه تابعت تقريبا حلقه من ون بيس قفلت ايه الحمد لله انك قفلت <applause> من صالحك كان يمكن كرهت سبحان الله وكانت بعدين ما كنت موضوعي صراحه يعني في ال... كنت أيوة. اقول يعني ما عجبني يمطط يده هذا ايش آه طلع <applause> من البرميل كذا وما اخفيك يعني انا والله ما عمري نظرت لنفسي كشخص مثالي أيوة. ولا عمري نظرت لنفسي اني شخص خبير دائما اشوف نفسي انسان يطمح انه يتعلم اكثر فقبل قبل خمس سنوات سبع سنوات انا شخص مختلف تماما أيوة. في وجهات نظر في مراجعات في اراء انا ممكن في اعمال كنت اقول عنها خايسه قبل سبع سنوات مو بس ون بيس اعمال افلام اوه مسلسلات كنت اقول عنها كلام فاضي حكمي عليها بعد سبع سنوات اختلف تماما عطني مثال واحد منهم بس يعني أوه. على سبيل المثال يا ربي بتهزا بتهزا قال فاضر كنت اشوفه منفوخ قبل اسمع اسمع دقيقه دقيقه الكلام ده 2011 الكلام ده طالع فيني ماشي 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 انا هنا انا اسف انا اسف <applause> سالتك انا اسف اسمع مونتاج قص قص اللقطه في 2000 2010 او 2011 دوبني متخرج من الثانوي انت الفيلم الاول ولا الثاني؟ اوه ما في يجيك الكلام كلها ما, ما... ما... لا, لا 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 شوف شغلت انا ما تابعت الثاني اصلا انا ما كملت الاول أكي. دوبني داخل عالم الافلام كذا شوف هو بديت بدا كذا ميولي اني احب الافلام والمسلسلات تذكر ثوره بريكنج باد آه لا لا مو بريكنج باد آه بريزن بريك انا بديت فيها بس انا إيه بديت قبلك انا بعد 2003 اي بس دي كلام كيف كنا آه نتابع الحلقات منتدى تفتكر من المنتديات نحملها آه آه انا انا والله كان شبكة جامعه المسلسلات فاي آه اللي بقوله لك انه تابعت جاد فادر قالوا هذا الفيلم نمبر 2 أنا بالنسبة لي نمبر 1 هو صراحة شاشين جاد فاذر أنا أشوفهم كلهم كذا في صف معين سيبك من تقييمات الناس دي فتابعت كذا قلت قفلت قبل 2010 نتكلم عن كم سنه؟ أو أه 2011 الحين 13 سنة ايه بعد كم سنة تابعته بديت افهم ايش يعني حوار ايش آه يعني قصة ايش يعني بناء شخصية ايش يعني توجهات ايش يعني خير وشر ايش يعني انه مو معناته هذا أداء, اداء الممثل بالضبط اخراج مارلون براندو إيه الباتشينو الاسماء الكبيرة ذيك تغير حكمي بشكل كامل ايوه uh, uh, ايش الكلمه المقي, في كلمه مشهوره له كان يقولها ايوه الجيف من اوفر كان فيه لا الثاني ذيك اللي في بدايه الفيلم you uh, want تو بي ماي فريند اي اندرستاند دي مسح العري وعاد في شطحات كثيره طبعا والله والله نتقمص الدور بشكل يعني بقوله لك يعني انه وجهه نظري تكون يعني حتى ممكن قبل سيبك من 12 13 سنه دي انساها قبل قريب يعني فيلم شوشنك ريدمشن انا الى الان تابعته يمكن سبعة او ثمان مرات قليل في كل مره له حكم اكثر لا اله الا الله هذا برق رائع جعل السحاب اللي معه برق ورعود يمطر على دار الولي في هذا, هذا برق ايوه اجل ايش انفجار برق ورعود بس خرشني والله أهلا عندنا عندنا برق ورعد بس مو كذا برق اسال الله ف موضوع شاوشن جريدمشن انا وشاشن من الافلام اللي حكمي عليه من بداياته وحتى من جهلي كان عاجبني آه فكره أتبقى. السجن اصلا خفت فكره أنا السجن واضح. فكره جذابه انا خفت رح... يوم قلت فكرتي على لا, لا 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 فكره <applause> السجن فكره جذابه اصلا لاي متابع صحيح شخص في السجن وكيف يقاوم وكيف يحاول يهرب كانت حلوه المشاهده الثانيه لا الحكم بدا يختلف لما بديت افهم فلسفه الامل والتمس 19 سنه وهو يحفر ملعقه ب... <applause> صغيره مطرقه صغيره يشيل التراب ويحطه يحطه في السروال ويطيح في الملعب والمشاهده الثالثه المشاهده الرابعه الخامسه كل مالي استوعب اخر مشاهده تابعته انا ما قد بكيت في متابعه شوشن ريدمشن اخر متابعه بكيت لا مع اني اعرف القصه بس بكيت انا في كل مره تابع ابكي <تحق> لا هو مؤثر هو مؤثر بس انه مرحله اللي كذا تدمع عينك وتمسح وتوقف <تحق> لا <تحق> <تحق> والله انا في كل مره انا على فكره انا انسان حساس بزياده انا <تحق> لا لا انا انا كنت احاول زمان كذا في تويتش دائما كان عندي منديل كذا على الطاوله اول ما يجي مشهد احط المنديل على على الكاميرا بعدين طفشت يا ابوي اصيح خلاص يا, يا جماعه انا بكايه اللي مو عاجبه يطلع برا فكنا احنا ناس هنا وتجمعوا البكايين كلهم فصاروا اللي أه في البث كلهم يبكون والله والله انا يعني ما اذكر شيء اللي يوميات اللي فيها كثير طبعا بس آه على الشاشه مؤخرا يعني الظاهر اذا من غلطان في عمل ايه آه حق م م م م م م اترنال Eternal... ايش كان اسمه؟ اترنال تقصد <تكزود> فيلم؟ فوري لا هذا انمي هذا؟ انمي إيه؟ المهم ايوه ناسي الاسم والله ما يحضرني حاليا الاس... الـ 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 العمل هي حق نفس مخرجه سايلنت فويس او سايلنت فويس حق البنت الصماء ايه انا ما شفت الفيلم الحمد لله ما شفته ولا بشوفه لأن لو شفته انا ببكي سنه تعيس قدام تعيس أنا سنة تعيس انا راح ابكي سنه قدام جداً. انا ما كملته واعتقد واحد من الاسباب اللي ما خلتني اكمل سايلنت فويس كمية التعاسة اي بالضبط تعيس نفس المخرجة الكاتبة كتبت عمل مسلسل والله مو قادر في كلمة اترنال؟ اي شيء زي كذا فور اترنيتي فور اترنيتي اوكي ناس اسم الياباني حاليا بس كذا فور اترنيتي للابد او شيء زي كذا لا يكون أس... منه في منه فيلمين لا 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 م. العمل مسلسل يا واد ليلة العيد ليلة العيد الفطر ما ادري ايش اللي خلاني انا واخوي ابراهيم متحمس وشغلنا اللايف ريأكشن عيد بكره ما راح نصور لايف ليك شو اسوي؟ الى إيه ثاني يوم العيد وانا مكتئب، عيد الناس فرحانه وانا مكتئب مكتئب يا الله صحت انا في ذاك اللايف صح, صح. علبه المناديل فضت يا <applause> ساتر. بكيت, بكيت 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 يا اخي والله العظيم حلقه مؤثره يعني اللي متابعين العمل يعرفون الحلقه الرابعه والخامسه بعدين بعدين حلقه بكي صراحه بعدين الدراما الدراما اليابانيه يعني مش بشكل عام يعني بس في في مشاهد دراميه في انميات كثيره <applause> يعني انا ما كنت اتوقع اني ببكي في ناروتو بس تفاجات انه ناروتو مليان دراما لا انا قبل ما كنت اعرف شيء إيه عن أوكي. ناروتو انا داخل على ناروتو على انه تشين 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 آه بو نينجا بو بو و... بو. أيوة. اي على انه كله ختوم ومضاربات المشهد اللي ما بين ايتاتشي وساسكي انا انا انا, أنا بكيت من الحلقه الاولى انا انهارت.. لا لا انه اكتشفت انه في دراما دراما من بدايه انا من الحلقه الاولى يوم يوم جاء ايركسنسي الوحده وال... لا يوم يضحي له ايركسنسي يوم آه يوم يتلقى بي... الحديده في ظهره ايه انا ايه ايه كذا ايه بكيت الشركه الكبيره ايه ايه بكيت على طول بكيت وقت مع الموسيقى بكيت الحلقه 16 يوم مات ساسكي اول مره او ظليل انه مات يوم هاكو عليه انا على صدقت انه مات انا صدق ناروتو بكيت, و... بكيت. ليه ويوم عصب ناروتو كانت بالنسبه لي احلى لقطه كانت وغير خلت. كذا يا اخي ف... احنا ما ادري كنا بن... بنسولف في مانجا ون بيست فجي... حشينا في ناروتو والله ما نعرف كيف وصلنا <applause> هذا البودكاست <المتكسب تصفيق> بلاوي <applause> هذا البودكاست <applause> عموما عموما آه خلينا <applause> انت دخلت في وقت مميز في <تصفيق> م... <تصفيق> دخلت في وقت مميز في مانجا ون بيست اوكي كيف وصلنا الى البكاء والله ماني عارف <applause> بس هذه حلاوه السوالف عموما خلينا نخش في اخر فصل ليلي يا ليلي 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 يا ليلي, ليلي, ليلي اها ليلي ليلي الله على على اودا <applause> والله يا ماجد يعني انا ما كنت متوقع انه اودا ممكن يطرح لنا شخصيه جديده. ماني فاضي يعني, يعني ايمو سما بنكتشف مين ايمو سما بس انك بس تطرح لي ليلي واحده ثانيه طبعا انا مستبعد موضوع ليلي انها تكون ايمو سما تماما انا بصدمك بس هات حكيني عن ليلي انا, أنا بس السؤال مكن... هنا اللي كتبوه المشرفين ليلي يا ليلي وش الهرجه يا ليلي والله هي الهرجه انها هي ليلي بس هي مش ليلي هاي الله افهمها على. لاو لاو؟ <applause> لا مو لا آه هو لاو داخل بالموضوع بس مو كشامبلز ها هي الفكرة شاطحة جدا 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 وبطرحها كنظرية يوم الجمعة ان شاء الله يمكن ما ادري البودكاست ينزل قبل النظرية تنزل قبل الجمعة الجاية ذي؟ هاي الجمعة هذه ان شاء الله ان شاء الله اذا اذا ما حقوق محفوظه ماجد <applause> <applause> انا طرحته <applause> كفكره اوليه في البث امس وحتى في الانطباع اذا ان امسا ما عندها قدره على الاستحواذ على اجساد الغير تستحوذ الجسد تستولي عليه بالكامل تستضيف اي يعني طفيليه اي طفيليه شفت يعني مثلا آه البيج مام مو تقدر تاخذ ارواح الناس وتزرعها في الجماعة تزرعها في الجمال هي دي. لا هي تقدر تاخذ روحها نفسها وتزرعها في ناس اخرين بحيث تكون خالده؟ لا ما خالده ما خالده هذه في احتمالين، الاحتمال الاول تكون مثل قدره البيج مام تاخذ ارواح الناس وتطول من عمرها وهذا الشيء مستبعد بس في لا دليل انه قاعد يقول لك انه الجنود اللي موجودين في القصر بدوا يختفون اه فممكن قاعد تشفط ارواح اي احد يقرب يكتشف هويته تشفط روحه وتطول عمرها يكون هذه قدرته بس يقول لك يختفوا إيه إذا شمت روحه مات قطوا في في <applause> 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 لا أنا ممكن رابط إنها ممكن تقدر تأخذ الجسم كله ممكن ممكن الخيار الثاني نجي للاو الخيار الثاني أنا بعد ما استحوذت على جسد ليلي أخذت قدرة لاو أجبرت أحد يستخدم قدرة لاو يعطيها الخلود الخلود وليس الشامبلز ها. فهي موجودة في جسد ليلي ولكن خالدة فالحين اللي قاعد يشوفه كين كوبرا يفتح ثقب كذا إنه شاف على فكره ترى للي نسخه طبق الأصل من زوجته من زوجته ومن بنت بي بي بنته كلهم نفس الدي ان اي زي ما تقول كذا كم كلهم حتى الشعر الازرق واحد اتوقع اكزاكتلي <applause> <applause> فهو مصدوم لانه قاعد يشوف زوجته قدامه واللي المفروض انها ماتت من زمان ف... لانه فعلا نظره كوبرا آيه. الفريم حق كوبرا وفي في ناس يقول لك الصدمه انها بتجلس على العرش الفارغ اللي المفروض ما حد يجلس عليه وهذا منطقي انها تكون هذا الصدمه ولكن ماذا لو كان العكس؟ الصدمه انه شايف وجه مالوف او يعني حلوف على تحديد <تصفيق> <يوم>. <تصفيق> فممكن ممكن أن فعلا اللي شاف قدامه هو, هو آه وجه ليلي آه عفوا وجه تيتي زوجته او يعني تشبهها ليلي ومصدوم يعني اللي انا توقعته ماتت وانه مقتلوها هي اللي قاعده على العرش فتجينا صدمه انه هذا <هه> اللي اللي عايشه من مئة سنه بعدين اكتشف ان ايوه سما هي اللي مستحوذه على جسدها واعطتها الخلود وكذا فهمت الفكره؟ يعني. بيكون, بيكون الموضوع معقد جدا بس بس, انه بس انه حلو انا 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 بس صدت, صدت اودا في ذي خلاص انا ببصم مليون بالميه عرفت اني لحم الغربي خلاص اني انا صدته موضوع التنين الاحمر الذي ينفذ ال... ينفذ النيران هذا هل... صار أي سلوجن كذا خلاص شعار سلوجن حقي سلوجن ما التنين الاحمر الغربي الذي ينفذ يطير الذي يطير وينفذ النيران أيه. يا سلام عليك طيب ليلي هي ايمو سما ولكن باستحواذ ايمو سما على جسدها طيب مين هي ايمو الاصليه؟ سؤال هذا <applause> <applause> اللي تسالني صح؟ مم. يرجعنا آه لحوسه ودخل امس في البث قالوا كلام اقسم بالله ما كنت اتوقع اني بقتنع فيه بس فجعوني فيه ان اصلا السيوف المغروسه عند العرش مو انه ما حد يجلس على العرش السيوف المغروسه ان كل الملوك غرسوا السيوف آه للدفاع والحمايه اي مسمى يعني قسم منهم ان من ندافع ونحمي اي مسمى اللي تجلس على العرش ما حد يقرب هذه واحده من النظريات ع... اللي انا ذكرتها برضه آه عدا آه... ليلي ليلي ما أقسمت ليلي سحبت يا سلام فهي قتلت واخذت جسدها حلو ليش ما تقولون نظريه يا عيال تشاركوها في بث وكذا بس هذا ذكرت انا في بث قلت انه انه اي مسامه كانت جالسه وليلي لما جات تقسم اكتشفت انه لا في احد على العرش لا ماني ما بقسم أوكي. احنا نبغى نقسم من العرش فارغ ما هو فارغ انت تكذبون على العالم ايوه ورفضت وهذا سبب وجود 19 سيف والسيف العشرين في غرفة الأوهام إيه. أنت مقتنع أنها غرفة الأوهام أنا سميتها غرفة الأوهام إيه هي إيه. إيه. هي حلو أنا هي إيه توق... غرفة الأوهام واضح أنها هي ما في ممكن تطلع مقلب في النهاية ترى أودا غرفة الأوهام لأنها مسمى غرفة الأشباح لأن برضو الفانتوم تيجي معنا الأوهام تجي معنا أشباح بس ممكن انه يسموها كذا على ان الجنود اللي يجون جنبه ويشوفونها يختفون. يختفون هم ممكن يخفون ويقتلون عشان اكتشفوا سرها فيقتلونهم أه. ويرمونهم يرمونهم ويطيرون بغض النظر ممكن غرفه الاوهام هذه خط احمر تفتح الباب تختفي كيفك راح تخطف روحك تشعر. تشفط تشفطك ممكن كل الحالات ممكن بس انه فعلا موضوع غرفه الاوهام يعني مرة, مره 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 بس يا اخي والله أوتا قاعد 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 هل انت تخيلت وللحظه انه ممكن يوقف حدث الإجهد, الاجهد ويطلع ست فصول برا القصه انا ما عندي خبره في طريقه سرد المانجا بس مع ذلك هو سرد المانجا هو نفس وين الإجهد الإجهد؟ طيب يا اخوي <applause> في حدث هناك ارحمني هودة تكفى <applause> في حدث جاي في كيزارو جاي في واحد من التاريخ كيزارو <applause> زحل جاي معاه و... وفي سفينه تيتش واصل الإقهد وفي لاو تمردغ وفاقع مدري وين رايح وفي تيتش مدري وين رايح <applause> العالم كله محيوس وال... امباكت <applause> هناك والحوس اللي مع قارب أشياء كثيرة قاعدة تصير ولا وعلقنا هنا ومعلقنا هنا ومعلقنا هنا ومعلقنا أنا هنا أنا أتوقع كذا بيجيبها كلها عصرة واحدة علشان يجيب لك البقعة الكبيرة اللي بتصير في الأكيد بالضبط أي. بالضبط بالضبط يهتم بها السيوف ال والسيف رقم 20 هو ذا نفس الكلام اللي تكلمنا عنه تقريبا يعني هو السيف رقم 20 اللي في غرفة الأوهام غالبا ما فيها كلام حق ليلي نعم م. للي هي من لم تقسم بالولاء وهي من ماتت، انا بالنسبه لي ماتت، في في نظريه عند عبد الجليل ان لانه اصلا انا أشوف ولا اقطع كلامك، مم. في رساله من ليلي هذا الكلام هذه الرساله تقتل كل كلامنا انه ذي ليلي أنه استحواذ الجسد ايوه إيه حلو انا ارفض ان ان هي تترك رساله حق اسلافها انتبهوا من الدي وخلوكم حذرين من الدي والكلام هذا كله وبعدين تجي أه وتصير هي رئيسة المنظمة، اقل القليل هي تعرف مكان الرسالة ترسل حد يحرقها وحتى يمسحها لو انها ليلي أنا. ليش بتقتل كوبرا؟ برضو هذا كلام ثاني والحق... وليش بتستهدف فيفي؟ ترى هي ماسكة صورة فيفي لو تفتكر في بداية الريفري انا قلت على موضوع صورة فيفي قلت لربما انها بعد ما جسدها حاليا مدة 800 سنة استهلك او يعني الخلود اي انها تحتاج جسد جديد جسد... آه. فاستهدفت لي لهذا السبب الجزء صوره لي لم يكن مغروس فيها السيف حلو, في حلو هذه كلها ضمن النظريه شافت شراهوشي ما عجبتها كبيرة جحش يا ما ما تنفع وبالي, وبالي, وبالي اسمه بالونه اقعد تمشي فيها لا فكني جيب لي الصغيره في فيديو خلاص <applause> بس اتوقع شراهوشي, شراهوشي أنا, ربط أنا, ربط انا ربطت الصور دي ترى الثلاثه في بعض اي شراهوشي لانه السلاح بس هذا لا انا اقول لك الفكره اللي ربطتها في مراجعتي انا ربطت الريفري كله وسويت منه كذا سلسله احداث حلو بدا بدايه بدايه من دخول الملك كوبرا الى العرش الفارغ أيوة. بدا الحدث هنا هذه بدايه الحدث الرئيسي دخل سابو كان موجود في الغرفه بطريقه ما متخبي زابن، او دخل في اللحظه الاخيره ايا كان هذا مش الهرجه جول جروسي قابله بلا 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 وصلت ايمو سما صارت البقعة قتلته بعد ما قتلته لانها عرفت انه تكلم عن الدي وتكلم عن الدي يعرف أسرار اكثر من. رجعت لغرفه العرش الفارغ حلو ولانه كلمها عن الدي قطعت صوره تيتش وقطعت صوره لوفي شفنا الصوره مقطعه ولانه قبلها في نفس اللحظه قبلها وبعدها ماني فاكر آه التنين السماوي انخبز بسبب تشارلز <applause> بسبب, <تصفيق> بسبب <تصفيق> فممكن ممكن وبرضه انها ممكن تكون السلاح والله وبعدها راحت منطقي كلامك ترى جدا أنا جا... لانه في لازم يكون في تسلسل لازم فيه خط في زمني واضح. فيه خط زمني انا قاعد احاول ابنيه بس الفجوه الوحيده اللي طحت فيها في ذا الخط الزمني كيف في في شردت وليش مورجن واها أس... مورجن عمر امه ما كان مهتم بحد غير نفسه هذا هنا يجي ابداع عوده في ربط الاحداث يعني آه مو انت انت خل مورجن انت قبل مورجن هذاك وابل وابل. وابل وابل ايش ايش يبغى فيه في كف في. وهي صغيره اصلا <applause> في في فوضى ماني قادر في فجوه مره في السيناريو ذا ماني قادر اقفل آه هو هو أودا هذا شغل اودا لا تخاف انت, انت انت بس استمتع بيربطها بيربطها آه يعني انت انت بعد 1080 فصل المفروض يكون عندك ثقه تامه في اودا راح يربط كله لا لا انا اقصد في الخط الزمني اذا انا لما احاول اربطه اطيح اطيح اطيح, أطيح. وبيربي بيربط وبيربط تطيح لأن لانك انت ما تتصور هو وش قاعد يفكر فيه هو يخطط لبعيد اودا دائما دا ينظر لبعيد الحقير يعني انا ت... انا انا قلتها مره زمان انا قلتها مره زمان اذا تبغى تفهم اودا اتوقع الغير متوقع صحيح لحظه صحيح واذا توقعت الغير متوقع اتوقع غير <applause> علشان يمكن تحاول تقرب شوي ما هو طبيعي ما هو طبيعي المشكله يعني انك انت تقول يعني في البدايه تقول بكذا بروح اكون منطقي بعدين اذا طار طا الحدث يقنعك بيتك منطقي كله راكب كله مفضل. يقنعك يقنعك شيطان والله العظيم ابداع طيب, طيب. آه على طار الليلي ما بنروح خلينا نمسك في ليلي بس في ريفرنس حلو بس بنسولف فيه بنفقع بسرعه آه. آه يعني شوف اودا من متى يلمح لنا عن الليلي ايه اغلب المانجا ربست. ماجد يطقطق <applause> يا ماجد قاعد يطقطق طيب علينا اودا اودا طيب قاعد يطقطق علينا يا ماجد مرتين على فكره مو مره واحده خلافين <applause> زهره الليلي حقت كروكودايل وزهره الليلي إن هي نفس في في جابت حق ابوها زهر ليلي تعطل على والله العظيم في غلاف كذا جايبه ابوها كان في الفراش وجابت لها ازهار ليلي وتلومونه ايه يعني 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 كذا رابط ويلومونه وتلوم... في حب هذا الانسان يا اخي شيطان شيطان يعني انا مخطط على الشخصيه من قبل 500 فصل بس ما المح لكم من بعيد ولا اجيب طريها اذا جو وقتها طلعت علشان كذا علشان كذا انا في اوداتشي تعرف اوداتشي ايه شعيب حبيبي شعيب, شعيب لما اشوفه يدقق في اشياء صغيره ما عاد الومه ايه والله ما عاد الومه قبل فتره شعيب سوى نظريه خمس ساعات ايه عن بلي عن في, في احد في احد في احد الاغلفه كان يتكلم عن السناجب. السناجب صارت مثيره للاهتمام. انا ما كنت اشوف السناجب منها اي هي فائده. بطريقه والله البنك صارت مثيره للاهتمام. اغلفه البنك لك دائما اطوفها ولا اهتم فيها، لا لايش؟ لأ اعرف ان فيها رساله مبطنه بس اعرف اني مهما عصرت مخي ما راح يعني انا لو تجيب لي غلاف حق كروكي تقول لي هذا فيه رساله مبطنه. والله لو اقعد افكر فيه من بكره ما أو صعب انك تجيب نوع الزهره صح؟ إيه بتكتب انواع الزهور بتبو تبحث إيه بعدين واذا بحثت ولقيت انها زهره ليلي ايش بكتب؟ أكتب إنها في ملكه قبل 100 سنه تربطها ما بتقدر ما بتقدر صعبه جدا اذا اصلا جبتها فانت <applause> انت مبدع <أولي> انت <applause> مو مبدع انت مسافر بالزمن ورجعت لنا والله مستحيل كيف تجيب الزهره وتربطها بملكه اربستا بس انه هذا شيطان في ذي الامور طيب انا اساسا كنت اتوقع اللي صعدت قبل 800 سنه ملك مش ملكه لان حاليا الملك اراباستا كين كوبرا رجل مش امراه فشو ما في امل بربط انه كان في ملكه يعني قبل 800 سنه كانت ملكه مش ملك <applause> وعلى فكره نفرتاري هي نفسها عائله الفراعنه نفرتيتي نفرتيتي اي فيها تلميح عليها يعني قاعد يربط من كل الاساطير ومن كل الافكار ومن كل الربط يا واحد من المشرفين على طاري نفرتيتي عبد الملك كتب نفرتيتي في جوجل طلعت له واحده كذا راسها قال هذه تشبه هي مسمى قلت اقعد ابن لا فعلا ترى التاج حقه زيه لا 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 والله التاج والله يطقطق علينا عيال لا والله يطقطق علينا هو يبغى نكتب نفرتيتي نفرتاري يكتب نفرتيتي ايوه يلا بدو تطلع هرجه ثانيه لا 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 يسويها فيكم توقع على توقع لا يسويها فيكم كومودة ابدا يعني زي ال التاتو تبع أي 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 اي ايس آه. اي 2 اي 2 دي 2 ايس 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 والسي الاس من سابو جمجمه سابو أو شعار قراصنه سابو والسي كراينج بيبي ترجمه كراينج بيبي الطفل البكاي مو كان الطفل البكاي الوف لوفي بعدين الاي قال لك الاي ادوارد نيو جيت واضحه لا وقتها ما كان يعرف ادوارد نيو جيت اصلا باقي ليش يحط الوش وما يعرف بعدين طلعت الايست بلو لانه ايست بلو بحر في كل حالتين ما استفدنا شيء من المعلومه طب ايش استفدنا فهمت؟ انا ايش بستفيد اذا نفر تاري مشتقه من مخ نفر تيتي وطلعت هي هي نفسها لي, لا بس لا لا تنجرفوا وراء ال... وراء التحريات اللي ما ممكن ما تفيدنا باي شيء <applause> تحريات كلب تحريات عسل تحريات عسل <تحريعت> هذا <هزل> مسمى <تحريعت>... مسمى <applause> ما <applause> ماجد هلا الفرسان المقدسين يا ماجد ايه ما هو شانكس ده ده <تصفيق> <تصفيق> شوف شوف خليك انسان موضوعي شويه بس شويه خليك انسان موضوعي شوف أه انا احب شانكس ترى انا احب شانكس كما تحبه انت اوكي شنو وظيفه الفرسان المقدسي؟ حمايه التنانين وهل من حمايه التنانين انك تروح تسرق الفاكهه حقت لوفي تعطيه تسرقها من حكومه العالم تعطيه لا السؤال ما كملته آه. توأم شانكس اي ما هو كذا اقول لك هو مش شانكس هو توأم شانكس انت مع النظريه دي انا اللي مطلعها صافحني من بعيد عشان الفاء الكوادر توام شانكس توام جاك. انت سولفت فيها؟ انا اللي مطلعها بخرج 16 متى؟ في البث اللي طاف اللي طاف اللي قبله انت آه. عارف بعد الفصل حق الفرسان المقدسين قراته انا تعرف تيك توك ندخل الفرسان المقدسين عرب اجانب اسبانيول كلهم شانكس توينز شانكس توينز وجابوا صوره الحزين. لا الكي اوكي انا لا، انا إن م... مو انا اللي طرحتها في العالم انا لا هي إن جات كذا وانا انتشرت إيه في كل المكان إيه إيه لدرجه قلت لهم من كثر ما من منتشره والله ماني عارف يعني بقول لك طرحت... ليش بقول لك ليش انا بقول لك شو الادله عليها آه، اللي تخليها منطقيه طبعا ويمكن تكون شاطحه وتكون خطا الاول ان اللي جاء في اجتماع الريفري ما ورانا الكاتب ما ورانا الخمشه اللي في عينه ولا ادري حتى اذا اسمه ولا قالوا يا شانكس ولا ندري اذا يده مقطوعه ولا لا نعم فهذا اول تلميح نعني... الناس يقول لك مؤدي الصوت نفسه طبيعي اذا هو التوام بيعطيك نفس الصوت اكيد الكاتب يخليه ما بيروح يجيب لك مؤدي صوت جديد وعلى انه هو يبيها بقعة اصلا يبيك تنفجع انه شانكس خاين بعدين تصدمنا شانكس مو خاين بس شوف النذاله لما جاب الكاميرا من هنا هي. هو يبغاك تفكر بعدين والحين مو الحين مو الحين هذا <تصفح> الابداع وقتها الكل خلاص جزم هذا شانكس شعر احمر عيونه شكله وليش لابس عباه ما ادري ايش ام زكي الله يسامحك يا عبد الرحمن شو اسمه احمد اليمن الله يسامحك كل ما طلع شانكس طلع ام زكي ام زكي ام زكي اقول لك يعني هي هي الابداع لو كان فعلا لو كان فعلا هو اخوه بتكون ابداع من ولو كان مش اخوه ستيل حتكون ابداع من بس لو كان مستوى أم شانكس آه عادي السلويت هذا التضليل الاسود مو شرط بالضروره انه خلاص يعني ما دام ايش بشكس فهو لازم شانكس عادي يكون احنا لازم عارف. نحط في بالنا يا جماعه انه ترى اودا يبغانا نخبط في بعض شوي بالضبط اخر شيء اخر شيء لما يفك تعرف لما تكون الصوره ظل آيه. بعدين يفك الشعاع يطلع لك واحد <تصفيق> <تصفيق> واحد ثاني <applause> وشعره اخضر في ناس رسموه والله <تصفيق> <تصفيق> شفت الرسمه؟ انا شفت ناس قالك انه هذا اللي كانت مكافاته 8 مليون اللي شانكس ضربه لا 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 في ناس على انه فعلا من التنين آه السماويه ولابس الخود كذا ونفس طلعت شاكر... كويسه لا مزوي آه بشكل قبيح زي آه سيد آه شاركس وكذا آه ايه ومطلعينه بشكل غبي بره 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 مقارنة بشكل بس يعني في النهايه هو توام وإنه نفس شكل حين شعره يعني الحين احنا عندنا دخول شانكس او شبيه شانكس خلينا نقول عنه شبيه شانكس الا قائد الفرسان في الريفري المنزل. داخل على الجروسي ما في اي شيء اثبت لنا انه هذا شانكس لا ذكر اسمه ولا شفنا الجرح اللي في عينه يعني حتى ترى حتى حوار الجيروس هذا 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 لعانه أودة وابداع وعبقريته انه يوم يوم, يوم حاوروه ما قالوا له ايش عندك يا شانكس ما قالوا ادخل يا شانكس ما قال ولا اي حاجه كذا دخل كدا. مسال ف... لا انه يعني قاعد يقول له كذا بال بالنص بالحرف هذا يقول له شو عندك جاي انت تدري انه مو بهذا وقتك احنا مشغولين مع هذا او كانهم قالوا مك... السياسه مش اهتمام ايه اي اي ايه اي 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 يعني انت انت يعني الحوار فيج مبهم يعني ممكن يتسلك باي طريقه انت تبغى تسلكها لا بس انه برضه يوريك انه انه ذا مش اول لقاء بينهم اكزاكتلي exactly. فلو قلنا انه هو اليونكو شانكس عدوهم الحوار المفروض يكون مو كذا المفروض يكون مختلف تماما <applause> الا لو كان على قولة اخوينا ام عوايني ام ذكي ولا كذا خايف أيوة يكون عميل دبل ايجنت يلعب هنا <applause> فانا قلت انه حتى لو افترضنا جدلا فور أرجمنت س... سيك على قولتهم انه هو فعلا هو شانكس جدلا بس لفتح النقاش بيكون هو فعليا دبل ايجنت ضد الحكومه ليش؟ لانه قاعد يحفر لهم من تحت ماخذ درجات إيه فلو فرضنا انه هو فعلا ايس عفوا هو نفسه شانكس فهو فعليا قاعد يحفر لهم من تحت الطاوله هو قاعد يسقطهم يعني انا يعني في الواجهه اني انا قائد الفرسان المقدسين اللي برضو اني احميكم بينما انا في الحقيقه قاعد احفر لكم من تحت في نظريه خوف يا ماجد اللي هي نظريه انا انا وانت بنكرهها مره ما ما راح تصير حقيقة نظريه انه شانكس ثعلب مكار لا لا لو الكاتب يبيها انت كده. قاعد تقول لا لا عشان تحب شانكس لا ولا <applause> في دلائل كثيره تعكس عكس ذلك يعني خذ خذ أول دليل أه هل هل أنت تشوف أن روجر شخص سيء في الحكم على الشخصيات؟ لا أعطاه القبعة؟ لا أي روجر أعطى شانكس القبعة ف... لا 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 في كاروجر... نظريه في ناس يقول لك انه ثعلب مكار ما لي م... انه هو لأ... قاعد يوري الحكومه انه معاهم ويوري القراصنه انه معاهم وفي ناس يقول لك انه حتى هو تعرف يونكو العالم السفلي؟ آه. يقولون انه يونكو هو برضه في العالم السفلي بطريقه ما قاعد يلعب في كل ال... في كل الجبهات لتحقيق غرض خاص فيه اوكي ما هو انت بالطريقه ذي تطلع على انه حقير تطلع على انه يعني شخص ااا آه... آه... انت ايش رايك بالحدث ذا لو صار لو صار حاجة. ما ما راح اتقبله لان لان وقتها معناته ان ريلي سيء ما يعرف يحكم على الشخصيات روجر سيء ما يعرف يحكم على الشخصيات بس ممكن يكون هو شيطان لا يضحك عليهم لا يعني يعني انت زي ما تيتش ضحك على اللحيه البيضاء تيتش ما ضحك على اللحيه البيضاء اللحيه البيضاء يدري ان تيتش شرير من البدايه بس كان يعطيه فرص هذا الفكره بالنسبه لي انا اشوف اللحيه البيضاء الى يعني الى الى حتى لحظه يم يقتله. يوم جي يقتله يوم جاء يقتله قال انت متعجرف انت هذا عيبك يعني عدد له عيوبه فانا اعرف ان هذه عيوبك من اول ومحذرك منها بس كنت اتمنى انك تتعدل وتصلح باني انا ضميتك كابن لي ولكن ما في خير وهذا ما في خير انا اللي بربيك <تصحيح> ابني في النهايه <تص> يعني <تص> حتى صرخته على شانكس يوم قال له لا تتدخل هذا شيء يعني يخص الطاقة يعني هذا ابني طلع من عندي وانا بقتله بنفسي مم. مع انه فعليا هو ما كان يبي ايس يروح ينقذه انه كان عارف انه خطر على ايس وحتى يوم جيف حرب ماري فورد وايس قال صح صح, صح ايس قال انا اللي رحت بنفسي التفت التفت البيضاء بطريقه آه. ال ماركو اللي, اللي قلت له راح اي والله ماركو على يقول اقول نعم ان احنا سمحنا لك و... يا اخي يا حبيبي اللحيه <applause> اللحي اللحي البيضاء ما حطيته شخصيتي المفضله الا لانه قريب فبالنسبه ايه لي انا اشوف ان لا, لا اللحيه البيضاء ولا روجر ولا ريلي ناس ما يقدرون يحكمون على شخصيه اللي قدامهم في النهايه حتى اودن كان صح يعتبر صح يعتبر صح شانكس تلميذ له صح فهذا الشخص آه طيب مره برضو طاقه مع ابو ياسوب آه بين بك تحس إنهم انه ناس طيبين مره 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 اللي يدلك برضو على طيبته اكثر بس يا اخي يا اخي انا انا اخاف يا اخي اللي يدلك على طيبته اكثر بال... انه مش تعلم مكار اللي صار لما مع يسكت ايش قال او او يعني حاول يعطيه فرصه يا ثلاث مره. مرة. يا هو ثلاث مرات يا يا يا, يا. يعطيك برضو دليل اخر على شخص طيب مش تعلم مكار اللي قاعد يجمعهم حوله طاقمهم ال... النكمه حقينه قالوا لك ان, إن الحلفاء الحلفاء حقينهم اضعف حلفاء وان اللي يحتاج الـ الـ يعني طاقم لا كبير في طاقم كايدو لا هم مستغلين الحلفاء اللي تحتهم لمصالحهم الشخصيه بينما في موضوع شانكس العكس تماما انا قاعد تماماً احميهم وقاعد العكس تماما ولا ياخذون فلوس ولا احتاج منهم شيء اي حتى يوم قال ذاك حق مين ما تجيب لك فلوس قال ما فلوس فمستحيل مثل هذا الشخص يكون ثعلب مكار مستحيل صح مستحيل صح يعني وبرضه حتى دروغي بروغي انهم صدقوا فيه صاروا اصدقاء له العمالقه ترى جود جود يعني مره اصدقاء جيدين بس في نفس الوقت انا ماني فاكر هل هي تصريح من اودا انهم سهل انه ينضحك عليهم صرح على الاغبياء الصغار اللي هم هذوليك دروغي بروغي اي اه 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 ذلك عقولهم شيء ناقصه اما موش دروغي بروغي عفوا عمالقه اه عمالقه الباف انه سهل تكسب ثقتهم اه اوكي هم ناس على النية طيبين هذا المقصد الكاتب يعني. اه اه اثنين اللي ما تباعد رقي بروج اللي كانوا في انيس جاء الحقير قائد السي بي 9 وخدعهم ايه حسبي ايه. الله عليه ضحك خدعهم عليهم خدعهم ايه. ايه وايضا ماذر اه كراميل خدعتهم وانها كانت طيبه وكذا وهي اصابه كبيره ماذر كراميل ضحكت علينا وانت ضحكت على العالم كله <applause> <applause> تستحمل. تدري تدري على فكره ان كانت رساله مبطله من اودا ماذر كراميل؟ ايه على, على ماذر تريسا تعرف قصه ماذر تريسا؟ لا مذرتريسا اللي اسمها مذر... خوذ معروف الكنيزه معروفه مشهوره جدا كانت يعني هي يعتبرونها المثال الحديث ل... 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 لسماحه الكنيسه وطيبه الكنيسه وان هذا الظاهر اي الظاهر بينما في الواقع يقول لك هذه الدراسه فيهود. اثبتت من جامعه امريكيه مو من عندنا احنا اللي قاعدين جامعه امريكيه اثبتت انها كانت تبيع الاطفال و... وت... وتلعب فيهم طرحت كثير ترى قضيه نظر آه. تريسا مشهوره يعني دلوقتي. قضيه الام اللي في الكنيسه اللي من ظاهرها طيبه وفي الخفاء قاعده تسوي مصائب الله اكبر عليك فالحين الكاتب يعني انا على فكره كنت من الناس اللي مصدقين ان ماذر تريسا طيبه ومثال للحين اليوم يوم شتابل دخلت المارين فورد وقذت كراميل. مرض تريسا اللي في الحقيقه انا كنت مؤمن في الحقيقه في الواقع اه أوكي. يوم شفت القصه وشفتها قلبت قلت ايش في الأودة خرب الاسطوره لان يعني واضح ان ماذر كراميل مقتبس من تريسا فرحت ابحث اكتشفت انه ماذر تريزا فعلا كذا ماذر تريزا فعلا كانت اوكي ان الناس مخدوعين فيها طول بس الوقت بس ترى اودا لمح لنا كذا تلميحه شويه 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 كذا فهمها من فهم في جاهله من جاهله ايش المدر اللي تدخن والله نعرف الكنيسه كنيسه خط احمر عندهم كل شيء والله حاطين حاطين لك شخصيه في الانمي ما كانه قاعد يقول لك شوف انا 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 مخبي لك مقلب في دي الشخصيه وفي وفي الاخير طلعت مقلب, مقلب يعني طلعت آه شريره جدا تبي نرجع نرجع الموضوع شانكس طيب موضوع الجروسي يقفلنا في عندك شيء تثبت انه في توم؟ لا آه جلسته مع اللحيه البيضاء افا اه, آه, آه يوم قال الجرح دقيق اللحيه ايش؟ اللحيه البيضاء اللحي آه. وترى <applause> <والله> وترى لحيه <applause> الغانمة <وترى تصفيق> والله لحيه الغانمة <applause> <والله تصفيق> رجل والرجال قليل اوياجي والله انا تحبه لو انت عارف الحين لي اسبوع قاعد اقنع جود تناديني اوياجي والله لا بابا احسن جود يعني جربي كذا ايش نديني مره في الاسبوع وياي الله يحفظك فلا في حوار مع تي ام شانكس مع اللحيه البيضة كان اه يوم يقول له وجهك يذكرني بالجرح وجهك يذكرني بالجرح كل ما رايت وجهك افتكر الجرح الذي قلت تسبب والله بس نسيتها ما ادري الذي تسبب الذي تسبب ذلك الوقت ذلك البث ذلك البث ذلك البث كان موجود احمد اليماني مم. وقاعد اقول له نفس الكلام اللي قاعد اقول قاعد احاول اصرف اقول له قال الجرح ماشي لا يا شيخ يعني ما <applause> والله استقعد لا لا بالعكس والله ترى نظرية متماسكه أي. انا ما انا ما ت... انا ما, ما ما, ما نسبتها كون نفسي. ان احد القاده الفرسان المقدسين قدر يجرح البيضاء لان هذا هذا قبل قبل تشايك. سنه من لقاء مع روجر يوم ياخذ معاه اودين روجر ما كان على صدر الجرح انا بعد جبت الصور بعد معركة روجر اللحية جرح جرح واحد. ايه ما هو مو من روجر اصلا لأنه بغض النظر من لا روجر من معركة روجر يوم يتقاتلون مع روجر يوم جابوا لك انه مصاب هنا في راسه وفي هنا جرح, جرح. هنا إيه لا بسيط لزقه بسيطه ايوه ما كانت في النص ما كانت في النص ما كانت تترك اثر. فجأة في اللقاء الثاني الاخير اللي خلاص روجر بيروح الاعدام بيروح يموت اه كان الى الثلاثة دي جت بعدين بعد ما شيل ايه بس الجرح اللي اشر عليه حق شانكس كان في فترة صعبة كنت أقول مين اللي يقدر يجرح روجر اللحية البيضاء غير روجر ما في أحد اللحية البيضاء قوي جدا جدا الوحيد اللي بيقدر ي... يترك خدش على صدره روجر فيوم في يوم صدمت أن فترة السنة ما تقابلوا هم لأن روجر وقف القرصنة بعدين راح سلم عليه وقال لا تبي ادليك وين الون قال لا علمني عن الدي عندي واحد منطقة من, الدي وبس يعني اللقاء كان اخوي ما كان في قتال بس وقت فك... اللقاء الاخوي ذا لا كان ده في الجرح وقت اللقاء الاخوي أيوه. اللي بعد سنه ايوه كان في الجرح أيوه في واضح ففتره السنه دي اللي روجر روج راح فيها الى لافتيل تلقى اللحيه البيضاء الجرح من مين ما ندري بالضبط فانا كان راسي منفجر يعني في ثلاثه جروح اصلا في هذه جات بعدين ايوه ايوه اللي دي جات بعدين يعني بعد, فتره الاربع سنوات فما ادري هو كان يمكن واحد منهم اي اي اشر على النص اشر على النص قال هذا الجرح لا يقول من وجهك, افت... ي... اي... أشعر بي... يعني, يعني يحس انه يألمني هذا الشيء قاله برضو كايدو يوم انه الساموراي الاربعة اي اربعة سوى ضربة اودن قال اه ذكرتوني بجرح اودن ذكرتوني بأودن اي لا أودن. اي ما هو أودن. الجرح القديم جرح نزفتوني طيب <applause> ففي يعني يعني انت تتفق مع نظرية انه شانكس له توهم او ممكن ممكن يكون يلعب على الحبلة مستنسخ هذه بحكم انه شفنا تطبيق واضح جدا لموضوع الاستنساخ موجود بس كيف تاخذ دي ان اي شانكس هذه هي الفجوه في نظريتي لا لا عادي تقدر تاخذه عن طريق شعره عن طريق كذا تقدر مو صعبه انت سهله تاخذ شعره من شانكس يا الله يع يعني يمكن خذوها منه وهو صغير يعني <applause> في الصندوق هذا قد بالي على طاري الصندوق هذا دليل على انه ترى في احتمال يكون هو من السماويه لان الكنز شوف وجوده في جاد فالي كطفل هذه هو من تن هو تنين سماوي او من عائله نبيله لا محاله فكون ان التوام حقه موجود من ضمن التنين السماوي يعني مثلا آه انا كنت اقول كذا اقولها بس كوميدي بس يعني منطقيا ترى تجي 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 اللي هو لو انا احد العوائل الحاكمه احد العوائل التنين السماوي عندي طفلين توام وما بخلي البيض كله في سله واحده خليه <applause> خليت واحد بصندوق صندوق الكنز والثاني معايا اللي بينجوا منهم ينجو الأخير من نجوا اثنينهم انا نجيت حماني قارب والصندوق نجى لانه سرقوا روجر بس هذا انضم مع روجر صار قرصان وهذا صار تنين سماوي وقائد فرسان المقدسين حلو نروح للي بعده روح السؤال هذا من احد المشرفين واضح انا مشرفينك مستقدين علي ومتردد جدا في طرح سؤاله لا مش لا متردد عادة. يعني كان يقول السؤال احس انه يعني بيخلق حوار جيد بشوف يبين هاي بشوف يقول هل تشوف انه لوفي شخصيه عاديه كتابيا؟ لا 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 لا, لا, ابدا وكلا والف <applause> لا وكلا وين لا والف لا لا انت تتكلم يعني ما هو قاعد هو يطرح نظريته آه. هذه وجهه نظره بس بيشوف رايك فيها هو يقول انا اشوف لو في شخصيه مكتوب كتابتها عاديه انا انا اختلف معاه 100% بس بشوف وجهه نظرك الاختلاف مليون بالميه انت تتكلم عن قرصان بس طيب تتكلم عن واحد. شخص شاطح كوميدي ضحوك ولكنه في نفس الوقت عنيف على اللي يستضعف الضعفاء والصغار يحب البارتي والفله والضحك بس يعني مع يا اخي لقطة معركته مع يوسف اخ كيف كيف انه بعد ما ضرب وجلد وداس دوس جاء عند ال جاء عند ال... السفينة وقاعد حط القبعة ويبكي قال هذا هو عبء القائد إيه لقطة يوم انه يجي عند نامي يوم كانت تسولف نام يوم 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 الاثنين أي يسولفون أي أي نام وقال انا ام نوت في اليوجين صح؟ اي في اليوجين ويوم جاء عندها شال القبعة ولبسها هذا يقول يعني هي, هي بالنسبة لها بالنسبة لها هي تدري عنه هو قال لها هذا كنز ثمين قال لها لا المشهد ده قال لها أكثر من مرة حتى انشقت القبعة عند باقي وخيطاتها هي له فهي تعرف قد إيش القبعة بالنسبة له تعني له الشيء الكثير والكثير وكنز ثمين بالنسبة له ومع ذلك يشيلها من على رأسه ويحطها وصرخته أتعري ما دا يعني كنت أكيد ما ولا وصرخته الثانية اللي ألعن اذا يعني انت انا 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 متى عشقت ون بيس يعني ترى على فكره اول متابعه لون بيس انا كرهته اصلا حذفت الانمي ما كملته بقى. بس كده انا اقول لك ما صار لك انك وصلت 130 حتى ترى بس حذفته ليه؟ في ذاك الوقت انا كنت من عشاق مسلسلات أفلام كنت طفل طاش متهور غير <applause> 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 لا عشان تصير بالصوره تابعت ناروتو كامل 80 حلقه <applause> وفي ناروتو شفت شخصيات ماتت وشفت احداث وشيء مره مره قوي وجيت على ون بيس وتابعت 130 حلقه كان مره مره ثقيل ودسم وحدث ارباستا البكا حق فيفي في يا ميتا كوتا ساي يا ميتا كوتا يعني شيء شيء كانت فوق برج الساعه ايوه بالضبط شيء كان خلاص جاني زي التشبع وبعدين اللي قهرني نهايه الارك ان الصقر ما مات بل انا هنا خلاص غيبت يعني قلت شو العمل اللي ما تموت فيه الشخصيه طبعا ما مات ايس ولا بعدين ف في ذاك الوقت كنت اظن ان العمل كذا بيتم هذا كوميدي ما وانا كنت ابي اشوف شيء جدي حماس وكذا ما ابي ماني مس اني ما قاعد اتابع عمل كوميدي فانتزي وهذا ترى انت لازم اي احد تابع ون كذا انا ما انصح بمتابعه ون بيس في بدايتك اذا بتبدا العمل في انمي ابدا بجمل العمالقه ابدا بديث نوت خل ونبيس بيس بعدين لانه هو ثقيل, لأن ثقيل عمل ثقيل ثقيل, ثقيل وكتابه اودا ما اختلف كتابة اودا لعالم ون بيس إيه انت, انت لازم... تبدا تستوعبها بعدين إيه بس لازم... جزء كبير منه اكزاكتلي exactly. فمثلا آه آه نجاة لوفي من صعيقة آه من صاعقة من اعدام باقي بصاعقة دراجون yeah. طبعا ذاك الوقت ما ادري صاعقة دراجون من السماء اه فكنت اظن صدفه قلت يخرب بيت البطل اللي قاعد ينجو صدفه نعم بعدين عمد. اوصل 300 وما ادري كم وانصدم إنه ابوه اللي انقذه الله يخرب بيتك كاتب على الربط فهمت بعد 300 حلقه تجاوبني على سؤالي بعد 300 حلقه تعطيني اجابه شيء شي. آه واجابه مره مره منطقيه فالحين نرجع للنقطه الاساسيه اللي كل شخصيه اللي لوفي شخصيه عاديه آه هذا السؤال المشهد اللي علقني في ون بيس خلاني اكمل الين وصلت 130 واللي خلاني حتى ارجع له هي اللقطة آه يوم انه كان داخل قصر ارلونغ ومسك القلم وشاف الدم عليه إن يد نامي كانت تدميه وترسم له في, في ذاك المشهد شلون قفل ومسك السيف حق ارلونغ وكذا وهو ما غاضب كذا رفع رجله طيرها عليه فوق ونزل له سبع ارض ويوم طلع من تحت الانقاض ايش قال؟ نامي اوماي اورينو ناكامادا يعني رغم انها طلعت من الطاقم سرقتهم تخلت عنهم ويوم يوم يوم جاي ينقذها رمت عليه التراب في وجهه قالت له ديتكو اطلع برا القريه وكانت الطعم في يدها في الوشم ورغم هذا كله يعطيها كنز الثمين يعطي قبة على راسها بعدين يقول لها انت اعز اصدقائي فانت انت واحد من اعز اصدقائي انا بكيت في ذاك المشهد بكيت بكاء مش مو مشهد مؤثر صراحه ما كان ذاك انا اتذكر مشهد عيني دمع <applause> الحدث ذاك بكبره صراحه مؤثر حتى لما كسر غرفه الحائط آه، آه. آه آه. غرفه انبسطت نامي هي هي كانت متاثره ان انا قاعد ينقذها من السجن اللي عاشت فيه السنين اخيرا جاء احد بينقذها وبيحرر مين اللي ينقذني اللي سرقته اللي سرقته اللي, <تصفيق> <تصفيق> هذا الابداع في القصه فلما تيجي انت تقول شخصيه آه لوفي آه كتابة عاديه ما في ما في شخصيه انا قلت شفتها بالتعامل هذا بالطريقه هذا بالفكر هذا التناقض هذا بعدين يكون متناقض ترى يعني شو إيه يعني مو متناقض يعني تشوف زي ما قلت لك انه يعني لوفي ما هو شخصيه مثاليه ترى يعني غير كذا ترى انسان ما هو ذكي مره انا عارف <applause> بس إن, ان ان كيف انا بحقق حلمي لو مهما يكون مهايطي ويلقم بكاء اكبر أه مثال كايدو عض عض الارض فيه لين ويعود ويعود <تصفيق> يا, <تصفيق> يا <تصفيق> اخي رهيب ويعود بالله كيف تقول عن لوفي شخصية عادية كتابية أنا أجي اصفقك أنا أقول اسمك خليه يهزك لا لا فعلا فعلا لوفي شخصية شخصية عظيمة لا, لا والله والله يعني أي أحد يقول عن لوفي أن كتابة عادية أنت ما تعمقت في شخصية لوفي صح أنت لو قعدت تتعمق وتشوف مواقفه وتدرسه وتشوف ردات فعله تعرف أن الكاتب تعبان عليه واشتغل عليه شغل ولاحظ إلى الآن إلى الآن، طوال هذه الفترة كلها، ما عرفنا شنو حلم الحقيقي. والله يا أودا لو ما يطلع الحلم حاجة تسوى، لا، لا أصفقك. أنت 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 بعد 1080 حلقة لسه عندك شك في أودا في الحلم. مو عندي شك، أنا أحس أنه أودا، أنت قلت هذيك اليوم في النقاش القديم. أه. أودا سوى لنفسه تحدي بن كلب. هو إيش بيكون هو الحلم ذا؟ هو إيش بيكون؟ أنا متأكد أنه راح يقنعني. خلي عندك ثقة في أودا. <applause> أنا واثق فيه أكثر من ثقتي في نفسي يا رجل. طيب. خلاص جاوبنا على سؤالك اقول اسمك لا ايش افضل فلاش باك لك في يوم بيس ما نبغى نتشعب خلينا نقول في الطاقم <applause> اوكي برا الطاقم ترى ما يدخل الا لاو بس بالنسبه لي انا من بين كل اللي برا الطاقم ما يدخل الا لاو لانه فعليا انا احب الحزن <تصفيق> <تصفيق> حلو حلو خلينا خلينا في الطاقم <applause> من بين الطاقم ده هسه لاو انا بالنسبه لي لاو ما يدخل حتى التوب آه بس بالنسبه لي انت تبي احزن او افضل فلاش باك كذا لما اقول لك قصه وفلاش باك لشخصيه في الطاقم معجب فيه انت جدا في بيس اودن ما انت الموضوع ما حد بيختلف عليه اودن ايه في بيس ككل لا نتكلم في الطاقم ايه في الطاقم قبل لا يظهر فلاش باك زورو لا, لا كلهم قطعتهم الى الان وكل فلاش باكات نعرفها ايش الافضل بينهم؟ ايش اللي تحسه فعلا اضاف عمق وبعد درامي جدا رهيب للشخصيه؟ الله روبن مهما حاولت روبن وبرضه نامي على خفيف كذا روبن ونامي يعني آه روبن شخصيه مره مره كومبلكس معقده جدا جدا هي هي في ظهورها الاول كانت فيلن شريره ضد البطل نعتقد على الاقل يعني لا هي كانت نائبه كروكودايل ايوه بس كان هدفها البونج اللي فيه احنا ايه ما, ما كنا نعرف احنا ما كنا نعرف لا بس انه اقصد انه الشر مو موجود في روبن اي فلا فعليا هي فيري تويستد كاركتر يعني مره حتى, حتى حتى يسبوا بعضهم بروك شو سوداويه كذا شو نظري للدنيا مره <applause> تعيسة وتجذب للسوداوية ومتشائمة وشخصية غريبة جدا 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 هذا أتكلم عن روبن فكيف الكاتب يضم شخصية بهذا النوع بهذا الشكل بهذا التفكير إلى الطاقم ويقلبها طيبة بعد ما تشوف ماضيها وتشوف دي شي 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 خلاص أنت هنا نظرتك الروبوت بعدين لما تغير ربط لما ربط لك اود الفلاش باك تبعها بالانيس لوبي الله اكبر عليك هو هنا الابداع فكذا كذا انا اشوف صراحه يعني ماضي اضاف للشخصيه وفرق وتغيرت نظرتنا للشخصيه وصرنا نبيها في الطاقم بدل ما كنا قاعد يعني في اود ضمها خصوصا انضمامها في البدايه قاعد يقول شيء غريب يعني والله ما كنت متوقع قلت لا لا هذه شكلها مؤقته ما ما بتطول هذه لا وبعدين يعني بعد ما ضمها جاب لك حدثه في اللي آه هو حدث انس لوبي ما ضيع عفوا ذكريات في حدث انس لوبي لا م... بس ]ها. قبلها جد... قبلها وتسفن. جلسنا مع اوكي جي اي في ووتر 7 اللقاء كان خطورتها آه... وبعدها بعد اوكي جي راحوا على ووتر 7 اي ما هو... اول أو... يعني ظهور اوكي جي الاول ما طلع فلاش باك نهائيا اي بس كان وسوس فينا اوكي اي جي. أوكي جي هذه شريره انتبهوا منها بتقلب عليك بلا 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 ما الوم بس في نفس الوقت اوكي, جي أو أوكي جي انا الحين بديت افهم انه اوكي جي شخصيه مريضه مضطرب لا بس في ذاك الوقت انا شفت اعز اصحابي ديري شي شي ساولو ايه اي ساولو يضحي بحياته عشانك طبعا يعني احنا بالنسبه لا بس يضحي لأ عشان لانه كانت طفله وقتها وعلشان امها بغض النظر يعني انت من علماء اوهارا وكل علماء اوهارا مرتبطين معهم فديري شي شي ساولو جاكوردي قاتل عشان يحميك وانا اضطريت اقتله شكليا قدام الناس وحي حطه في كبسوله في كبسوله زي. الزمن اضطريت اني اجمده قدام العالم عشانك انت تظنينه مات الناس كلها تظن مات وحي اثبتي لنا انه ابي اعرف شو انا اللي شفته منك طول ال 20 سنه ولا 30 سنه هذه مش قاعده تنقلي من طاقم لطاقم من منظمه لمنظمه وتخونينهم وتعيثينها في الارض فسادا الحين جيت عند طاقم طيبين انا اعرف ان طاقم لوفي طيب لانه شاف بعيون انهم مم. ساعدوا ذيلي طبخوا لهم وجمدوا ذا وقالوا لهم اقطعوا الجزيره وكذا فذيلي قراصنه بس طيبين انت بذره شر انت كل منظمه دخلت فيها خنتيهم وغدرتي فيهم تخليتي عنهم فهل بتسوين في طاقم لوفي نفس الشيء ولا لا؟ الله فكانت يعني تويست ملعون وزي ما قلت اودا تلاعب فينا احنا كمتابعين بس يوم ظهر ماضيها وشفناه وفهمناه تغيرت نظرتنا لها 180 درجة وبدينا نعذرها وبدينا نقدرها وبدينا نبكي على ماضيها ونتمنى يعني إن توب وان طاقة. فلاش باك روبن روبن طيب انت قلت احزن فلاش باك مع انه تخش واحدة بس بتقول روبن يعني هو اللي نفسها لا, لا ونامي بس بالنسبة لي روبن احزن شيء سانجي سانجي كان عنده اخته تحبه كان عنده امه تحبه كان يعني حتى هو هارب وطالع انا اشوف اكثر واحد يعني لقى لقى زف على طول وانقذه وساعده ورباه تتكلم عن روبن آه روبن مات كل اللي يعزون عليها امها ماتت في نفس اليوم تدري شي شي كل شوي يتبناها احد وي... الكلوفر لها. مات الكل ما الكل قدامها مات ولا بقى عندها اي احد وتمت عايشة وحيدة طوال الفترة لا وكانوا يتبنوها عوائل وتكتشف أنهم يقدروا فيها وتهرب. لأنها مطلوبة للعدالة 80 مليون 80, مليون 80 مليون أي 80 مليون مطلوبة عليها 79 مليون 79 80 مليون 80 أجبرها فبينما نامي لا نامي رغم أنها اضطرت أنها تعيش مع الطاقم اللي قتل أمها بس تدري أن أختها موجودة تدري أن القرية يعني موجودة وعايشين لازالوا ما حد منهم مات وكانت تحاول تحميهم يعني ما مات عليها لشخص واحد عزيز اللي امها بس م. تتكلم عن روبن مات كل اللي حولها لا ومات كل اللي حولها بس لقى كوراسون وهو صغير وحماه ساعده انقذه صحيح كوراسون مات عليه وهو برضه صغير بس قام يموت عالجه أنقذوه واعطاه الفاكهه وما كان مطارد ومطلوب من العداله في ذاك الوقت هو لسه صغير فاذا تقيس الماضي أسوأ واحزن واقسى ماضي روبن واثروا على الشخصيه روبن برضه روبن روبن الكاتب ابدع في كتابته صراحه بس كل كل شخصيات الطاقم تقريبا يعني يعني لهم لهم, لهم 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 نصيبهم من التعاسه ايه في, ايه في, في في ايه ماضي لو في ما مات, آه مات عليه بروك انا كنت في, في فلاش باك وانا جلست اصيح معاه وهو يعزف ويموتوا وانا والله والله كنت اصيح حلو روبن انا العبره روبن انا والله اكثر شخصيه يعني دائما يعني لانه انت انت طرحت حاجه حلوه انه احزن ولا افضل؟ ايه انا كنت كذا احكم فيها انه اكثر شيء تاثرت فيه فهو الافضل بالنسبه لي. انت تاثرت ببروك اكثر شيء؟ بروك وسانجي. بروك وسانجي انا اشوف انهم من الشخصيات اللي عندهم ارث نضالي عجيب. بالذات بروك، بروك جلس في البحر خمسين سنه. ايه يا الله يلعن ام انت شفت حواره لما كان يقول كراش كيسي ايش الكلمه ذيك؟ ايه شيء قاسي انا جدا. لما اوهمته انه رجع وطاقمه يا الله آه ف تتكلم عن في حدث وانو يوم من العنكبوت ايوه اوهمته خيال. يا الله ذاك الحوار وبعدين مودي الصوت مو اي بس ايش جروبي؟ قال حق قال انا بزبط. نسيت انك عشتي نفس الماضي <applause> بالضبط قال له قال له قال انا ظنيت انك خدعتي بس صدمت ان نسيت ان انت برضو عشتي نفس الماضي اللي انا عشته وجربتي ال... كلنا عندنا من التعاسه الكثير حلو بس هو مدته اطول ولكن يوم حلو. يوم تصير للتعاسة هذه والمده هذه كان هو اوريدي بالغ مو طفل بس فلاش باك سانجي مفصل كثير جدا أكثر. مفصل كثير دقيق أكثر. جدا أكثر أكثر. تاخذ طفولته وتأخذ زف تاخذ آه هرم ما هو الكاتب في البدايه اعطانا بس زف في البدايه ايوه ولكن نعرف عن ماضي لا انت في النهايه بتبني له خط زمني يعني فلاش باك واحد زوره حاليا بيتضح خط الزمن حقه بس باقي لوفي يمكن ترى يمكن لوفي يكون احسن منهم كلهم هذه لا شك فيها احس معنا انه يعني اللي يقبل انه هو بيكون ما يذكر أمه. هو شوف جزء كبير من من فلاش باك لوفي سابه ايس هذيك الفلاش باك انا اتكلم الكامل. على امه مم. قبل لا يجي عند قارب قبل لا قارب يجيب يجي. يعني لان قارب يجيب يسلمه لددن كان هو عايش في شيء ثاني ايه. بس هو ما يذكر هذا اللي انا غبني انه هو ايه. ما يذكر هو نفسه ما يذكر يمكن فقد الذاكره لوفي في يمكن جاته مع عطفي خلته ينسى وعشان كذا هو عشان كذا هو ملحوس ملحوس يا اخي في نظريه عندي تخوف شويه اي جيب جيب حلمت, فيها لا حول ولا قوه حلمت فيها ان زورو هو اللي دف كوينا وقتلها بس مش هو شيطان داخله حط الكاميرا على وجهه يا عبد الله ايش حلم, حلم 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 حلمت يا اخي شو اسوي؟ ما شارك احلامي معك؟ اعوذ بالله منكم من احلامي. <applause> اقرا <أجل> المعوضات عليه <applause> <applause> والله جد والله حلمت انه زورو انا انا اوكي دف كوينا من الدرج وقتلها أوكي, أوكي, اوكي اسمع وكيف وكيف وش اللي خلى ذا ايش اللي خلى ذا الحلم يصير منطقي معايا؟ ليه قبلها ليه لا 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 ما, ما في ما في منطقيه في حلمك <applause> ابدا قبلها قالت له انا راح اقاتل لاجل اني احصل على لقب افضل سيافه في العالم الشيطان اللي جواته قال لها <applause> انا حنتظرك تنافسيني بوف <applause> لا تطلع عبد الله عبد الله ماله في, في الانمي ما راح يفهم اي شيء <applause> ما ما في الاستديو لعبد الله انا طالع فيك غبن ليش طيب يعني طيب تر... يعني جميل. النظريه ترفضها؟ أ... أ... جمله وتفصيلا حلو أحلامك احلام يقظ احلام بغض احلام, أحلام تعود لا سمعت لا تنسى تيتش قال احلام الناس لا تنتهي <applause> <applause> احلامهم في الحقيقه والواقع مو في النوم <تصفيق> <تصفيق> لا 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 هذه هذه من النظريات اللي شاركها مع المتابعين دائما بس غريبه ماني داري ماني داري ايش اللي خلاني احلم الشيطان زورو ظهرت اكثر مره ولا اقدر اعترض عليها نعم بس الشيطان هذا م... ما اتخيل انا انه توصل لمرحله انه يبغى ينتقم من اعز الناس عند زورو، زورو بكى بكاء وانا ما عادل... اقول لك أن زورو ما يدري ما... في <applause> There is a demon inside زورو <applause> طيب اذا كذا معناته طول عمره ما بيدري لان يعني الشيطان فجاه بيطلع بيقول له انا اللي دفيت كوينه ايوه لا يا ايوه يا موجود بعدين بعدين لما يكتشف موضوع ملك الجحيم وسبب اصلا كونه ملك الجحيم انه معاه شيطان ساعده في الجحيم وخلاه يصير ملك الجحيم معركه زورو في الجحيم واللي اخذ فيها لقب ملك الجحيم وعاد فيها للحياه آآ آآ كانت بسبب هذا الشيطان انا انا كرهت النظريه والله كرهتها ما بتناقش فيها بجد اسمع اكملك اياها فبعدين بطريقه ما يكتشف انه هو اللي قتلها يقوم يقول انا أريك ويقتل الشيطان الذي في داخله <applause> <فيدي> آه يزعل يعني <applause> معك والله ما خفيه هناك شوفها <applause> طيب. تدري ايش المشكله بهذه النظريه؟ لا لا في نظريه يا شيخ مخرومه ما تصير زين اوكي خلاص انا منك مقتنع انها مخرومه لا يا شيخ استهبل عليك اقول لك قلتها جلست اضحك وانا مسوي ميوت على على الحوسه اللي صنعتها بينهم استهبل علينا يا عيال وش ال... ولأني سويت ميوت صارت حفله قلتها في الشات الشات كله يضحك عادي عادي بس قلت بشاركها معك النظريه الثانيه واللي حلمت فيها برضو بعد اعوذ بالله من احلامك حلمت انه البيضه اللي في سفينه روجر خرج منها تنين والتنين هذا قاعد يربيه شانكس والتنين هذا الان موجود في سفينه شانكس. لا التنين هو نفسه شانكس <applause> الاحمر غريب احلامي غريبه صح؟ لا ما يعني اوكي ان البيضه فيها تنين يخرج منها تنين انا ماني ضد هذا الشيء آه جايز ان ان آه بس انه الارث هذا اخذه موجود مع شانكس التنين الان اي يجي في زعله عادي لما يتحول شانكس تنين احمر الغربي يطير في تنين يجي معاه يفزع معاه كذا خوي صاحب <applause> رابين مع بعض يعني <applause> طيب حلو انت طيب. رأي إن غير لن تغير رايي في سالفه ان شاكس عنده فكات اني نحو غربي يطير مره صح. متمسك فيها والله ترى شوف الين الكاتب يقول شاكس ما عنده فك اول شوف من... يسبح قدام فيها من المنطق الشيء العجيب صراحه اذا شفت يسبح قدامي الحين انا بس اقول لك سبح قبل لونه وسفينته وراس تن... راس سفينته كله جايز طيب في سؤال جميل هنا طبعًا. هل تعتقد ان لوفي بيوصل لافتيل في سن صغيره؟ اي ما راح ما راح يعطينا الكاتب تايم سكيب ثاني في هذا العمر اللي هو فيه حاليا سيصل الى لافتيل ليه؟ واحسن من روجر فيش احسن من روجر لانه فتره روجر بقى. كم جلس؟ ايوه ترى انا قاعد اسال الاسئله ذي بس علشان ابغى ابغى امتص منك اجابات فهم أنا, انا ممكن اتفق معك 100% لا احد من الجمهور يفصل على وجود ترى وجود فاهم بس هو لوفي. يحاول يستف... يطلع مني الاجابات بطريقه لوفي مبرح له الطريق فانه نيكا وصلته لين عنده أ... أوكي. لا نقلل من جاز ولوفي طيب لا لا لا, لا <applause> انه انه لوفي في ظروف مختلفه غير بس في ناس في ناس ياخذون الكلام هذا على ان هذا تقليل من انجاز لوفي او عظمه لوفي لا لا ما هو أي. تقليل بس انا اقصد انه لوفي بر... بطبيعة الحال بيبذل جهد أقل غير رجل. أنت تتفق معي أن شانكس هو اللي جاب للفاكهة؟ مئة في المئة كفو عليك مئة في المئة في ناس ما ترضين علي طفشوني نا... حتى الطاقم عندي ما ترضين أخوي نا... إبراهيم نزل لي شانكس أخذ الفاكهة بنفسه وبحث عن مجموعة أطفال إلين لقي الطفل المناسب ووضع الفاكهة بجانبه وترك الفاكهة تختار بإرادتها من الذي تسمع من... يا ابراهيم أخويا تسمع واختار... واختارت... تسمع الناس اللي تفهم واختارت لوفي كيف بس كفو عليك اقول له انا ان هذا الشيء الوحيد المنطقي بالنسبه لي التفسير الوحيد المنطقي ولا ليش الكاتب يظهر لنا الماضي اصلا أه ولكن نعود خطوتين للخلف نعم أه روجر ما كان مطلوب منه يوصل لفتيل اصلا مو داري اصلا كان يعرف انه في شيء اسمه الجزيره الاخيره كذا <applause> <applause> رحله يعني هو وصل أو ما وصل لوفي حيوصل في النهاية. ايفنشلي لوفي حيوصل لأنه مقدر له أنه يوصل. حلوين؟ ف فأه... عظمة إنجاز روجر تكون في كونه هو أول شخص يصل بعد 800 سنة. أنه طول 800 سنة ما حد قدر يوصلها. وغير كذا ولهذا السبب يعني. تطلبت منه أنه ياخذ العمر ذا كله ويوصل وهو كبير مرة. أصلاً أصلاً يعني كان يقول أن لما الروكس قبل 38 سنة وروكس كان في عظمة قوته هو كان لسه وقتها ما بعد يوصل التوب هو نفسه روجر ما بعد يوصل التوب قمة عطاء شبه. اي كان بس ما بعد يوصل قمة عطاء كشهرة وقوة وكل هذا لما و... فزع مع جار اي يفزع مع جار وفي المقابل روكس عنده البيضاء عنده كايدو عنده البيج مام عنده آه... ايش اسمه؟ آه... كايدو لا اللي هو الاسد الذهبي كايدو عديته عنده الاسد الذهبي عنده الفاس الفضي عنده ما بقى كل كل القراصنة الاقوياء عنده ومع ذلك استطاع روجر الانتصار عليه هزيمته وتم قرصن 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 يعني يوم قال حق اللحي البيضاء قبل 24 سنه ان عثر على الجزيره الاخيره اللي هي لود ستار او رود ستار يعني اتوقع بعد ما هزم قائد الركس بخمس عشر سنوات وصل هناك بعدين قابل روجر وقال لأبي أودن لأن إيش بدون أودن اللي يقرأ لا لن أستطيع أن أصل بالضبط وغير كذا روجر ما كان ما كان يعرف يعني بنقلف ممكن ما كان يعرف ايش ايش فوائد الاشياء هذه كيف بتوصل للجزيره أي بس انا اشوف انه برضو القدر هو اللي خلاه يوصل لهناك هناك والقدر هو اللي خلاه انه أه يمهد الطريق للوفي, للوفي عن طريق شانكس وعن طريق اللي القاده واللي عنده يعني تكلم ريلي وصول روجر وصول روجر الى لافتيل كان بدايه اطلاق النبوه بدايه تنفيذ النبوه exactly. نعم حتى ولكن أنه روجر و... كان عنده سنه ما عنده وقت فمرر الاراده هذه لاكثر من شخص ممكن ريلي هو... هو قال هو قال بالحرف الواحد آه... ريلي قال وصلنا مبكرين احنا كنا نظن وقت انه يقول كنا مستعجلين في الترجمه الاوليه ممكن نشوف ناشد يوم في البار يتكلمون مع انت وصلت الى اللفت عرفت قال اي نعم وصلنا ولكن وصلنا مبكرين هذا الترجمه الصحيحه انه روجر استعجل اصلا اي لا يعني احنا جينا مبكر لأن نبغى المرض يوصل بعد 22 سنه لانهم سمعوا وحوش البحر يوم جاءوا عند اليوجن يقولون سيولد الملك وسيلتقي سنوات. الملك الملكان او الحاكمان اللي حاكم وحاكم الشمس جيكا الجوي بوي راح يلتقون وستضحك الحيتان، هي اللحظة اللي ظهر فيها لوفي برا بعد ما هزم طالعين عيال لاو طلع لابون لابون الحيتان كلهم طلعوا معاهم وشروشي كانت معاهم طلعت بعد. فكان هذا اللقاء المنتظر اللي متنبأ فيه انه سيلتقي الحاكمان وستضحك الحيتان بداية جزء آه. من النبوة دا بداية من جزء النبوة. فطالما انك انت جيت بدري ولهذا السبب انا اللي يقول لي شانكس خاين او شانكس ابي اقول شخص مو حمار يروح يسعى للون بيس ويعرف ان الون بيس مقدر لشخص إيه بس اخر بس في نظريات كثيره يعني مطروحه وقاعدين يدعموها بادله كثيره بس لا فعلا فعلا اللي قاعدين نشوفه شيء مختلف تماما exactly. بالضبط ايش كان السؤال؟ قول السؤال ثاني أه... هل رو... هل لوفي بيوصل في سن مبكره ولا لا؟ أي ما جاوبت انا عليه يعتبر فبالنسبه لي انا أه هو حيصل مبكرا لان الطريق ممهد له نعم أه روجر وصل قبله اكد له وجود لافتيل وخلى عنده حلم انه يصبح بس ترى حلمه الحقيقي ما كان انه يصير ملك القراصنه مين؟ لوفي مم. لانه يطرح حلمه الحقيقي حق اللي على ايس ما بعد حتى يطرح في الساحه سالفه ملك القراصنه بس في حلم لوفي مرتبط تحقيقه انه يصير ملك, ملك القراصنه قالها سابو يسبو او او سب قالها قالها أيه. حلم زي كذا ما راح تسوي الا لما تصير ملك القراصنه اكزاكتلي exactly. فهي مرتبطه عشان أه. كذا صار هدفه ملك القراصنه ملك القراصنه عشان احقق حلمي اي آه خلينا نشوف هو ايش بيسوي لنا فعموما انت مع انه لا لوفي بيوصل في سن مبكره لا محاله لانه الطريق ممهد له والامور طيبه بالضبط وبرضه يعني بناء على ذا الحوار اللي دخلنا فيه يعني هو يعني سالفه انه يعطيك تايم سكيب ثاني ووصل الشخصيات لهذه القوه حسه مستبعد يعني خلاص ممكن يكون في تغير شوية إيه يعني لو في هزم كايدو واحد من اليونكو خلاص خلاص ايش بقى خلاص وصل يعني فعلا آه واحدة من الأشياء اللي تكلمنا بس معني ممكن إضافة على نفس السؤال لأن كانت إيه في راسي زي تقوله أن روجر وصل للي وصل له بالهكي فقط نعم لوفي عنده نفس العزيمه ونفس قوه الهاكي اللي موجوده عند روجر بل اقوى لسه ما بعد يعني ما بعد تطلق بالكامل اقصد عنده المقومات كون انه فتى النبوه كون انه من الدي نعم. كون انه عنده قدره سماع كل شيء كل شيء اي فهو فعليا كل المقومات اللي موجوده عند روجر فل عنده, عنده. فول باكج بلس نيكا حاكم الشمس خلاص فخلاص يعني إيه اكثر من كذا فطبيعي انه يكون يوصل في المبكر. حلو حلو والله في نظريه هنا تخوف شويه وجيب. أيوة احب النظرية لا انا. يقول لك اودا دائما وعلى مدار قصه ون بيس يلمح لنا ان لوفي عمره قاعد يقصر. صحيح. عمره قاعد ينقص. صحيح. هل ممكن لوفي يقترب من الموت قبل تحقيق هدفه وفي نفس اللحظه لما يقترب من الموت لا يقرر يعطيها الخلود. أه انا انا لست مصر على ان الكاتب ما اظهر قدره الخلود وحتى حين انقاذ لا وانه ما يموت الفاكهه ما تروح انتيج ولا وحتى مسح طاقه محلية انه طاقه ما مسح بالكامل يعطيك فرصه اضافيه على انه ينضم لوفي يضحي عشان لوفي يعطي لوفي وهو مؤمن بلوفي وكون ان خصم لوفي في النهايه راح يكون ام سامة. اللي اوريدي عندها الخلود على الاغلب اذا عاش قبل مم. 800 سنه الكل اللي متفق على انه عاش من قبل 800 سنه بس ما اثبتت حتى الان في القصه فطبيعي ان لوفي ياخذ الخلود بس زي ما قلت انت يعني يفضل ما يأخذ الحين لأنه لو أخذ الحين وفاز على البلاك بيرد بسبب الخلود الناس اه ما فاز بعزيمته ما فاز بقوته فاز بفضل فاكهه لا فخليه يفوز على البلاك بيرد اول يثبت انه ملك القراصنه ولا قرب بيحقق الحلم اللي بعد الحلم الثاني مو حلم ملك القراصنه الحلم اللي اكبر الحلم اللي الكل منتظره اي عادي اعطى الخلود اعطى الخلود وخليه يحقق الحلم بس فكرة انه عطوا الخلود على اساس ما في امنا نحن نبحث عن جوي بوي ثاني <applause> والله خلاص جوي بوي يحكم العالم ويظل حاكم <applause> <applause> يمكن من ضمن النبأ ان الجوي بوي فعلا بياخذ الخلود بيحكم بيحكم العالم ل 1000 سنة اضافية ممكن ترى والله يا وارد والله وارد وفيه جزء اخر من نفس النظرية لوفي آه. راح يقترب من الموت وربما يمرض بنفس المرض اللي مرض به روجر ومين اللي ينقذه؟ شبر شبر الله عايز. يكون وصل ل الحلم حقه انه يوصل للعلاج اللي يشفيه او يشفي يحميه اي مرض ما له مرض ما له علاج ما له علاج اي, أي. مرض ما له مرض حلو طيب هذا دراجون ولد زيبك اوكي اللوك اللوك السلويت اللي يسمونه الشلوت هذا اللي اه اه اه, آه, 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 آه فينا. والله يطقطق بس انا قاله. ما احبه ما حبه. ما طقطق لانه في النهايه دراجون قال نظريه قويه شويه انت عارفها قارب زال صريح وقال لما صرح وقال آه هو ابني سوينا العيلة يعني مش ابن متبنى بنفس الاسم مانكي دي دراجو مانكي دي دراغار مانكي, مانكي دي لوفي فخلاص هو اللي أبني يقول لك انه ممكن زي ايس تخلى عن لقب زبك اي بس اخذ و... لقب امه واخذ لقب امه اي يعني قلت تخلى عن لقب زبك ياخذ جارب ليش؟ علشان ما يبغى يكون مو مش مفتخر في زبك كذا بيصير لوفي زبك عاد <applause> آه الناس صراحه تشوف لوفي يشبه دراجون ما في أي شبه يشبه من عيلتهم واحدة بس اه؟ <تصفيق> <تصفيق> العزيمه بس الاراده دراجون جارب لوفي ما في أي شبه بس عندهم نفس العزيمه نفس الاراده مم مم تشابه في العزيمه والاراده عموما النظريه نظريه مهزوزه ما ما, <applause> ما انا قاعد اجيب لك نظريات يعني طرحت في الانترنت مشهوره ترى دراجون ولد دراجون ولد زبد سمعت بها كذا اغلبها ترى عندي ردود عليها لاني سامع بها ترى آه بنرجع لزورو ايوه انا احب زورو صراحه يا اخي قوه زورو العضليه وعينه المغمضه المجهوله الى الان ما تحس انه اودا قاعد يوريك انه زورو مو شخصيه عاديه او انتين نش... زورو حتى ضربات سيوفه ويمكن انت ناقشتها معايا في بثنا الاخير قبل العيد ضرباته كلها من الش... من اسماء شياطين ايه ودحين ونيجيلي... ملك الجحيم وظهر عليه الريبر في المانجا آية. هو في المانجا باقي ما ظهرت في الانمي صح؟ لسه في الانمي لسه. ايوه ظهر عليه الريبر وبعدين عاش رجع للحياه. تحس انه في شيء مخبيه لنا زورو غير غير ال اوكي آه اول شيء سالفه عينه هي على اساس انه يطلع نسخه طبق الاصل من ريوما اللي هو السليل حقه. نعم. آه هو سليل ريوما اللي هو فهو... شفناه في ايه آه يعني حتى قالها كواماتسو انه كيف كذا نفس الشكل نفس الستاند نفس حتى العين انه نعم مفقوعه عين. فانا اشوف ان اللي فقع عينه هو ميهوك يعني اتوقع انه كان يدربه اي كان يدربون على انه تدريب فجاه زورو اخذته العزه بالاثم وضرب ضربه مره مره قويه واضطر اي فميهوك لا اراديا ردها يعني دفلكت وردها وهاجم كذا كانه يعني رغبه القتل تفعلت عنده لا اراديا حس بخطر من الشخص اللي هاجم عليه بيقتله ف لا اراديا تفعلت عنده قدره الرد طارت عين رزق. <applause> اوكي لانه هي فيها فعلا سلاش <applause> اي سلاش هي سلاش والعين طارت هذه وجهه نظري سالفه ان عين شيطانيه وتستيقظ وارده وارده أيوة وبقوه جدا جدا هذا لسه بكملها لك اي وارده ان قدره عين شيطان وتستيقظ بس وان الشيطان قطعها على اساس انه يقلل من قوته لان فيها تلميح على شيء في بليتش بعد تتابع بليتش ولا لسه؟ متابع بليتش ايه شخصية زاركي انه حاط الرقع آه الرجل العيفة نفس الفكرة كذا يعني فيها تشابه يعني فممكن غير قوته العضلية يا اخي ايه شوف زورو شوف زورو لما يرفع شوف انا اشوف انا طبعا في بدايتي فون بيس كان عندي امتعاض شديد على <applause> ايش الكذب هذا ايش الكذب بعدين بدي تستوعب يعني انه عالم اودا كذا فيه, فيه 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 من المبالغات الشيء الكثير <applause> بس في في سر في سر عجيب عند زورو متاكد بنكتشفه آه ممكن هذا اقول لك عشان كذا اقول لك لو الكاتب حطاه على العين انه هي شيطانيه وانه آه هذه قدره عنده ما راح استبعدها وبشوفها منطقيه جدا وراح اتقبلها جدا 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 حلو عدنا يا ابو ابراهيم حبيبي اخذنا بريك انا إبراهيم طلعنا كذا شفنا المطر من خلف آه. القزاز والله شيء جميل جلسنا نتامل كذا وافتكرنا بعد, ما خروعنا البرق بعدين قلت الراعي. المطر قال ايشبه قلت له المطر وان بيس في كل مكان يعني. طيب آه نخش على اللي بعده يقول لك لا هذه قرانا خلاص لا انا خلني اجل انا اخذ دور المقدم بسالك سؤال اسالني اسالني ايش قصه ال وان بيس هو اللي اختارك اوف اوف انا ما اقدر اتب ضيف لازم اخذ دور المقدم واحده في احد في احد البثوث سالوني قالوا لي يا وجيه واحد قال لي ماني فاكر السؤال بس قال قاعد احاول اقنع كل ما احاول اقنع احد يتابع ون بيس ما حد راضي يتابعه اه فانا طرحت فكره انه ون بيس هو اللي يختارك بمعنى انه انت في مرحله ما لازم تكون مستعد نفسيا ذهنيا بدنيا لاجل متابعه ون بيس ون بيس يقول لك تعال اذا وصلت, وصلت لهذه المرحلة, <applause> المرحله فهو اللي يختارك ون بيس ما انت, اللي انت انت انت, انت اختارك الون بيس او انت اخترت انك تتابع ون بيس من قد من زمان لا ما ظبطت لا ضبط انت يتهيأ لك ايوه الحين اختارك انت ما كنت مستعد وقتها ما كان مختارك انا برضه حذفته في 2003 ما كان مختار ما كان, مختارك <تصفيق> مختارك <تصفيق> ما كان <applause> انت ما كنت مستعد انت اصلا لو تابعت ون بيس في ذيك اللحظه في غير استعداد ده على فكره انا قطعته سنه سنتين ورجعت وتابعته على انه عمل كوميدي فعلا واستمتعت فيه وعادت حاجه في حاجه مهمه جدا هو بنوصل لها بعدين بس بما إنه طرحت منه يا الله اتاك اون تايتن على سبيل المثال جزء من جزء من هويه العمل السوداوية وال والدمويه دراما والعنف ون أيوة بيس نفس الشيء جزء من هويه ون بيس الهزليه والسخريه اذا أي انت في دراما وبرضه في لا أكشف. لا لا كله <applause> موجود بس جزء من هويه ون لا الأساسية يعني انا اتكلم ان هويه هجوم العمالقه ما ما جت لقطات كوميديه تكون مره خفيفه جدا و... جدا يعني... ومذكوره وبعضها حتى سام مع... من... كلها تطلع ما من ذاك كلها تطلع من ذاك شو اسمه دائما انسى اسمه ليفاي ل... 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 الاصلع اي كوني <applause> كوني كلها دائما تجي من من طرفه ومن طرف ساشا بالضبط فقليله جدا اللحظات الكوميديه فمثل ما اتاك اون تايتن عالم سوداوي وهذا جزء من هويته يعني حتى الناس الآن تفسر الدك أنه بغض النظر يعني إحنا مع الدك أو ضده هو جزء من هوية العمل الدك السوداوية الهزلية الكوميديا الاستهبال جزء من هوية ون بيس وزاد الكلام هذا صار واقع أكثر ومنطقي لما فهمنا إيش قصة فاكهة نيكا مبنية على الهزلية طلع كل ون بيس أصلاً كله ضحك بالضبط فموضوع الون بيس يختارك ما يختارك هو يعني حاجه يعني حزنية. بلاغيه قلتها بس اكتشفت انه الفيديو انتشر في كل مكان وكل شيء يجيني عليه هو ماشي. جميل يعني الكلمه كذا جميله يعني مؤثره انه لازم خلاص التعب. لا التعب. ما تبي لا تتابع خلاص ما اختارك ما انا ما اختارني زمان بس اختارني بعد 12 سنه شكرا ون بيس فهذه عندك سؤال ثاني استاذ ماجد؟ <applause> <applause> طيب تحمس اخذ دور الوظيفه آه خذ راحتك اي سؤال عندك ترى انا ماني احنا هنا اثنين جالسين نسولف ترى <applause> حبيبي الله اللهم اني انا مجهز اسئله وانت لا <applause> لا لا تطلع معي بسط الحلقه بعد <applause> حلو والله في سؤال جميل هنا من احد المشرفين حلو انا كان ودي اجيب الاسئله من المتابعين بس بتصير زحمه صحيح فجلست صحيح. مع سبعه مشرفين وعصرت احنا يوم جينا جاهز اسئله اودا كان نفس الشيء كذا مع المشرفين جاهزنا فسؤال يقول مين تتوقع يقتل تيتش في نهايه القصه هذا الجزء الاول من السؤال والجزء الثاني من السؤال واذا ما مات تيتش هل تعتقد ان لوفي وتيتش ممكن يتحدوا يوما ما تحت مظله الدي اه <applause> التنهيد هذه ايش حبا ولا حزنا غبنة 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 ايوه اه ها لا حول ولا قوة الا اوكي اولا آه تيتش اذا بيموت لن يكون عليه لوفي لان لوفي كاتب صرح بصريح العباره لن لا يقتل, يقتل الاعداء اه وان اساسا اللي هو يسوي فيهم أسوأ من القتل طيب كان انا قلت لو قتلت ما مات ويدنت نو صح خلينا نفترض انه مات مش لوفي اللي قتله البركان اي لوفي هزم حتى لو افترضنا فلوفي انا انا هزمتك وخفستك بسبع عرض جميل. اذا البركان انفجر فيك ومت انت مشكلتك, ومت مشكلتك <applause> مو مشكلتي مشكلتك <applause> هذا ما تدري يمكن فعلا بعد فتره يسبح كذا ويخرج بس لانه لانه كايدو اعلن انهزامه وشاف انه انهزم خلاص ممكن يهجد بالضبط فنجي للجزئيه هذه اللي هو البلاك بيرد لو فرضنا ان البلاك بيرد حيموت فاللي يكون حيقتله والحق بقتله آه لوفي طبعا بس لوفي ما راح يسويها فيكون بعد لوفي شانكس وان لم يكن شانكس احد آه احد سابو انتقاما لايس آه يعني انت لازم يكون في انتقام لشخص ما يعني وقت قتلته مم. لازم شخص يقول هذه بحق هذه بشسعنا علي كل ايش دخل معنا هذه <applause> يعني خلاص أنا هذه مقابل هذه فلوفي هو الاحق لان اخوه مات على يده ماركو ماركو ايضا وانا قلت لو ممكن يكون احد من طاقم آه وياجي ماركو يحق له يقتله ماركو احتمال يجي في الحرب الاخيره كونه جاء في حرب هاي لا لا ماركو جزء لا يتجزا آه من الحرب الاخيره لا محاله فبغض النظر ايا كان اللي بيقتله كلهم يصلحون ولكن اللي بيهزموا لازم يكون لو لوفي فيه. بيهزمه بعدين أي. بطريقه ما احد شخص ما يخلص عليه طيب أي. جزء ثاني من السؤال هل ممكن يتحد الدين؟ ايه عشان انا اخذت التنهيده قبل شوي في نظريه عند اخونا الغالي عبد الجليل الجهني مع احمد معاذ ديمو طرحها في القناه من زمان موجوده في القناه قبل اربع خمس سنوات ان مجال سير لو في نفس مجال سير تيتش اثنينهم الحظ معاهم. اثنينهم آه دخلوا السجن. اه اثنينهم نجوا من السجن بالحظ. اثنينهم التقوا في في الجزيره ذيك، اثنينهم كانوا بيطلعوا جزيره السماء واحد طار وواحد كمل. اثنين يعني كذا يلتقون أوكي يلتقون في عده اوكي مقدر لهم انهم يكونون نقيض ومقدر لهم إنه في النهايه يتحدون لاجل هزيمه ام سما. ان هم دي؟ لانهم من الدي. من الدي. اي أيوه. وانه يعني في النهايه راح تكون ام سما هي العدو المشترك. لهما كلاهما ويضطرون يقتلونا عشان يفوزون عليه. انا شخصيا وعاطفيا ومعنويا وحسيا وكل حاجه ضد هذا المبدا وهذه النظريه ما ابغى اشوفهم تحت مظله واحده ابدا نهائيا ولكن يعني تنبحاتها وافكارها وارده؟ وارده نعم للاسف وارده حلو السؤال اللي بعده يا ماجد تفضل السؤال اللي بعده انا انا اكره السؤال هذا الله يستر منك <applause> اكره السؤال انا خفت هل تتوقع انه شانكس لوفي ممكن يتصادموا؟ آه انا لو هذا الحدث بيصير انا ما ابغى اشوفه والله 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 يا عيب الشوم يعني انا ايش اقول؟ هنا اقول علمته الرمايه كل يوم فلما استد <applause> <وضره ورمال> <applause> يعني يعني آه هو فعليا لوفي تحدى شانكس منهم صغار شانكس قال له شانكس كبرت تحدي تحدي اخوان أي تحدي <applause> بالضبط قال له بجيب عشرة وباجي اهزمك وشنو؟ ولوف وشانكس عشان يشجع على كنت تقول ليش شانكس ما ضمه في الطاقم؟ يا يعني ضميتك في الطاقم ما تنين انا حطبت عزيمتك واصرارك انا باك تبني نفسك خليتك تابع لي، مم. انا ابيك تطلع انا كنت النبوه لازم انت تطلع مم. بنفسك وانت اللي تحقق الحلم هذا بنفسك عشان توصل لللافتيل لل... وتحقق حلمك وتصير ملك الغزة. بعدين اساسا شانكس ليش قال الكلام ذا كله؟ كان يقول وليش ضحى بيده عشان كان يقول حق ريلي راح عند ريلي مره في ما وش وجد طفل صغير قال نفس كلمات القبطان نعم. حقنا بالحرف آه الواحد في ارخبيل شبندي اي لما قال بالحرف الواحد يقصد ايش مو ساصبح لك روجر ما قصد لا, لا لا لا, الحلم اللي ما عرفناه اللي في حلقه 15 اللي ما عرفناه حتى الان في حلقه خمزة. فهذا الحلم سمعه شانكس بدري فاذا كذا قال هذا الشخص لازم ما يموت كونه اوريدي اكل الفاكهه انا خلاص قتلت عشان كون الفاكهه اصلا اختارته هذه بحد ذاته قاتلت عشان اسرق هذه الفاكهه من البحريه وضحيت بطاقة وكذا وجبتها لين عندك وخلتك تاكلها فأخرت تروح على سمكة تونة <applause> فما ب... ما بس ما بدش يصير فضحى بيده وفي من يقول انا لست من ايدين هذا القول ولكن هنالك من يقول ان شانكس تعمد يضحي بيده عشان يثير يعني شفقه لوفي او يخلي لوفي مش شفقته يعني حفيظته يعني يستثير انه يعني شانكس سوى ذا الشيء خسر يده عشان لازم اكون انا جدير بهذه التضحيه اكزاكتلي exactly. كذا من هذا القبيل بهذا النوع بس فعليا شانكس ما اعطاه القبعه الا عندما صرح بالحلم لا الحلم صرح فيه من زمان واعطاه الفاكهه من زمان وضحى بيده من زمان بعد ما جلس في الجزيره يومين ثلاثة يومي ايام يومي اربع ايام وهو ماشي طالع يوم صرح لوفي اني انا راح اجمع طاقم قراصنه واجي اهزمك اعطاه القبعه الله شفت الترتيب انت ترى ترى حتى الان الى الان قاعد يتهرب منه شانكس ما يبغى يقابله اكزاكتلي <applause> حتى من هذا قال لسه ما دام هذا هاي لسه ما بعد باقي هو الحين هو عين شانكس يعرف انه اصبح قرصان عظيم يعني خلاص كونك هزمت كايدو انت قرصان عظيم كونك ايقظت الفاكهه انت قرصان عظيم انتهى الموضوع خلاص حتى تاهم. اعلنها شانكس وقتها قال انا الاوان لانتزاع الون بيس لا قبل لا يقول لي قال اقترب موعد لقائنا اول ما شاف البوستر البوستر حقنا مليار ونص وانه بدا يلقب اه لا المره الاولى ايه انت قبل يدخل عند كايدو قبل يدخل عند كايدو اي, اي ف شانكس نفسه عارف ان لوفي جاي ماشي في حيصير حيصير وشانك لوفي ايش قال؟ قال راح امسح بوجه ال 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 اربع الارض بس خلو شاكس اخر واحد هو قال صرح انا شخصيا لما كان معلاوي في بانكازارد صح؟ ايه انا شخصيا ضد هذه هذا الموضوع لاني قاعد انا افترضت نظريه خايسه ومقرفه وتزعل وبتزعلك حاليا وبتزعل بعض المتابعين بس انا اسف عشان ما يصير هذا السيناريو اللي انت تتكلم عنه حاليا انا افترضت يا رب ما يصير تيتش راح يقتل شانكس قادرا عشان لا شانكس يقاتل لوفي <applause> اوه اوه <تصفيق> نعم <م -م. تصفيق> الا يعني يصطدم تيتش وشانكس في معركه ويصير لوفي عنده انتقامين الحين انتقام أي. من إيس اكاينو وشانكس. وانتقام من ش... من لا يعني ينتقم من تيتش على ايس أنك قبضت عليه وسلمته هو أكاينو ما هو انتقام برضه لي okay. أكاينو جاي جاي لما تجي المعركة النهائية يعني. ضد حكومة العالم أنت بحرية أدميرال البحرية فأنا بصطدم معك بصطدم معك في النهاية بس قبلها على على الون بيس على اللافتيل الجزيرة الأخيرة آه إذا جينا نتقاتل لازم أنا أصطدم مع تيتش فتيتش ما راح يكون صدامي معه بس مجرد أنه اعتقل إيش وسلمه للبحرية لأنه حاقد عليه آه. هو ترى حاقد على تيتش لان من يومنا في الامبل داون حاقد دا عليه بعدين جيمبي قال له دعه الان مو عندي الوقت تضيع وقتنا عليه خلينا نروح ننقذ اخوك بعدين تعال فيوم في سمع اسمه بعد سنتين عور قلبه كذا قال تيتش الحقير كذا يبي يعني اكاينو حتى بعد الجار حقه آلم لانه هو اللي قتل اخوه فانتقامه من اكاينو حاصل حاصل لا محاله نعم متص... ولازم لوفي يجلد اكاينو عشان يتصل بس انتقام هل تتوقع انه لوفي يكسر قاعده انه يقتل اعدائه مع اكاينو؟ لا مع كان ولا مع تيتش ما راح يقتل اعدائه؟ اي لانه فعليا لما انا اهزم انا ما راح ارتاح الا لما اشوفه كاينو ميت حيموت بس مو على بس مش على يد لوفي؟ او يصير له زي ما صار مع كايدو يعني يلوفي يهزمه بسبب وبعدين هو يطيح في الماي ويغرق يموت يطيح <applause> <م> <applause> ما برتاح الا لما اشوفه مخروم دونات <applause> والله يبي له بعد اللي سواه في ايس وسواه في كايدو بس شوف يعني اكاينو أكاينو يعني في تعريف كتابة الشخصيات شخصية قوية، شخصية قوية وعدالته، مبادئه، أنا زمان كان عندي يعني كان عندي كذا فكرة أنه الشخصية إذا مبادئها ما تحكمها الأخلاق الخيرة ما أسميها مبادئ <applause> بعدين لا الموضوع مش بالطريقه دي يعني وهذا نرجع لموضوع اني اقول لك قناعاتك تتغير مع فهمك برضو حت برضه حتى في البحريه في عداله بيضاء في عداله رماديه في عداله كسوله عند اكاينو وفي عدالة, نعم. عداله لا الكسوله عند اوكيجي اوكيجي عفوا وفي عداله مبهمه عند كيزارو كيزارو والعداله ايش يسموها؟ السوداء او المطلقه المطلقه عند اكاينو اي انا اسميها السوداء بس في القصه يسمونها المطلقه ايه العدالة المطلقة، لاني انا على الكل العدالة بيقتل... المطلقة كان بيقتل يقصد... كوبي عشان يعني نعم. حكم العدالة عدالة عدالة انت بتوقف تطير قتل الطريق. المواطنين وهارا كلهم عشان العدالة نعم نعم هذا 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 مو عادل حلو فانت يعني تتمنى ان شاء الله انه ما يحصل... ما يحصل التصادم من نعم. شانكس ولكن و... للاسف صديقي وارد. اللي كان المفروض موجود معي محمد النعامي نعم. هو من توقع الاصطدام هو من مراهن على الاصطدام والله وارد والله وارد للاسف وارد انا اقول يا رب ما يصير يا رب آمين يا رب ما يصير من بؤك لباب يا رب <applause> طودا طيب تكفى يا, يا الله يخليك بيكون شيء تدري ايش اللي بيخلي الحدث مؤلم اكثر؟ ايش؟ انه لوفي مستحيل يهزم طبعا يعني في نهايه القصه اي, أي ما ينفع ما ينفع ولا ما ينفع ابغى شانكس يهزم يهزم, يهزم وعلى يد مين؟ على يد لوفي يعني علمته لا فان شاء الله انه ما يحصل ذا طيب في سؤال جميل برضه اعطيني يقول لك هل تعتقد ان الدي قسمين؟ يعني في نظريه تقول انه الدي انا برضو من الناس اللي تبنوا ذي النظريه بس اكتشفت ان امه الاله لا تكلموا فيها انه الدي قسمين قسم يمثل الخير وقسم يمثل الشر مثل ما في اراده روجر قرصان ولكنه انسان انسان جيد ولا يظلم ولا ي... يعني اصلا ما في تقدر يقدر يعترض على النظريه ذي ايوه ليش؟ وجود أه، مارشال دي, دي تيتش اثبات بس ممكن يقول لك هذا حاله شاذه طيب دي زبك بالضبط روكس قادر الروكس دي برضو هذا اثبات ثاني فنجي على نظريه محمد الاصليه ان ام سما اصلا من الدي بس من دي فرع الأشرار. الاشرار اي وهي موجوده اصلا وشغاله على الموضوع هذا من قبل 800 سنه مم. هي من اسقطت المملكه المزدهره اليوم اصلا من الدي بس هي كانت منهم وخانتهم بس ايش اللي بيخلي الموضوع مثير للاهتمام انه ايم سما من الدي؟ ااا آه عند محمد تحس انها بتخدم القصه؟ اي يعني عند محمد يقول أنه آه ااا جاب حتى الاسطوره حقتها والله ما تحضرني حاليا دي دي, دي دنان دي قصدك؟ لا 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 آه خل خلها نظريه الدي اسطوره الدي آه انا أتكلم عن نظريه اسطوره إم سما انها مورجانا ااا آه ساح مو ساحره من الدرويد من الدي حرف الدي درويد وانها كانت تخدم مملكه وغدرت فيهم والله ما تحضرني ما تذك ما اذكرها كامل حاليا لان محمد جابها بالتفصيل ممل بال يعني خلاصتها بالصورة. فكرتها كذا جوهر فكرتها إن هي كانت مع مملكه كانت مره مره قويه وغدرت فيهم وقلبت عليهم وكانت المملكه المزدهره اي وتنبأت بدمارهم وشيء زي كذا وجابت فيهم العيد يعني عم. وهي اللي ماسكت المملكه الجديده اللي اسقطتهم يعني جميل حكمت ولها اخت ولها مدري ايش ونظريته مره مره والله فيها تفصيل ممل يعني فيها تفاصيل قوية ممل <تصفيق> 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 جميل, جميل فانت يعني هذا لا شك فيه انه قد يكونوا قسمين لا نعم, محالة نعم انا اشوفها اثبتت انهم قسمين عندي نظرية ثانية تقول انه دي وديشانك ودي شانك أو دي تيتش ما هم من الدي اصلا ويدعون انهم من الدي لغرض انه يلفتون او يخدمون مصالح معينة لا اعتقد لانه لأن احس انه الدي كذا من داخلي انا الكلام ذا كنت اقوله زمان بس الحين انا مقتنع انهم قد يكونوا قسمين وقد يكونوا لا فعلا فيه في يعني زيف في الموضوع لكن ممكن انه تيتش يقول لك هم الدي هم الدي هم مو تيتش زبك زبك من قبله انه الدي هم اعداء آه الالهه انا خليني ادعي اني من الدي علشان ايش؟ حاول شوف هي ممكن تكون وارده لو لا آه، كلام روجر مع اللحية البيضاء نعم قال له انت مش الشخص اللي يبحث عنه آه، روجر. لا انا اتكلم اي كلام ان ان اللحيه البيضاء سال روجر عن الدي وجاوبه بالتفصيل الممل فهو يعرف انه في شخص من الدي معين. عنده في ويعرف مواصفاته فهو يدري ذم من الدي يعرف انه بتيجي من بس قال بس مو انت لست انت من ينتظره روجر لانه المواصفات اللي قالها روجر بعيده كل البعد عنك يا ابو مزاك. سنون مكسر <applause> يا, أبو <كرش>. <تصفيق> <تصفيق> يا ابو كرش يا ابو كرش يا ابو ثلاث ارواح يا ابو ثلاث قلوب انا ودي نسولف عن موضوع الثلاث ارواح بس حلب الموضوع كثير اي اي, أي تكلم فحرص. عنه كثير يعني طيب حلو والله في سؤال جميل طرحه برضو احد المشرفين يقول لو لوفي ما كان موجود هو سؤال فرضي مين تحس انه يستحق فاكهه نيكا. شانكس داخل القصه نعم هو شانكس او ايس هذا الحقيقه. آه, اه ايس اي بس آه إيس. طبعا قبل ان يموت يعني نتكلم عن ايس هو ولد روجر من الدي شانكس ما ندري اذا هو من الدي ولا لا ترى على فكره ما ظهر مم. الى الان ما ندري هو ما ندري هو من اين يعني بس آه الاغلب آه 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 آه. يقولون انه تنين سماوي او على الاقل من العوائل النبيله. آه ترى ما استبعد او استغرب إنه واحد احد العوائل النبيله من الدي برضو أنا زي ما قلت ممكن حتى ام سما من الدي آه لا ننسى ان دوفلامينجو صاحب هكي ملكي قوي برضو من عائله ملكيه من العوائل السماويه فطبيعي انه يكون شخص منهم يعني ما هو بصعب ولا هو بغلط يعني بس لهذا السبب قدره سماع كل شيء اتوقع ما تطلع الا عند الدي وعند المختارين من الدي اللي هو لوفي و ومونوسكي وشله وانو مومونوسكي آه اللي هم الكوزكي عندهم نفس القدرة بس اتوقع عندهم القدرة على امر اي هذا شيء ثاني اضافي أيه اللي, اللي هم يامروزنيشا بسبب دماءهم انهم من قبيلة الكوزكي مم حلو والله شوف هل احنا قدرنا هل هل احداث قصة ون بيس هل احنا قادرين نبني نظرية ولو بسيطة عن سبب قتال شانكس وتيتش؟ هل في احد قدر يبني ماضي المستقبل سبب قتالهم القديم والجرح الجرح, مم. انا الحين بالموت بعد الاحداث الاخيره بدي قدرت احصي الفتره الزمنيه لأنه انه قبل 13 سنه يوم يجي شانكس عند لوفي كان مخدوش وشعار السفينه خدش مم. انتهينا كان عندنا اعدام روجر هل هو مخدوش في اعدام روجر ولا لا؟ بانت الحين في ذكريات باقي موجودة هو خدش. في ذكريات باقي لا مو موجود الجرح ايوه شفنا وجهه بس ما في جرح من قبل آه كان يورينا عين واحده نفس اللي صار نفس حركه الجرس ايه يورينا عين واحده فالحين لاول مره في هذه الذكريات ورانا اللقطه وشانكس ما عنده جرح ما جانب. عنده جرح معناته ما كان وهو صغير ما صار بينهم القتال exactly. معناته بعد ما اسس لانه بعد اعدام روجر اسس طاقم قراصنته شانكس مم. بعد ما اعدم روجر قال حق باقي انضم لي وراح اسس طاقم قراصنته ويوم يجي عند ياسوب ياخذوا ما جابوا ما جابوا عينه مم. فما نقدر نجذب ولا جاب حتى سفينته خلى سفينته بعيد جاب جاب, جاب قارب صغير ايه. سفينته كانت بعيده ايه. فما نقدر نشوف الشعار ما نقدر نحكم ما نقدر نشوف اي شيء فالفتره الزمنيه هي ما بين اعدام روجر قبل 13 24 سنه الى قبل نيجي عند لوفي ب 13 سنه خلينا نقول يعني اكيد انه مو قبل سنه سنتين لان الجرح مبين اثره خلاص ثابت والشعار موجود مم. على السفينه فنقدر نقدم بعد 14 سنه على الاقل، ففي فترة 10 سنوات ما بين 24 سنه قبل 24 سنه الى قبل 14 سنه. في الفترة الزمنية ذي في العشر سنوات هذه من اسس طاقمه الين ما جاء عند لوفي تم تمت المعركة وصار الجرح. طيب إيش لماذا يهنج السؤال؟ أنا أنا قلت لك أنا كنت أيوة طول الفترة يعني. أنه بيحكي الفترة الزمنية. مم. لماذا شانكس وتو مؤسس طاقم قرصنته يروح يصطدم مع قرصنة اللحية البيضاء ينكو لماذا؟ ما في أي سبب منطقي. يعني حتى الفاكهه اللي نيكا اللي يروح يصع لها كانت عند البحريه ما كانت عند القراصنه لماذا انت كانت عند حكومه سفينه اي إيه عند سفينه العالم. حكومه العالم عند سي بي بي نعم. زيرو سي بي عفوا هذاك اللي اسمه هو هوز هو ايه فلماذا يروح شخص قتل كبير ما في اي ما سبب ما منطقي ما انا ما انا طرحت السؤال قلت يمكن في ما في. انا ما قد سمعت اي سؤال يعني اللي يقول لك ها هل ممكن يكون فاكهه نيكا السبب؟ لا لانه اخذها منين هنا وراح على لوفي منين على طول واتيتش مو مهتم في فاكهه هو يبي فاكهه يامي 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 الظلام ما 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 راح نقدر نبني اي سيناريو ليه ما يطلع عوده ما تقدر تحكم فيه شيء غريب شيء غريب وانا متاكد انه السبب بيكون سبب مع العلم ان ان اوريدي ملاحظ تيتش ومنتبه له من يوم انهم كانوا إيه آه من يوم كان يقول هذا ما ينام قال له باقي قال له هذا وتدري مش قال له ما ينام لا ولا باقي اللي قال له ذا ما باقي ينام باقي اللي قاله إلا قام قال بس هو لاحظه من ذيك الفتره يعني والله انا ماني عارف ذاك الورع الصغير ايش اللي خلى اللحيه البيضة يضمه وجهه يا اخي وجهك يا اخي وجهه ما يطمن ليش تضموا يا اللحيه البيضاء الله المستعان؟ لانه كان كان يتعاطف مع الايتام لانه هو يتيم، اللحيه البيضاء طيب مره 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 كيتيم اقولها بسياق كوميدي يعني انا <applause> <م> <applause> وجهك يا اخي وجهك <applause> واضح انه يقدر فيك ويقتلك ويقتلك كبر واضح <applause> طيب في اخر سؤال وبعدين بنخش على الاسئله العامه الله يا متابعين المانجا والاسئله العامه بسيطه بنخلصها بسرعه حبيبي لا عايز خذ راحتك ايقاظ لاو الغريب جدا ارجوك ساعدني في فهمه اذا أوكي. انت قدرت تفهمه اصلا هو هو الكاتب أعطانا كل التفاصيل شوف قالوا لكم من قبل شرحوا ان القاضي يعطيك عده قدرات مو قدره واحده ولا قدرتين عده قدرات بس احنا عشان من نبني هنتين. لازم نفهم اول شيء انه قدره لاو الغرفه غرفة اي شيء يصير جوه الغرفه ايوه لما تقول اوكيجي يخلي كل شيء ثلج لما تقول دوفلامينجو يخلي كل شيء خيوط طيب لاو ايش يسوي يخلي كل شيء غرفه ات دازنت ميك سنس لا هو 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 يسمى يعني غرفه الروم روم غرفه عملياته اي غرفه العمليات بس هو قدرته اوبي اوبي نومي اللي الجراحيه داخل غرفه العمليات الجراحيه في المشرط اللي هو قاعد يستخدم الابرة في الانجكشن الأعضاء في نقل الاعضاء في نقل الاعضاء للشامبلز في اللي وهلم يعني وهكذا احد اللي, اللي هو سواه شغلتين جدد في النقاط الري روم والكروم ري روم ولا اه اي ايه الري روم اللي هي اللي يوم صمت المكان صامت وحط فيه في ال اي هذه الغرفه عباره عن سوى الغرفه الغرفه معزوله بس معزولة من فكره كرزون صح؟ اي بس هي معزوله يعني زي ما تقول الصوت ينتقل عبر الهواء وكذا حيز فاذا ما في حيز في الغرفه ما عاد في صوت حلو فهذه القدره اللي سواها في البيج بوم انه يعزل صوتها عشان ما تقدر تامر ارواحها يا سلام فهذه الكاروم او الكيروم هو عباره عن شيء يسوونه في غرفه العمليات ايضا يلبسون الادوات الجراحيه الزنك او شيء زي كذا فتصير مره مره حاده اكثر تخترق اكثر وتقدر تتحكم بحجمها فهو ايقاظه كان انه بدل من يحط الروم على الحيز الفاضي حطه على السيف حطه على السيف فصار السيف يقدر يتحكم فيه مطه يكبروا رجل كم حفر حفر أي حفر exactly. حفره حفر من بدايه exactly. الين أنا حين يعني زي ما الحين خذ خذ بالمقابل ايقاظ يستسكد آه يستسكد كان يقاض جسمه مغناطيس اسوي آه اجذب اي شيء اجذب او ربال آه اي آه. فهو, فهو قانون السالب والموجب في المغناطيس هذا exactly. قدرته فيوم صار الايقاظ عنده ايش سوى؟ صار يقدر يحط العلامه دي اساين يخلي الجذب او الريبل عليك انت اي عليك انت يا يعطيك موم. انت العم... يعطيك انت الجزئيه ذي الخاصيه ذي في المغناطيس اما انك تنجذب او تندفع أي أيوة فالايقاظ صار مو بس علي انا وفي جسمي انا الايقاظ صار على كل شيء فحين نفس الشيء ااا آه... آه... لاو الايقاظ بدل ما كان على غرفه انا اتحكم في حجمها اصغرها اكبرها صار الايقاظ حين اقدر انا احطه على اي شيء واقدر استخدم قدرات اضافيه في الايقاظ مثل عزل الصوت حلو الروم صارت على السيف على المشرط على يده على اللي يعني. التفسير هذا طبعا يعني من عندي ما ما ايوه بس انه بس انه فعلا ترى يعني منطقي منطقي الشيء منطق. لانه ترى يعني حتى نفتكر الحدث لما جاء حاولت افهم واللي في الشات قاموا يهبدوا اللي يقول لك هو نقل الروم للسيف ويتش ميك سنس بعد ما قلت انت آه. واللي قال لك لا هو باي شيء جوه الروم اي بس براهن. هو ما سوى روم ايوه على المكان سوى أيوة روم على السيف ايوه فا اوكي اوكي بس نورتني والله الله ينور عليك الله, الله ينور عليك يا ابو ابراهيم حاضرين في الخدمه وبكذا يا ابو ابراهيم نكون خلصنا الجزئيه الخاصه بنقاش المانجا نعم الان في هذه اللحظه المفروض نحط تيكن ويبدا نقاش الأسئلة العامه واسئله يعني ان شاء الله اننا ما بنطول فيها نتشرف فيها خفيفه ظريفه لطيفه حبيبه <applause> ان شاء الله نعم السؤال الاول اول حاجه قول لي بكل شفافيه ايش رايك في حلقه زورو كينغ؟ الله انتاجا آه. قتالا اداء يا اخي يعني دائما تجينا حلقات نقول هذه الحلقه فوق فوق التقييم او تقييمها ون بيس على ون بيس او تقييمها شيء يعني أودة من أودة, أودة من اودا لما تيجي حلقه زي كذا تخليك تنسى كل الحلقات السيئه اللي قبل نتكلم الفيلر، التمطيط وهذا تقول اوكي عادي مطط قبل، سوي اللي تبي قبل، طالما انك بتعطيني حلقات بهذا المستوى أخ انا راضي، أخ انا راضي، لانه والله العظيم لوحات فنيه، <applause> لوحات فنيه فريمات خرجت من ذي الحلقه يا الله خلي الفريمات يقولك لك يقول لك قدروا يدمجون 40 آه كاب آه كابتيشن او شيء زي كذا في 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 فريم في ثانيه واحده يعني شيء ما قد صار من قبل يعني يعني حطوا كل قوتهم الاخراجيه والتحريك في هذه الحلقه كان في رساله مهمه ما ادري اذا انتبهت له ولا لا انا احب المعكرونه انا احب المعكرونه <applause> الرساله مهمه تحس بوده يلعب الميتر هذا والله مو <applause> سأله سالوه سالوه <applause> قال لي وانا حطيته و... ما, ما توقعت احد يصيده انا احب المكرونه طيب اختار شيء ثاني انا احب لوفي مثلا <applause> الفكره ان انا كاتبها بنفس لون النار نفس الافكت كذا بس أي جابوها الفاضيين أي جابوها, أي جابوها لا مو فاضين الناس اللي مستمتعين وقاعدين يمشون كذا انا مشيت فريم فريم في البث اي بس ما بتقدر طيب طيب لا لا مستحيل تدري انه حتى بالحكي الملكي خلوه يخط اسمه زورو ايه لقطه لقطه رهيبي ابداع طيب أبدأ والله والله ابداع طيب حلقه عشرة من عشرة ما فيها كلام أي قتالا آه خراجاً, خراجاً تحريكاً تحريكا كل حاجه بيرفكت ولكن السؤال اللي ممكن يعني يسبب شوية مشاكل أحب المشاكل أيه. حلقة 1015 قدمت حدث عادي ولكن بإنتاج ضخم. إيش رأيك في الكلام هذا؟ مين يقول الكلام هذا؟ كثيرين يقولوا أنا من بعد 1084 حاليا أنا واحد من الناس اللي يقول حلقة 1015 قدمت حدث جيد ولكن أخ... ضخامة الحلقة كانت في الإنتاج عشان أنا لا أتلخبط هذه الحلقة اللي لوفي اللي آه لوفي راح عند روجر وقال انا سوف وما قص ما كملوها هنا اي عن... راح عند كايدو يا اخي اللي كانت اللقطة اللي ظهر و... فيها روجر ولوفي ياما تو في نهايتها راح وقا... وظهرت بيج مام وكايدو ولوفي داخل عندهم اي بس هو اي هل بس انت بس انا لا اتلخبط احط في راسي لا 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 حل... السؤال يقول في ناس كثير يتفقوا مع وجهة النظر هذه اللي انا قلتها من ضمنهم تدري مين؟ مين؟ محمد النعام شو يقول؟ حلقة 1015 قدمت حدث جيد حدث ممتاز بس ضخامة وقوة الحلقة كانت انتاجيا يعني لو تم انتاج الحلقة بأسلوب نفس أسلوب الحلقات الماضية فوانو ما سوت الضجة دي كلها لا ما ما اتفق معك هي أوكي. هي ضجتها ضجتها من قوة الحدث اللي سالفة الحلم حق كلوفي بس حلم لوفي اوريدي احنا عارفين انه نفس حلم روجر ما استفدنا شيء إيه ما ظهرت جديد. المعلومه الطريقه هذه بالاخراج هذا يعني أيوة. انت شفت المانجا انت شفت المانغا الحدث ذا في المانجا اه اه لا انا كنا اقرا في المانجا اه ما كانت قويه زي ما ظهرت هنا شكرا لك اي فانت عين لما تيجي تقول انها قوتها في الاخراج انت قاعد تمدح الاخراج وانا ما ضد الاخراج بالضبط اي اه بس الـ الـ المصيبه هنا وين؟ ان المنافسه حاليا صايره ما بين فان زورو اللي يشوفون الحلقه ذي افضل شيء وفانز لوفي اللي يشوفون الحلقه ذيك افضل شيء فهمت علي ولا فهم؟ هذا اللي مسبب مشاكل من وجهه نظري انا مم. مستمتع بالثنتين ولكن لان اللقطات حق زورو فيها لقطات اخراجيه اي اي, اي اي انا عارف بس بح. لان لقطات زورو فيها اخراجيا وتحريكيا وصوتيا واثرات افضل وحدث, وحدث قوي الحدث اقوى نعم زورو يهزم اه. كينج نعم على عكس في نفس الوقت مجرد في ظهور اكتشفنا قدام. موضوع لوناريا واكتشفنا فلاش باك كينج كايدو هي الاحداث هي الاحداث انا اتكلم انه حلقه 1015 قدمت حدث جيد ممتاز جميل أي. بس روعه الحلقه روعه 1015 كانت انتاجيا عكس حلقه 1000 وكم؟ 1084 ثمانيو... 1084 صح 1084 قدمت حدث قوي بانتاج ضخم انا 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 يعني بالنسبه لي شيل الانتاج من الثنتين مش اللي بيطلع احسن زورو حدث زورو كينج طيب من انا من ناحيه انه قدم انا بالانتاج شيء او بدون انتاج برضه انا اقول زورو ايوه طيب <applause> فخلاص يعني فعليا الحلقه ذيك هي عظيمه مم. بس يعتبر ثاني اعظم شيء لان ذي الحلقه اعظم منها صراحه بالنسبه لي انا حلو. هل انت ترى ان 1015 اعظم من حلقه 1080؟ لا لا اخراجيا ولا اخراجيا حلقة 1015 رائعة ممتعة بصريا تتفرجها مرة ونص بس ما توصل لمستوى 1084 لا وحتى كحدث ما توصل 84 بالضبط لان لما تتكلم في حلقة زورو وكينج اول حاجة ملك الجحيم حدث ابن 66 حدث أه. هزيمة كينج بواسطة زورو حدث ابن 66 حدث ذكريات كينج عن كايدو ماضي كينج وكايدو حدث ابن 66 حدث اظهار نوع العلاقه والتقدير والتبجيل اللي بين لوفي زورو وكايدو كايدو حدث عظيم جدا فهذه الحلقه انا اشوف انها تفوقت على 1015 بمراحل من ناحيه الحدث وهذا الابداع يعني انا بدون ان احرق على متابعين الانمي حولنا على الانمي انا اشوف انه قدام حتجي حلقات بدون أن اقول ايش راح تحرر تتفوق على ذي اخراجيا وصوتيا وكل حاجه اتوقع ما ادري يمكن يمكن في حدث معين سبويلر ما بنقول ايش الحدث في حدث معين يقولون لهم له سبع شهور شغالين عليه ويستاهل يستاهل بس <applause> انا <applause> ما اللي ظهر صرحكم لا ظهر نعم نعم لا, لا 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 بيكون 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 ضخم انتاجيا وممكن يكون بجوده افلام ان شاء الله ما فيها كلام باذن الله لا اساسا في شركه افلام شغاله عليه <applause> يعني تعال على السؤال اللي بيسوي لنا مشاكل نحب المشاكل السؤال هذا ساله صاحب أحمد أخويا لي لما عرف إني بجلس معاكم. حبيبي. وهو متحية مت... لأخوك أحمد وتحية لصاحبه. <applause> حبيبي، وصلت عيال؟ هيا شوفوا <applause> آه صاحبي هو هو من الناس اللي يحب ون بيس بس يكره الهزلية وكثرة الاقتباس في ون بيس، بالنسبة لي أنا أشوف الاقتباسات وتوظيفها من أودا حاجة عظيمة جدا، ولكن يقول بقرأ لك كلامه. ون بيس عبارة عن اقتباسات من ميثولوجيا وقصص وشخصيات تاريخية. من منظور اخر اودا قاعد يسرق افكاره ويعيد صياغتها بطريقته السؤال يطرح نفسه اذا الموضوع سهل يلا تفضل اكتب لا مو انت مو انت خلي هو هو ممكن هو مو كاتب هذا ليش البقيه ما يقدروا يسووا زيه؟ ليش ما حد قدر ينجح ويحقق نفس النجاح؟ يعني اذا الموضوع ايزي لها الدرجة بس جيب ميثولوجيا اقتبس منها وعدل وسوي قصتك ويلا اضبط لا وحط في بالك اودا ترى مو قاعد يقتبسها وناس خلاص هذا جاي أرد هذه الردود كلها إيه. بس انا الحين نبدا الرد الاول يا سلام لأن اذا تشوف ان الموضوع سو ايزي ولا وحين ما شاء الله يعني اودا مدخل ملايين من وراء اي ملايين قل مليارات مدخل من وراء هذه الشغله ما انها بسيطه خلك انت انت مو كاتب يا احمد او اخوك صعب احمد او يا اللي سال السؤال <applause> انت مو كاتب ولا لك يعني في ذا المجال بقيه الكتاب وراهم ما سووا ذا الشيء ليش ما اقتبسوا بكل سهوله زيه لان الصعوبه مو انك تقتبس الاقتباس سهل الصعوبه كيف تقتبس مين تقتبس كيف تحط اقتباس داخل القصه بحيث انك ما تخرب قصتك يا سلام وت وتخلي الاقتباس يخدم قصتك يا سلام هنا أعطيه. هنا الابداع، أعطيه الابداع أعطيه اللي مار. عند اودا ما هو بشيء سهل ولا اي احد يقدر يسويه لانه لو اي احد يقدر يسويه شيء سهل كان الكتاب هذين اللي موجودين في اليابان ايش كثرهم هم عدوا غلط سووا قلدوا ونجحوا ودخلوا مليارات من وراها ما دامنا الشغله بسيطه وسهله فهذا اول شغله، الشغله الثانيه اللي انت توك أودا ما عمره اقتبس كوبي بيست، ما عمره خذ نسخ لصق، لازم يضيف لمسة الخاصة، وإضافة اللمسة الخاصة ذي يبيلها فن وإبداع وإتقان بحيث إنك أنت ما تخرب الأسطورة، يعني أنا مثلاً تو كنت أتكلم قبل شوي عن ماذر كراميل في قسم الحرق مع إنه ما كان حرق بس يعني كنت أتكلم عنها. اه اقتباس ماذر كراميل من ماذر تريسا ما سوى شغلتين في الاقتباس، الاسم ماذر ولا ذي كارميل ولا ذي تريسا غير وسالفه انها نان اللبس فقط اللبس لغير اللي... ايه فقط لغير وانت المفروض انك تفهم انه يقتبس وله هدف من الاقتباس وكيف اللي يتكلم جوة القصه بشكل مختلف ايه. اقتباس بسيط والهدف فيه اسقاط اني انا اوصل لك رساله نعم. ابي رساله نعم. توصل لك فهمت علي نعم. يعني حتى ما في اقتباسات سياسية ما بتكلم عنها عشان تجينا مشاهدة لا 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 مالنا في السياسة ايه. مالنا بس هو ترى قاعد يسوي اسقاطات سياسية مجنونة ايه. مجنونة اجتماعية ايه. يعني موضوع العدالة بشكل عام ذا يعني الطبقية والعدالة وغيره وغيره يعني في رسائل م. مبطنة داخل القصة والله لو تقعد تحلل فيها فيديوهات تحتاج اقل شي 100 200 فيديو عشان تقدر تحلل كل الاسقاطات والاقتباسات اللي سواها جميل وإضافة على كلامك في معلومة ممكن ممكن يعني البعض يعرفها والبعض لا يعرفها ولكن بذكرها المخرج كوينتين ترنتينو أي تعرف كوينتين ترنتينو من أشهر مخرجين هوليوود ومن أكثر الناس اللي يعرفون يكتبون قصص بطريقة جدا جميلة تدري في أحد تصريحاته إيش قال قال أنا كل فيلم أتابعه أسرق منه أفكار الله يعني تخيل أنه أفلام ترنتينو كلها افكار مسروقة مسروقه ولكن شارد. وظفها بطريقة جانجو ان تشينج كل هذه مسروقه ووظفها بس هي الفكره زي ما انت قلت مش انك تسرق سهل انك تسرق ايش تسوي باللي سرقته؟ كيف توظفوه داخل قصتك؟ توظفه داخل قصتك؟ وصلك الجواب اه فكنا شر الذي اه لا ترى ترى يعني بس, سا... بس السؤال جميل 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 بس ترى جميل. ترى ترى على فكره اغلب كتاب ال مو بس المانجا ولا بس الانمي اتكلم حتى المسلسلات حتى الروايات هم قاعدين يقتبسون من بعض هم قاعدين يسرقون من بعض ما سمي سرقه طالما انك انت اقتبست ووظفته بطريقتك <applause> يعني انا الحين على سبيل المثال طالما انه بد... مش كوبي بيست خلاص بدون لا احرق انت, انت متابع أو... هنتر سنتر ولا لا يس شفت آه. ارك النمل يس في عمل كوري ما نبقى الاسم عشان لا احرق أنا المتابع ما قيل انه سرق الحدث النمل منها؟ من من هنتر انه سرق من هنتر لان الروايه المانوا قريبه. في نهايه المانوا او عفوا في نهايه الحدث حق المانوا هذه مم. ذكر الروايه الاصليه انه يعني هو حط اسم شخصيه داخل القصه وقال ترى اسم الشخصيه دي من الروايه الاصليه لمملكه النمل وحط القصه حقت مملكه النمل. انا هنا توني اكتشف ان في روايه قصه فعليه حقيقيه عن مملكة النمل رواية حقيقية ولا اودا اصلا مقتبس القصة فكرة ارك النمل منها اودا توغاشي عفوا توغاشي اخذ عقلنا اودا اخذ عقلنا توغاشي <تبأش> يا كاتب هذه 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 فانا كنت اظن ان الكاتب حق المال الذي سرق من توغاشي بينما اتضح انه لا توقشي مقتبس من الرواية وهذا الكاتب مقتبس من الرواية فما حد منهم سرق كلهم مقتبس من الرواية قروا اعجبوا بالفكرة واقتبسوها <تبأش> نفس الشيء في فيلم آه في فيلم فيلم كريستوفر نولن حق الاحلام اه انسبشن انسبشن فيلم انسبشن مقتبسه فكرته بنسبه كبيره من فيلم انمي <أنيمي> انمي آه، ياباني آه، آه، اسمها في في الفندق وكان اللقطه آه. اقتباسات كثيره كثيره من ايش كان الفيلم ايش كان الفيلم اه ما يحضرني ما يحضر. سويت فيديو كامل عنه في بين الاثنين لما ترجع للفكره الاصل فكره الاستيقاظ داخل الاحلام مطروحه من عصر افلاطون الله اكبر عليه طور فهي مو حق لاحد طورت إنك ايه. طورت كل واحد يحط عليها لمساته لين تطلع بفكرة خاصة بس اي بس, بس اللي اللي يزعل في فيلم انسبشن ان ان مشهد الفندق نفسه من الفيلم ومشهد هذا اللي زعل انت ايه. اقتبس بس مي اول مره يسوى هوليود ترى اي اول مره ايه رجل من ايام لاين كينغ وسيمبا اي اي اول مره ايه. عندك فيلم آه اكيرا في فيلم اسمه اكيرا اكيرة. أه أظن أه فيلم اسمه أكيرا لا اللي اللي, اللي آه بلو بلو مدري إيش أنت تابعت كروز آه آه إيج أوف تومورو؟ إي تدري إنها مانجا؟ مانجا مانجا مقتبس من مانجا اه يعني بشكل صريح ايه بشكل صريح آه اوكي قصه مانجا اصلا استغربت انه في جزء من الكتاب والله ما ادري هو انا قريب والله ماني فاكر في عمل دخلت على انا ما قريت المانجا على فكره بس في عمل, في عمل دخلت, دخلت على مرة. البيت على الملف تبعه في اي ام دي بي آه. بس ما ادري اذا هو ايج اوف تمور ولا بس لقيت كاتب ياباني جوا. ما ادري ممكن ممكن هو ما هو. حلو نروح للي بعده الدين اللي بعده اتاكون تايتن والفوضى اللي خلفها اتاكون تايتن وانقسام ما بعد الدين عشان يخلف وانقسام الشعب والجمهور الى قسمين ما بين مؤيد ومعارض لموضوع الدك اول حاجه انت من مؤيدين ولا معارضين الدك اا أه... اوكي برا القصه انا المشرفين قالوا لي اطرح على ذا السؤال بس حذره ما يحتاج لانه هو قال المانجا ممكن ايش يتفلت بزياده ما يحتاج لانه في فيديو لك وانت تحرق على محمد النعامي لا انا حرقت على محمد عن غير قصد ولما اكون لا غير وكنت غير في نفس الحادث يعني كان بيعرف بعد دقيقتين عادي اي يعني ما حركت عليه عادي عادي, عادي روح قول انسى انا اتحمس وانسى <applause> آه لا شوف هو أه فعليا برا القصه انا ضدك يس ما حد يرضى بمثل هذا الموقف انك انت تروح تنفي العالم كله كذا العيون دولتك العيون دولتك اوكي انت انصر دولتك يعني كنا نقول يعني سر على دولته كمان ما خلى احد يعني بتفهمني الدك ما صار في ضحايا خروجهم من دي الا في ضحايا ما توروني فانا ضد الدك ولكن داخل القصه انا مع ايرن ماني ضد ايرن فهمت الفكره؟ انت ترفض الدك ولكنك مع في داخل القصه مع المسار اللي راح له ايرن اي في داخل القصه ما في حل الا اللي قاعد يصير انت قصدك انه ما في اي سيناريو اخر ممكن يقترحه ما في حل هو جرب ايرن جرب طب كل السيناريو الرحمن. تبع زيك مو حلو انه انه يقتلهم قتل رهيب بالنسبه بالنسبه انا, أنا ماني قاعد اقول لك اني معاه او ضده بس إنو... انا ارد السيناريو اهون انا ارد هو اهون انا فعليا في المانجا يوم جاء مشاهد الدك وكانت ابشع حتى من الانمي شفت 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 شفت, في واحد جاب كانت تقول الله يخرب بيتك انا اسف اني قلت اني انا مع خطتك انا خلاص انا مع زيكي القتل راح يبقى ارحم منك قلت كذا بس هذا وقت لحظتها يعني م. بس لما تهدى شوي تفكر فيها طيب ايش سوي هو؟ هو حاول ارن حاول جاء لعندهم يعني قالوا له بنروح وراحوا حضروا المؤتمر وجاء وكلم رينر وسمع حاول بأبنى. حاول بكل الطرق أي. بس انه كونه راى المستقبل هذه بحد ذاتها قفلت ال اكزاكتلي exactly. هو يعني هو شايف انه هذا الحل الوحيد من ضمن ألف سيناريو سيناريو اي انت قصدك هذا الجزء اللي بتقوله exactly. وانه اوريدي هو يعني يوم يبكي قدام رمزي وخليل يعم يعني انقذهم انا ليش انقذه انقذه وانا بعد كم يوم بدعسه اخ ولا وقعد وفعليا قال ما راح انقذه بس في الاخير انقذه ما قدر يطلع نفسه انقذه مضطرب هو قال انا مضطرب مو بغض النظر كونه مضطرب يعني انت <applause> اذا انت فعلا على قولتهم خلاص تبي تخربها ليش تنقذه خلاص تبي تدعسه خلاص امشي بس لان لان <applause> شيء مكتوب <applause> عليه فصار راح له هو انقذه فعلا وبعدين يوم يقعد يبكي معاه كان هو مكبوت هو ما يبغى هذا الحل هو ما يبغى يدعسه بس او يبكي من حرق قلبه قلبه محروق انه انا في النهايه راح ادعس ذيلي كلهم الناس ذيلي كلهم غصبا عليهم كيف لان ما عندي خيار واحنا كمان لازم نفهم جزئيه مهمه العمالقه لعنه العملاق المهاجم عشرين ألف لعنه اكزاكتلي exactly. ترى مو سهل انه يكون عندك العملاق المهاجم ترى بلى والله صادق فكره انك تشوف المستقبل تشوف الغيب تشوف ال ف... فكرة انك انت اللي توسوس على ابوك أخ <applause> فكرة انك قاعد تلعب في الماضي والحاضر يا الله حاجة مرعبة والله حاجة مرعبة اقسم بالله انك قصة انا والله اتمنى 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 كل كل التمني وكل امل ان شاء الله انه النهاية تكون مرضية بالنسبة لي امين يا رب لانه في كثير من اصحابي من عليك منهم لا تسمع لا 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 مستحيل انا يعني انا, أنا دائما عندي وجهة نظري الخاصة اي انت احكم بنفسك بس إنه انا اقول لك بس بس الكلام هذا من كثر ما سوى ضجة وصل لي غصب عني انه نهايه اتاك تايتن نهايه جدا جدا يعني نسبه اللي ما رضيوا عنها اكثر بكثير شوف عن انا اللي أنا. انا بعطيك معلومه صادمه بدون لحرق بدون يس يوم انتهى العمل انا كنت مؤيد 100% للنهايه ومبسوط عليها جميل. بس في كثير من متابعين القناه معترضين وينتقدون ويقولون انها سيئه بلا بلا بلا, 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 لا بلا طبيعي بلا. طبيعي نزلت فيديو لاني انا كنت موقف الانطباعات اخر فصلين ما صرت اخر ثلاث فصول ما صرت لهم انطباعات. نزلت فيديو مدته ساعة ونص ساعه واربعين دقيقة ثلاث فصول مع الخاتمة مع الاضافة اللي سواها الاستديو المانجا لان فعليا في اضافة ست صفحات نزلت في المانجا نزلت مع المجلد ما نزلت مع الفصل, الفصل بعد النهاية؟ بق... كيف هو اساس سو... يزيدون مبيعات المجلد ال... الاخير م. اللي في اخر عشر فصول المجلة ما في الا الفصل الاخير بس. اوكي. ايه فالكل راه وقراها، طيب انا الحين بنزل اخر مجلد اللي فيه عشر فصول بس هجوم العمالقه ما معي عمل اخر. كيف اقنع الناس يشترونه؟ زيد عليه ترى في زياده ست صفحات. تكميله للقصه، انا متاكد ان الانمي بيختبسها. قصه ضروريه. ضروريه وتوضح واتوقع انهم بيختبسونها اكيد 100% طيب جميل. ايه ف ف انا انتظرت الزياده ونزلت الزياده ست صفحات. وشرحت بالتفصيل الممل في الفيديو حقي ساعة ونص أو ساعة واربعين دقيقة كل ما في جعبتي وكل ماذا في كثير من اللي كانوا معرضين النهاية مو متقبلين مو فاهمينها غيروا قناعاتهم ورضوا جميل أي مو هذه حلاوة المراجعات حلاوة التحليل اكزاكت exactly. لما أنا ندمت إني ترى أحيانا أحيانا لما تتابع مراجعة شخص تشوف الامور من وجهه نظره ينورك ترى على اشياء اكزاكتلي exactly. يخليك تشوف الاشياء فعلا انت طيب تبي كمتابع افلام بداياتي في الفيلم على قولتك انت بداياتك ما عجبك الفيلم، انا كان عاجبني الفيلم مم. اللي بقول لك انا عجبني وكنت متابع ثلاث مرات اربع مرات ولكنني لم افهم قصته يا سلام عليك اللي هو ايش؟ هذا اللي انا قاعد اقوله ذا ماتريكس نفس الشيء اقسم بالله ذا تابعته ثلاث مرات زمان ايوه السيزون الاول الجزء الاول الجزء الاول ثلاث من... سنوات هي. ما فهمتها الا قريب لا 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 زمان لا لا لانه متابعاتي له زمان اصلا لا انا متابعته قريب علشان الفيلم الاخير قلت استوعب ليه؟ احا والله الفيلم يا ولد ابعد من ما كنت اتخيل اكزاكتلي exactly. انا والعياذ بالله من كلمه انا ما ما عرفت ولا فهمتها فعليا دخلت منتدى حق افلام على صدف المراجعات وكان كاتب ذاك الوقت ايام 2005 2010 2007 ما ما في يوتيوب وكذا كل المراجعات والتحليلات في المنتديات ايه. مكسات فكان و... اي كان موضوع كبير ما اذكر والله شو اسم المنتدى قديم اه. اه فكان موضوع مره مره كبير ومطول يشرح فكره العالم الافتراضي وانه تراهم ياخذ اخذ الحبه طلع وان هذا ال... هذا العالم الحقيقي وانه انا يوم استوعبت وان هذا محاكاه فعلا اي يعقل اني انا قاعد اتابع الفيلم واشوف الاكشن ومبسوط عليه وانا زي المسبح الحمار ما نسيت الجوهر <applause> فيوم رجعت شفت الفيلم مره ثانيه وفهمت القصه بت... واو قعدت جبت محمد نعام وجبت مع ولد عمي ابو سلطان قعدت اشرح لهم نعم القصه وفرحان اكتشفت شيء يعني هذه بداياتي مع المراجعات ومتعتي في مراجعات الافلام اللي اخيرا لاول مره مراجعه فيلم غيرت نظرتي ومنظوري للفيلم بالضبط طبعا انا كنت حاب الفيلم وشايف ثلاث مرات قبل حتى افهم القصه لانه ماتريكس اصلا اكشن جميل اكزاكتلي <applause> الاكشن اللي فيه كان جميل بس انا ما كنت فاهم فحوى القصه في يوم جلس السيز الثاني وكملوا على الفحوة وانا قلت واو رايب. والثالث واو. الرابع الحمد لله ما شفته احسن انك ما شفته اي الكل يقول لي الحمد لله ما ما خلني ماشي ماشي. خلني احب اخلي خلاص شوف خليني احبه اخلي ذكرى في راسي جميله احسن كويس انا س... قفلت اول 20 دقيقه قفل. احتاج اعرف اكثر من كذا خلاص حوس جميل ايش كان السؤال؟ أه... ما كان هذا ميتريكس <applause> احنا كنا نتكلم اه ايوه عن تاكون تايتن والدك <applause> ايه <دك> طيب. <applause> <applause> سؤالين عن هنتر الحين انا السؤال كان لو محمد النعامي موجود، ايش مشكلة محمد النعامي مع هنتر؟ اوكي. <applause> ما <أم> اقدر انا اجاوب عنه. لا بس انت على الاقل جلست معه ممكن تقدر تركز معاه كثير ايوه. هي انا اشوف انا وجهة نظري هذه، هو مو مقتنع فيها بس هذه وجهة نظري. آه اني انا اقول له انت عندك نفس المشكلة اللي كانت عندي سابقا. ويتش؟ ما انت فاهم العمل 100% اللي هو القدرات شرح النن يعني اذا انت ما فهمت 100% تحس ان العمل تسليك انا في البدايه كنت اظن العمل تسليك وكنت اكبر منتقد للهنتر والقسم والشرط والقيد وهذه قدره ربك وكذا تحس مهما حاولت ومهما فعلت انك تحاول ترجع وتمشي للكاتب والقصة هذا مش منطقي لا بس كذا غلط بس كذا ما هو يضبط شلون يقول عن افضل كاتب وانه ضابط موازين القوة هو عنده كذا 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 فهمت علي؟ اعدت متابعة العمل كانمي وبرضه ما فهمت بديت انطباعات المانجا قريت المانجا شفت انطباعاتك ما شاء الله مسوي سلسلة طويلة الحين مم. هذا الكلام بدا انا اقول لك ذا الكلام اول آه ما بديت ايه اعدت متابعة المانجا ما الانمي فهمت قريت المانجا 20 فصل من 30 فصل كانت نارية واحداث جنون ويوم نزلت الانطباع ثلاثة أرباع اللي في التعليقات يجلدوني <applause> لأني مو بس مضيع في الأسماء مضيع في القدرات ولا لا الموضوع معقد فعلا بديت وقتها ولهذا السبب أنا أحب الأخ العزيز الغالي يزيد من قناة مارين تيمي مارين مارين تيم عفوا أنا ما أدري تشكي... الاسم اللي قلته مساعد بس غلط مارين تيم أيوه <applause> 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 آه مارين تيم عبد العزيز آه يزيد الله يسعده مع أخوي أخو... عبد العزيز يزيد كان متخصص أنت نزل شروحات فبديت أستوعب يعني أحد الشروحات أنه طيب ما دام اي احد يقدر يطبق القيد والقسم زي ما سوى جون وجلد النمله وزي نترو. ما سوى ليش نترو يعني. ما طبق القيد والقسم؟ يعني يقول لك القيد والقسم اللي طبقه جون انه ياخذ كامل المقومات اللي عنده مستقبلا نترو اوريدي وصل كامل المقومات يطبق قيد وقسم على نفسه على ايش؟ على ايش؟ ما عاد بقي شيء ما عاد بقي شيء انت اوريدي وصلت توب ليفل ما بتقدر تاخذ هذا من اللي انت اوريدي وصلت هذه المنطقيه في العمل مم. انا الجمله دي الجزئيه دي بس لحالي يوم شرحها زيد انا قلت بح. فهمت فهمت. فرجعت اعيد الاحداث في المانجا وبديت اتابع قنوات اجنبيه مو بس يزيد قمت اتابع أربعة خمسة ستة سبعة مقدمين اجانب وانصدم 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 بديت اتعمق في القصه فيوم في رجع طبعا المانجا وقفت وقفت سنتين من سنه كذا فيوم رجع في 300 و... قبل لا يرجع قبل لا يرجع 361 الفصل بعد انا ما قدمت بس انطباعين وجلدوني الجمهور <applause> آه، بديت سلسله اللي القاره المظلمه اللي انت شفتها هذه شرح القاره المظلمه. ايه ويوم بديت اشرح بمفهومي الجديد وبفهمي الصحيح للقصه ولن الناس بدات تنعجب، اوكي اخيرا لقينا واحد فهم اخيرا انت صرت تفهم ال 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 الفطاحله في هنتر بداوا يمدحون، اوكي كويس انت صار صحيح، واللي مره جدد في هنتر اوكي بدينا نفهم القصه على شرحك. طبعا للاسف يزيد قناته مسكرات فما قدر يكمل ف زي ما تقول انا غطيت الفجوه يعني بس جميل. والله فجوته يعني مره مره كبيره يزيد ما شاء الله عليه انسان مره مره, مرة مبدع ولا زلنا على فكره اسوي بثوث قبل شهرين استضفناه في بث وتناقشنا معاه وكان جميل جدا اربع ساعات ما شاء الله اي مع المانجا ما قفلت صدفت اربع ساعات ما شاء الله نقاش <applause> انت جميل. العالم عالم كبير فمحمد هو يقول انا فاهم القصه صح والامور تمام بس انا عندي مشكله مع الكاتب انه كذا وانه يعني وإن 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 اوكي كميه التطبيل اللي تجي حق قويه جدا بس اللي يطبلون ما يطبلون من فراغ يعني انا اقول لك لو هو مكمل بينافس ون بيس ينافس ون بيس وانت مغمض لو انه بروحة. على فكره هو بادي قبل ون بيس يعني فلو هو مكمل حاليا المفروض فوق الألف بس المشكله اني انا اشوف بالنسبه لي ليش انا اقول اودا افضل كاتب ومانجا ون بيس افضل مانجا لان ما ينفعني انك انت تكون عبقري مبدع وحابك القصه وحابك موازين القوه وضابط كل شيء وعندك عمق في الكتاب وعندك فلسفه وعندك وعندك وعندك, وعندك الكلام بس ما تديني ما تكتب زي زي مثلا حاليا جورج ار ار مارتن اخر مجلد نزل من إيه ذا سونج اوف ايس اند فاير اخر اخر مجلد نزل من جيم اوف ثرونز الرابع الخامس لا سنوات ما نزل كتاب جديد ايش تفيدني انت روايتك اسطوريه ورهيبه وممتعه إذا بس انا اقدر استناك عشر سنوات انت ما نزلت على الدين وكل ساعه يقول انا خلصت نص الفصل خلصت نص الكتاب خلص ما يفيدني الكلام ابي اقرا ابي استمراريه اودا لمده 25 سنه عطاء بلا توقف. بلا توقفات محسوبه وقليله كلام فارغي. جدا فاضي. كلام فاضي. استراحات محارب يستحقها ومج... وم... وم... هي اللي تخليه مميز فعلا اي ان طول القصه طلعنا من تطبيل هنتر رحنا تطبيل ون بيس بس غصبا عليه مو بكيفي لا لا هنتر يستحق والله هنتر يستحق لو انه لو لولا انه لولا لو التوقف توغاشي نعم الله يستحق انا الحمد لله انا يعني انا احاول امسك العصا من النص اني ما اطبل هنتر واوصل بس ترى والله العظيم اني استمتع في قراءة المانجا باستمتاع مو طبيعي وتحليلها حتى تحليلها استمتع فيه استمتاع جاء فصل 389 87 والله ما ذاكر شرحته فصل يعني زي فصل ون بيس العادية يعني انا فصل ون بيس اخلص 40 دقيقة 45 دقيقة اذا الفصل مرة مرة قوي ناري اخذ ساعة ماكسيموم ساعة ون بيس انا مخلص ذاك الفصل في هنتر اخذت فيه ساعة و40 دقيقة فصل واحد واو انا اشرحه الحالي ساعة و40 دقيقة أطول انطباع في تاريخي أوكي خل عنك جمهور العمالقة لكن كان هذا ثلاث فصول شهرية الفصل الشهري عادة 40 صفحة هانتر فصل 18 صفحة ساعة و40 دقيقة ساعة و40 دقيقة أشرح أوه. فيه أطول انطباع في تاريخي سويته على هانتر وكنت مستمتع والجمهور مبسوطين مستمتعين اني يعني قعدت امثل المشهد وكذا وسوي اخراج وحطيت كتاب وورقه وكذا <applause> والله يستحق كل شيء سويته فيه يستحق صراحه انا كان ودي والله صراحه انه محمد يكون موجود كنت باخذ الموضوع من وجهه نظره ها كان بيقب نقاش ضارب ها جميل طيب نروح للي بعده لا انت قلت في هانتر في سؤالين هو السؤال الثاني انت دخلت فيه سبحان الله سبحان الله لو انه استمر لنا فسوم بي الله اكبر لا سعوديه جواب سبحان طول. الله جات كذا اوتوماتيكيه آه تابعت بليتش اكيد طبعا طيب مين بعد هل تشوف انه الكاتب تاخر في فرد عضلاته؟ <applause> انا جمهور جمهور بليتش انا اسف مقدم <applause> انا عندي مشكله شخصيه مع تايت كوبو كاتب بليتش امم انه عندما قالوا له انهي القصه بدا يكب الاوراق اللي عنده كب بدا يظهر عضلاته الله بالزبط. بدا يحاول يطلع كل ما في جعبته طلع شيء مرعب. نعم، ب... ولكن هذا الارك الاخير. فبالنسبه ف... لي انا في كمانجا في سقطات. ما بعد تظهر حتى الان في الانمي. اتكلم قدام. قد الانمي لان هو الانمي حاليا باشرافه. والانمي ما عندهم اي مشكله يضيفون اللي هو يبي. فهمت يعني مو مجبرين الانمي يمشون على نفس اللي ظهر لو عندي اضافات مسموح مسموح كانون مسموح وضاف اوريدي حط اضافات اوريدي من حتى البدايه فالان انت مشرف على العمل يا تايت كوبو انت حاليا ما عندك اي عمل او شغل ثاني ما تبقى تكتب مانجا ثاني ما تبقى تسوي اي شيء فاضي متفرغ والاستديو جالسين لك يقول لك شبيك لبيك احنا بين يديك حط اللي تبي لك ففرصته لتعديل الاخطاء اللي وقع فيها او يقول هو يقول مو انا اللي اقول هو يقول اجبروني على انهاء القصه بدري فجبت العيد يعني يعني استعجلت وخبصت وهذا الدفاع اللي دائما يقولون عشاق بليتش ان المجله والمحررين اجبروه ضغطوا علينا انه ينهي القصه بسرعه فجاب العيد اوكي هذا رايكم انا احترمه واقدره يلا الانمي قدامك وريني حتى الان 10 على عشرة الارك الاخير ايه آه. 10 على 10 العشر حلقات حلقه حلقات رائعة جدا الوعد قدام الوعد بيني وبين الكاتب وبين الاستديو وبين الفانز يلا يا كريم ايه <applause> اذا اذا هم ما انتقدوا انا ما راح انتقدوا لماذا؟ لان بيكون بدع بس آه. اذا هم الفانز نفسهم انتقدوا هذه آه. قضية أخرى يصير على انا على حق وخلاص الكل انتقدوا انا ماليش دعوة حلو قوي حلو انا ترى على فكرة يعني رغم انه في فانز في المانجا دافعوا في فانز دافع ما بنكر ولا بد من الاتصال ايه ايه ولكن العدد اللي انتقدوا من بليتش اكثر من اللي دافعوا والله في النهاية معلومة, معلومة في النهايه معلومه مهمه دي معلومه مهمه ايه بس ان شاء الله يعدونها في الانمي وما يجي الانتقادات هذه كلها يا الله يا كريم يا رب تابعت كود قياس؟ نعم آه طيب انا الموضوع هذا شائك لا لا ما هو شائك بس انا ماني عارف ليش الناس يعني لما انت تابعته ايوه دوبني قريب حلو انا قلت في البث يعني آه. بس بشوف اذا انت تتفق معي ولا لا كود قياس قصه جميله سرد سيء في الانمي نهايه عظيمه انا هذه وجهه نظري انا ما قدرت شوف كي. النهايه عظيمه كلنا متفقين عليه م. قصه حلوه كلنا متفقين عليه عطني المشكله اللي انت السرد, السرد سيء انه مستعجل جدا أوكي أنا كنت القصة معقدة لدرجة أنها سردت في وقت قصير جدا أوكي سببت لي مشاكل هذا اتفق أنا معك يا سلام لأن إيش لأن كان بالإمكان أفضل التفصيل فيها أكثر مما نعم. كان نعم كان بالإمكان أفضل مما كان كان بإمكان الاستديو يعني أنا ما ما فما أدري هم اقتبسوا ما بمانجا. في مانجا أوكي ما في مانجا أنمي كذا عشان هذه واحدة الصوري. من المشاكل أرجو بالعكس هذا معناته انه كان عندك كامل الامكانيه بس ممكن الاستديو ضغطوه لا خلاص ما نقدر ننتج اكثر اخلص القصه اخلص القصه. ماني عارف صراحه بس كنت من اكثر الانميات اللي تعبت في متابعتها وكنت أست... ابغى افهم اكثر عن القصه كان كود قياس وللاسف كان في العمل اللي اضطر اني اروح ابحث واغوص علشان افهم قصته اكثر من اللازم وهو كان بامكانه يعطيني مس... يعطيني كل الاجابات يعطيني جابعت. تفاصيل اكثر. هذه بس مشكلتي معاه يعني لي صارت صارت مشكله اللي كانت مضاربات في في البث لا اكيد اكيد انه ما فهموا اللي تقوله مثل ما انا قاعد فهمته لو ما فهموا نفس ما انا فهمت ما اعتقد ان احد عنده مشكله لان انت انت اللي قاعد تقول انه انا كنت اطمح واتمنى من الاستديو انه يظهر لي المزيد من المتعه لاني انا مستمتع بالعمل وابي أكثر واجابات أفهم اكثر, أكثر. أه. هذا. بالعكس هذا مو غلط بالعكس اشوفه شيء جدا رائع واتفق معك فيه حلو ما بنروح بعيد عن كود قياس اذا انت تعرف ذي المعلومه لولوش مصنف كافضل شخصيه انمي في موقع ماي انمي ليست اه اوكي أيوة. اوكي بناء على عدد الاشخاص اللي فضلوه وعدد ما برضو في يعني انمي لسه فاز فيه برضه في في المثل افضل انمي بعد بنجي بنجي لذا السؤال بعد أيوة. انا قاعد احرق اسئلتك فلولوش ايوه لك لماذا؟ <applause> يستاهل أه. بقول لك ليش يستاهل افضل <applause> شخصيه <applause> لا 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 شو. ايوه 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 بالنسبه لي انا لا يعني حتى انا بالنسبه لي في المثل الكمس ليس افضل عمل شخصيه جميله شخصيه رهينة يعني انا في المثل الكمس انا بقول لك ليش الناس صوتوا له هذا اللي بقول لك عنه فهمت انا انا بالنسبه لي افضل عمل هجوم العمالقه لاني اشوفه كأنمي كأنمي لاني اشوفه متكامل من هذه الاخراج التحريك انه ما في تمطيط انه كل كل شيء الدمويه على هوية الدمويه وكذا وكذا هذا بالنسبه للانمي فالتصويت ما إنمي أنا على عيني وعلى راسي كل صوتوا واحترمهم خله ياخذ الاول ما عندي اي مشكله في هذا الموضوع حلو اما اما بالنسبه ل آه آه كود آه عفوا كود جيس اللي هو في بريطانيا الكاريزما آه حقت الشخصيه تجذب الناس سالفة القناع والذكاء. العين آه حركة اليد الذكاء يعني الكاريزما دي ترى موجودة في ال ولكن كاتب ديث نوت جاب العيد في أنه حط صفة انه قاعد على الكرسي كذا وفهمت قصدي فهمت يعني كئيب وجهه <applause> آه، <applause> الجوال اي الجوال كذا فهذه الحركات اعطته كاريزما خاصه فيه ممتعه <applause> تخلي الناس <له> تحبه تشوفك <applause> تشوفك كيوت تشوف انه مو كيوت تشوف انه إن يعني آه طيوب حبوب يعني هذا آه لولوش اوثنتيك <applause> لا اتكلم <ملين تصفيق> ال آه آه. آه. اما لا الكاتب خلاه ولا غلطه فهمت الفكره يعني اعطاه آه بالنسبه لي على فكره عندي انا شخصيه افضل شخصيه من تتوقع افضل شخصيه عندي؟ في عالم الانمي؟ ايوه والمانجا والمانوا وكل شيء في عالم الانمي؟ في عالم المانجا المانوا؟ اعرفها انا؟ ما ادري اتوقع انك ما العمل مانها هي مانوا مان هو؟ مانوا مان اللي لا تقول لي انا ما اعرفها بس اعتقد انك تقصد سمعت فيها في ما في مان هو اسمها سولو ليفلينج ايوه اوكي ما اعرف ايش شفت اللي اللي موجود في في لولوشي في بريطانيا مم. موجود في هذه الشخصيه اللي انا احبها سونج بعشر اضعاف بالنسبه لي انا. الله اي الكاريزما اللي عنده كذا انا انا ابهرت بالشخصيه. وشغالين إيه. على انمي حاليا من مانهور نعم ما ادري عاد ان شاء الله ان شاء الله الانمي يطلع بنفس المستوى هو استوديو اي اي بيكشر واستوديو قوي جدا وان شاء الله باذن الله العمل يكون قد المستوى يا رب ولكن مم. مشكلاتنا يعني مو مشكله انا اشوف شيء عادي جدا انه يفوز بالتقييم لـ لـ في بريطانيا زي ما قلت لك بس انت قصدك ايش المبرر؟ اي ان إن فان سيرفس شكله جسده شكله يعني الناس تخق عليه فهمت علي فان, فان سيرفس آه العين قدره العين الذكاء الكاريزما القناع آه انه يبي يحمي بلده يبي يحمي اخته بكاء على اخته في النهايه تضحيه تضحية اللي سواها في النهايه اي فكل هذا واحد. اجمع هذا كله يخليه ياخذ افضل شخصيه مم. بس انا عندي لا انا مركز ثاني شانكس على فكره ما هو بداول. يعني لو قلت لي ليش في بريطانيا بحطه يمكن في بعد التوب 10 أصلا هو هو قوي وحبه شخصية جميلة تعلقت فيه وحبيته بس ما يدخل في التوب 10 عندي حتى حلو حلو, حلو أنت أنت حبيته ولا؟ مين؟ لولوش؟, لولوش؟ لا شفت كيف؟ يمكن تحب تحب أكثر منه صح؟ ال ال بالنسبة لي أنا أفضل من لولوش بمراحل حتى في الذكر أقول ال أذكى من لولوش نعم آه. نعم حتى انه اللي يعني ودث هلا ال, 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 ال وصل للمراحل يعني. اللي وصل لها بذكاءه بدون قدره عين بدون اي شيء بدون اي شيء حتى اللي يستخدم شيء اللي وفاز عليه بدون شيء هو ايه جميل طيب اجل خلينا نكنسل موضوع فول ميتال لا تجيبه نفس الاجابه تقريبا لا تقريبا يعني بس هل ه... خلينا نقول هل يستحق فول ميتال اعلى تقييم كانمي؟ الفرق الوحيد بالنسبه لي اللي ممكن يخلي فول متل افضل من اتاك اون تايتن ان فول متل انتهى اتاك اون تايتن ما انتهى لم ينتهي ايه بس في نقطة مهمة ان ان فول متل اللي قاعد ياخذ اعلى تقييم هو الريميك الاصلي ما ايوه كلمني محمد النعامي قال لي قال لي اتوقع في اكثر من انتاج له صح؟ الجزء الاول لا القصة سبقت المانجا، اللي سبق المانجا فقالوا المخرجين هبدوا هبدوا من راسهم اعطوك نهاية جابوا أم, ام 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 العيد في القصة هي يعني كاتبة صح؟ انا الى الان ما تخطيت هي كاتبه والله ما ادري اكتب عليك اذا قلت لك اذكر ما ادري عموما من... في اكثر من عمل لكاتبه مثل كوميتسو نايبا كاتبه أه... اتوقع في المدرسة كاتبه عالم ما بيهم الكاتب او الكاتبه إيه. أي المهم ان 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 يعني حسب العقد المفروض ان المنج... الانمي ما يتجاوز المانجا بالضبط بس ما ادري كيف ذي خربوا العقد جابوا من راسهم او وقعوا مع عقد جديد ما ادري ايش اللي سووا يبون القصه فتوقعوا يعني زي ما زي ما صار في جيم ثرونز بالضبط آه توقعوا انهم بيجيبون نهايه افضل دمبر خبزوا جابو جابوا, العيد وخربوا العمل فبعد ما انتهت المانجا استوديو ثاني او نفس الاستوديو والله ما اعرف قالوا راح نسوي ريميك نعيد انتاج العمل باحلى صوره باحلى صوره فالريميك يعني تجاوزوا اللقطات الفيلر والتمطيط اللي ما لها لازمه عادوا اخراج المعارك بافضل ما يمكن فالريميك يعطيك فرصه انك تحسن الجوده تحسن كل شيء تعدل الخطأ. حتى انتاجيا كان جميل اكزاكتلي exactly. فالعمل متكامل انا ما الوم اي احد قيمه ويستاهل التقييم انه يكون الافضل من <مم> وجهه نظري ال ال القصه قويه وجميله ولكن في النهايه تخص يعني البطل اللي بينقذ اخوه وامه يبرجع جسد اخوه كذا محدوديه عكس <applause> لما تجي عند شنجي <applause> <جسد> كيوجن <جنجي> كليشيه <applause> يعني؟ لا. لا يعني ما ما تفهم <applause> قصة القصه ترى انا بالنسبه لي افضل مسلسل بريكنج باد هو يتكلم عن هايزنبرغ الحاله بس فهمت نعم. ما يهم الا بس مقارنه باتاك اللي القصه تحكي نعم. العالم كله تاثر العالم كله نعم. هنا الفرق فهمت الفكره الفرق. بالنسبه لي انا غير ان الدمويه الإخراج بس انت جالس تحاول تبرر وجوده حاليا في المركز الاول وجوده في المركز الاول نعود لنفس النقطه الفان سيرفس البطل اشقر وكذا وجميل كيوت عنده بنت تحبها اشقر وكيوت فكره مسوي الماسكات اللي, <applause> اللي هي الاخو آه آه الفونسو الدرع العملاق الكوميديا فيه رهيبه آه روي ماستنج الفخامه ابو آه اسمه آه 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 ابوهم كينج برا آه آه لا برادلي فاذر عفوا فاذر ابوهم فخم جدا اسطوري وكينج برادلي السياف فخم اسطوري المعارك والاخراج فيه رهيب اي كمعارك واخراج فيت ستي نايت يتفوق ترى فيت زيرو فيت زيرو يتفوق فيت زيرو لسه ما تابعت أي أي اخراجيا أي انا اتكلم أي أي اخراجيا أي 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 بس تجي للقصه فانت عوامل لما تيجي بتقيم 10 على 10 على اي انمي قصه اخراج تحريك دراما كوميديا رسم ده كمجمل يستاهل فول ميتال يعني ايش العمل اللي قرب من 10 على 10 في كل الجوانب فول ميتال ولكن ايش العمل بالنسبه لي انا او بالنسبه لك انت ايش افضل عمل بالنسبه لك أنيمي. افضل عمل كانمي والله انا اعلنتها وقلت ون بيس افضل انمي تابعته تستاهل وبعد كذا لما تابعت المانجا قلت افضل قصه هي قصه ون بيس في كل الحالتين ون بيس بدور بدور على ون بيس لان ولا حتى لومك شوف يعني. حتى ترى انا لما اقول ان, إن, إن هجوم العمالقه مش ون بيس يصدمون يعني يقول لا, لا لا, لا. هجوم ونبيس. العمالقه ترى من اعمالي المحببه جدا اه. اللي اموت فيها لا أنا, ام. انا اقول في بودكاست باور يوم اللي أيوة ايو 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 صارت خبصه حتى لما محمد النعامي قال بليتش وشرح اسبابه كانت جميله صراحه آه ون بيس انا لما في البدايات كان عندي يعني في كذا صراع داخلي قاعد اقول يا الله يعني هذا إيه العمل تعلقت فيها خلاص لا لا كان في صراع انه ماني قادر ماني قادر ثقيل ثقيل جدا إلين ترتبط فيه وتبدا تتعلق في قصته بس اذا تعلقت خلاص بس إذا, إذا بس اذا بلعت الهوك زي السمكه خلاص وين اي حلقه اللي معلش باخذ دور المقدم، ايش الحلقه اللي حسستك انه خلاص انت تعلقت بيس ما في أمر توقف؟ اتوقع والله اعلم فلاش باك سانجي اه مع زف قبل آه انضمامه هناك انا قبل فلاش باك شانكس على فكره يوم ضحى بيده <applause> هذيك في البدايات هذيك هذيك واحده من الاشياء اللي تمسكك <applause> <applause> هذه واحده من الاشياء اللي في البدايه بتمسكك عشان تكمل بس فلاش باك سانجي هنا شفت شفت كتابة اودا انا انا شفت شفت يعني فكرة اصلا انه اودا مبدع جدا في كتابة الفلاش باكات والقصص الجانبية غير قصة ون الاصلية هذه بحد ذاتها يعني حاجة تخليك تحب وتحترم عمله اكثر من اي شيء ثاني. اه انا يعني أنا قصة جون دي سان. اوه جندي سان يا رجل قصة لعبة دمية تخليك تبكي وتصيح وتلطم و... ميري ف... جوينج ميري آه جوينج ميري لا بس انا اللي علقني علقني خلاص خلاني يعني ابكي بكاء وتعلقت في القصة صرت خلاص ما في امل اوقف آه نامي وما يورينا يعني. قبل ما شئت قلت لك عنه قبل شوي بس هذه قبل هذه بعد سانجي اي ايه. ايه. يعني حدث يسب كان كان بيخليني اوقف العمل <أس <تصفيق> <تصفيق> <أس والله اسب أس بكبره كذا <يدا> والله <أس> اضافه حشوه في العمل بس, بس بعدين بعدين يصير رهيب نعم يعني زي مثلا لا 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 بعد... هو جزء جزء اضافه اضافه رائعه اي بس بس يعني مثلا انا في حدث نامي ما تقبل حدث عفوا سنجي ما تقبلت نهائيا في معركه زف اصلا ما كان له دور يوم جينا في معركتهم مع اليوجن يوم مع ذاك ابو برطم يصبها إيه ما يصبها والله العظيم اني متضحك متضحك يا اخي اقسم بالله بديت اعرف ليش اودا ضافه في القصه في حدث نامي يعني في حدث نامي بديت اتعلق بكوميديته واحس انه جزء لا يتجزا لازم يصير موجود طيب ما ادري تتفق معي ولا لا بس ترى اوسب من اكثر الشخصيات الواقعيه في يوم بيس صحيح ترى واقعيه جدا أي جدا جدا, جداً واقعيه نظره قوته وقدراته وخوفه وخ... واقعي <applause> جدا وترى مبرر في فلاش باك وبابا اي كل جبان ضعيف كله شخصيه كله بلا 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 كل بس يعني وانا مش قاعد وانا مش قاعد اشتمه ترى أي انا قاعد اوصف شخصيته اللي كتبها هو يقول لك ترى حتى لو كانت شخصيتك انت كذا ترى تقدر تصير بطل يعني بالضبط فهمت الفكره بالضبط بالذات يعني دا لما تكون على القطه في حارته اسد مع مع الشباب مبدع من دونهم يخاف <applause> حلو نروح على السؤال اللي بعده من انمي ناروتو يقول اه العشق القديم طبعا على فكرة، هذا اكثر سؤال على فكره الانمي المفضل عندي كان ناروتو ايه. لين بعد ما تجاوزت ال 150 عفوا 300 يوم مات البيضاء ايش تفوق ون بيس على فكره يا سلام عليك. هو في الاصل ناروتو أنا يا سلام عليك السؤال يقول هذا اكثر سؤال اثار جدل ولدرجه من كثر ما كان مثير جدل ما جاوبت عليه انا في في البث. انا اجاوب عادي جيب. أي. لا انه ما هو شيء تجاوب عليه بسرعه. يحتاج لك كذا فانا اتوقع انك انت اخذت وقتك فيه لانك متابع الانمي من زمان. ممكن. ايش رايك بنهايه مدرا؟ وهل تعتقد انه الكاتب فعلا تورط في نهايته؟ نعم. تورط في نهايته نهايه سيئه جدا الله جدا عليك. جدا الله عليك. جداً, الله عليك. جدا الله عليك الله عليك الله و... يعني... اتمنى لو ان الزمن يعود بكيشيموتو يرجع ويرجع يعدل الغلطه هذا لان انك تبني شخصيه بهذه القوه وبهذا الفخامه والفلسفه والفلسفه والعمق والماضي والترابط مع الهوكاكا الاول مع ذا وكل هذه الهيبه والشرنجن والرنجن وكل هذا وتعطيه البيجو العشرة مدى التسعة وتعطي كل أبو الهيبة والقوة والفخامة أه في الأخير تخليه يموت على يد زيتسو بالطريقة القذرة هذه أخ آسف <applause> سقطة ولهذا السبب على فكرة كان ناروتو بالنسبة لي من يعني يدخل في التوب فايف أصلا بالإنميات يعني. تراجع تراجع مراكز كثير بسبة النهاية أنا المانجا كرهتها في ذاك الوقت وقفت المانجا في ذاك الوقت وقفت المانجا بس كملت الانمي يعني خل... لا خلصت الانمي الى الان ما شفت كامل والله اي يعني اشوف لقطات مع حرب النهايه ذي الى يوم ما كملت نهايه نروتهم. شفت المانجا النهايه كملت على مضض آه. قاعد اقرا الفصول من جات كاغويا وانا اكمل الفصول على مضض أشوف النهايه أعطيني عطني زد عطني, عطني الاخير آه. 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 إيه يعني يعني. يعني. قطيت المانجا حتى ما قريت الى الان الى الان ما قريت إيه. وال 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 والامر ان ان الانمي يوم وصل الاحداث هذه الى يومك هذه حرب النهايه ما شفتها شفت لقطة مثلا مايتو جاي ضد ما درا شفتها شفت لقطة جارا شفت مم. شفت لقطات كثيرة من ال... بس اني اتابع العمل كامل كامل من الى النهاية ما قد سويته. انا ناوي اتابع باروتو قريب اذا اذا شاء الله موقع صاحبنا الحبيب مختصر الانمي بيسوي له مختصر بيشيل كل الفلرات بيشيل كل شيء بيعطينا زبدة الزبدة في في القصة في قصة باروتو. فاذا انا عزمت اتابع باروتو بروح على برضه مختصر الانمي بشوف المعركه الاخيره ذي اللي انا ما شفتها كامله ابي اشوفها بدون فيلرات ابي اشوفها كذا عشان اتذكر المختصر ايه واخذ المختصر لاني انا شفت الفيلم اوريدي وشفت بدايه باروتو ك ك كانمي الظاهر شفت لي لقطه لقطتين من بدايه باروتو ايه بدايه انمي ايه باروتو قويه صراحه ايه وانا شايف الفيلم اوريدي ابي ادخل وانا مراجع، ما ابي ادخل وانا مثل مسبه ناسي الاحداث آه، ممتاز ممتاز جود كول انا ناوي اكمل لانك الشباب قاعد يتابعون أسبوعي شهريا عفوا جود كول جود كول طيب السؤال الاخير واللي بنختم فيه هذا الفيديو اه انا اكره النهايات وراح يكون <applause> والله الج... والله زانت الجلسه الله يسعدك والله زانت الجلسه معك ابو ابراهيم ولكن تعرف صوتك بدا كذا يبحبح انا هذا هذا مشكلتي انا في كل بودكاست كذا لا لا اللي لا خفف علي بودكاست باور با با بسحبك مره ثانيه باذن الله اللي خفف علي بودكاست باور انه محمد كان جنبي كان ياخذ ياخذ نص الاجابه نص الاجابه انا اريح وارجع اريح وارجع وانا اعرف شعور الكلام قدام الكاميرا والسواليف الكثيره متعبه <applause> وسبق وانا وقفت قدام الكاميرا ل 40 دقيقه 50 دقيقه يخلص الفيديو انا انا والله اول حاجه يا جماعه جمهور فانز وجمهور ون بيس وكنا لهم التقدير والاحترام جدا صحيح يعني و واضح ان السؤال فيه صبورين صبورين ترى صبورين ايه. يعني انا في بداياتي في ون بيس كنت السعه كنت السعه ايه. مش اجلد يعني كنت انتقد بوضوح ايه. انه ايش اللي واحد يطيح من الدور خمسين طاع <applause> ايش اللي واحد ناشب لي بين عمارتين ما كنت فاهم الهزليه في ون بيس ما كنت فاهم انه هذه جزء من هويه ون بيس ايه. بس لما لما تقول ون بيس افضل عمل ليش تحرم نفسك من مشاهده الانميات الثانيه؟ الله الله هذا موضوع اثنين أه. وهو تكمله لهذا السؤال يعني كنت اتابع كود قياس قبل فتره ومركز لانه انا قصه كود قياس معقده جدا وفي وقت قليل ما تقدر تفكر ما تقدر تستوعب كل الاحداث ذيك فواحد كتب لي في الشات يا رجال انت من جدك تبغى تركز خلاص ما في شيء يتطلب تركيز بعد ون بيس <صحيح> يعني ليش ليش تقحم ون بيس هنا؟ بعدين تتكلم عن اتاك اون تايتن جاني دونيشن مدري يا رجال قفل قفل تعال افتح ون بيس <صحيح> <صحيح> يا اخي مو مش بالضروره انا انا اعلنتها ون بيس افضل انمي ون بيس افضل قصه بس ما هذا ما يمنع اني ما استمتع يا اخي في قصص ثانيه جميله جدا اه اوكي شوف التعصب الموضوع هذا اللي تتكلم عنه عن التعصب يس يس yes, yes. بس انا قاعد احاول الين الكلمه التعصب في في مجال الانمي أسوأ من التعصب في مجال الكوره يوم يوم كنت اتكلم في بودكاست بترولي مع مقدم احمد العطار كان مصدوم يقول يعني معقول عندكم تعصب؟ قلت له ما في ما في اي شيء اذا كان في تعصب بين السامسونج والابل وباي ذا انا استخدم الاثنين عادي <تصفيق> <تصفيق> وفي تعصب في الكوره ما بين انديه سعوديه وما بين انديه اوروبيه وما بين انديه اسبانيه وبين انديه انجليزيه وبين يعني دا وداخل النادي نفسه في تعصب بين اللعيبه يعني يصير مثلا اثنين يشجع ريال مدريد بس انا اشجع بنزيما تتشجع تشجع فينيسيوس فيصير تعصب وجدال <applause> امس انا حاضر جدال على من اللاعب الافضل بين اثنين واحد اثنين آه... مدريديين اثنين واحد يقول فينيسيوس افضل هو محرك الفريق وذاك لا بنزيما الحكم هو الافضل ومحرك الفريق اثنين بنفس النادي اثنين بيخدموا نفس النادي يا عالم كلهم نفس الكيان آه. فنتيجه تقول طيب اثنين في ون بيس زورو مو بس في نفس ون بيس اثنين في نفس الطاقة يا جماعة اوف حفلة صايرة حفلة انت عارف اني قاعد انجرف احيانا للاسف اوكي آه شوف انت قاعد انجرف, انجرف <applause> مع هذا التيار مع اني ارفضه غصبا عليك مو كيفك فهمت شوف في النهاية حتى في الكورة انت لازم تبين ميولك انا ما عندي ميول كره والله تعبت اقول ما عندي ميول كره والله لو عندي لا اصرح فيه اخوي ابراهيم صرح ان, إن انتر ميلانو عادي ما عنده مشكله آه، انتر ميلانو عادي اي انتر وعراش ميلان وعراشد اي ميلان كذا كله ضد بعض فانا لو عندي ميول رياضي والله لا اصرح فيه سواء داخل السعوديه برا السعوديه انا حاليا صار عندي ميول عندي نيوكاسل لاني مواطن سعودي شريف <تصفيق> الله <تصفيق> مبروك التاهل الى دوري ابطال اوروبا وان شاء الله فوز في السنه الجايه والله ما تابع مباريات ولا شيء بس افرح ترى نفس الشيء يعني ايه. اخر مباراه تابعتها 2012 تركت الكوره اكزاكتلي فانا مالي في الكوره بس اني مع المنتخب مع وبرضه مع نادي نيوكاسل عشان صار استثمار للسعوديه عدا ذلك بالنسبة لي الكرة أتابعها للمتعة فقط لا غير، أتابع كل المباريات واستمتع فيها كلها. ون بيس أتابع للمتعة. أتابع كنت أتابع للمتعة. أنا أعطيت في القناة ولا أعذر كلمه أنا أعطيت ون بيس حقه. أعطيت هجوم العمالقة حقه كمانجا وكأنمي. وأعطيت هانتر حقه كمانجا وكأنمي. يا سلام. سلام. وبرضه نفس الشيء على كونان حاليا ونفس الشيء على ده. يمكن الوحيد اللي ظلمته بليتش بس اذا انا ظلمته لاني انا اكرهه هذا لا يعني ان قناة اي ظلمته وعندنا في قناه عندنا تركي وابراهيم و زعزع. تركي متخصص اي اي ويدافعون يعني لو انا هاجمت في الفيتو اعرف انه بينصق جولد فيتو بيدافعون فهمت الفكره ولا فقناتنا في اتزان ان تخفف موازين القوه عندك إبراهيم وأنت هو عندك انت حدي انك, 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 انك انت لوحدك فانت لما تكره عمل وتنتقده فانت خلاص قرات الوجه خلاص انتقدت هذا العمل <تصفيق> <تصفيق> أحلى أحلى أنت ما في فائده اي خلاص تورط لا لا على حتى انا الحين ما اتابع بروتو واكره بروتو بس عندي راشد مطبل بروتو تطبيل مو طبيعي والله يقولون بروتو مسوي شغل <applause> بشوف في انا بشوف بحكم مطبيع. بنفسي ما انا ما اخذ كلام الناس احسن بس انا نرجع النقطة الاساسيه اللي انت طرحتها اذا انت عندك تعصب ليش ما تستمتع بالاعمال الاخرى؟ انت قاعد تحرم روحك من متعه يعني انا ما انكر والله العظيم ان في تطبيقات وبرامج في الايفون يخاسي السامسونج عندها وفي سهوله وتطبيقات في السامسونج يخس الايفون عندها فما في شيء انك تاخذ مش بالضروره انك تستمتع بكل شيء بثنين قدام بثنين يا اخي عادي خش على الجوالات الثانيه <applause> خذ هواوي خذ هواوي ينفع برضه بس الهواوي نظام اندرويد نفس النظام ذا فانا الفكره انك تستخدم النظامين لا اذا انت متعصب للابل لا تاخذ الا ايباد ماك ولا... عفوا اللابتوب ماك ولازم ماك يعني لازم يكون الجوال ماك والايفون ماك وده... اذا لا انت لا يسمعك عبد الله يفصل عليك الحين اه عبد الله انت متعصب ايفون كل كل شيء ماك ها ماك جوال ماك ما والايباد ساعته ابل ايه <applause> انا عندي الساعه اسمع اسمع بنص اذن يا عبد الله انا عندي الساعه بس عادي ما في شيء لو في ساعه سامسونج حتى انت <applause> <applause> بالايدين <applause> الفكره خذ اللي انت تستمتع فيه وانبسط باللي انت تستمتع فيه وشوف اللي انت تستمتع فيه فالتعصب يحرمك المتعه ومو بس انت هذه رساله برضو اللي فانز الوجيه انتوا تعقدون الوجيه نفسه في المتعه والمتابعه، ومو بس الوجيه اي احد جديد في عالم الانمي لما انتوا تدخلون له هو تو يعني واحد تو جديد داخل عالم الانمي. بدا يتابع تاك ومبسوط وقاعد يطبل له. يجون حقين ون بيس يحشرون انت الانمي حقك سخيف، النهايه كذا ولا لا 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 ون بيس افضل تعال تابع ون بيس ون بيس عمك و... و... يا عمي هديها هديها, هديها شويه <applause> ونفس الشيء العكس تماما. لا دخل واحد ون بيس وبدا يطبل له اتوقع هذا الشيء صار لك برضو انك اه تطبل عشان الجمهور انت يا اخي انا عجبت في العمل والقصه مترابطه ايعقل ان يعني ايعقل اللي انا بقول بغير راي وكلامي عشان الجمهور طيب انا كنت اتقدم بدايته لاني ما كنت مفاهم ولا كنت مقتنع فيه بالضبط انا انا انا, أنا قاعد انا سويت دروب لون بيس بعد ما خلص 130 حلقه سويت دروب الون بيس اني ما عجبت فيه من البدايه بس قدام يوم بديت افهم عمق القصه والترابط وافهم ان العمل كوميدي واستمتع فيه وعيش فيه جو اندمجت معه وخلاص شفته افضل عمل لان ما قد شفت اي كاتب يدي لمده 25 سنه بنفس العطاء، الكوميديا نفسها، الدراما نفسها، الحماس نفسه، الترابط اقوى، القصه اقوى، الحماس في القصه يرتفع، كل شيء يرتفع، حتى الكوميديا في لقطات حاليا تشوف انها سخيفه جدا مم. لو اي حد يعني من برا من برا عالم بي بيس يشوف يقول ايش السخف هذا؟ بس انت تشوفها تموت من الضحك، ليش؟ لانك انت فاهم الرفرنس حقه الكاتب بالضبط. باني الريفرنس حقه حق القطه الكوميديه ذي زي مثلا بروك يقول لي آه انا عندي عيون طيب هو يقول لك كل مره فانت تضحك انك قاعد يعيدك كل مره وغيرها من من المواقف الكويتيه اللي والله يا بروك والله يا بروك لي هذه هذه برا كات هذا هو هذا هو كات يا ودش كات الله يسعدك طيب هذا اقول لك يعني القطه تتكرر اكثر من مره ومع ذلك تضحك عليها لان في رفرنس في بناء لها قوي جدا وعميق جدا ورهيب جدا. انا يعني <applause> جالس تجيني فلاش باكات كثيره على مواقف كوميدية اشياء كثيره اشياء كثيره تافهه فعلا يعني لو ما اي واحد برا عالم ام بي سي تبعها ما راح يضحك ما في شيء يضحك تستاهل بس انت لانك فاهم الشخصيه وفاهم الباك جراوند حق الشخصيه فتشوف ابداع اودا في الكوميديا ولا وبالعكس القطه هذه اللي كثر ما تتكرر ما موتك ضحك زياده انت تتوقع القطه تنقط ولما يقطها تموت من الظهر <applause> جميل طيب علشان نقفل الفيديو ونقفل آه. هذا رساله للناس دول اللي قاعدين يحرموا نفسهم متابعه اعمال ثانيه لانهم فقط متمسكين بعصا واحده، ما اتكلم فقط عن ون بيس تبي طيب انا اعرف اعرف ناس واحترمهم واقدرهم جدا متخصصين في عمل معين ومضيع على نفسه اشياء ثانيه يعني حتى كل تغريداته كل فيديوهاته كل, كل كلامه كل مدحه حتى مقارناته يجيب عمله هذا ويقارنه في اشياء ثانيه أنا عادي هذا توجهك وهذا أسلوبك وبالتوفيق أيه. هذا بس رسالتي تراك بالضبط بس تراك حارب نفسك اي هذه رسالتي بالضبط أنا حتى حتى لو بتحارب نفسك براحتك إذا أنت إذا أنت عندك عمل واحد مكفيك زي مثلا والله واحد يقول أنا ما أشجع للريال وما بشجع لا في, لا في السعودية ولا برا السعودية غير الريال أو الهلال وما بشجع لا في الهلال ما بتابع الأوروبي براحتك براحتك شجع اللي أنت تبيه وطبل له زي ما تبي طبل وقول أن ناديك أفضل نادي في العالم وأنميك أفضل أنمي في العالم بس لا تهاجم الأخرين يا سلام احنا مشكلتنا في الاتاك انك لم.. مو اتاك التايتنج انا في الهجوم لا تهاجم الاعمال الاخرى اقسم بالله اللي دخلت مره بث مع واحد في التيك توك اتوقع احنا كصناع محتوى الموضوع متجاوزينه لانه خلاص يعني إيه، خلاص تعودنا فيشل. عليه بس تتكلم بس جوة الفانز انا اخاف انا اخاف على الفانز الجدد واخاف على صانعي المحتوى الجدد يعني مثلا اخونا آه الغالي ركان شايب بدا يتابع بيس وصل حقه 76 انا خاف انه يطفش ويطلع من المتابعه بسبه الهجوم حقين اتاك اون تايتن وهجوم نعم. وتطبيل حقين بيس الزايد يعني مره مره والله العظيم موقف مره كوميدي تخيل كذا وشفته في التويتر ومت من الضحك عليه وقهرت في نفس الوقت هو يتابع شرب ماي ايه كيف تشرب مويه وما تتابع فاتتك الحين واحده منها لا هذه كلها ماخذين استهبال ترى اوكي استهبال على الرأس انا اضحك على اللقطه دي نو بروبلم بس لو لو واحد من برا على ون بيس قاعد يشوف اللقطه دي ممكن يقول الفانز ما... المزعجين دول ارحموني ارحموني يا جماعه احنا احنا كفانز ون بيس نعرف ان ذي انسايد جوك يعني أيه داخليه ون أي... بيس عظمته كبير لازم تفوت في لحظه منه ون بيس هو اللي اختارك ايه. طيب مش انت المشكله لاترزان. وين؟ المشكله وين؟ المشكله لما في نفس الثريد حق تويتر ذا فانز الاعمال الاخرى دخلوا ومضاربه وقبت <applause> يا جماعه الى اين الى اين سنصل الى اين خلاص خفوا شوي هدوها يعني طب اللي عملك دوله تهاجم الاخرين واستمتع بكل عمل فيك يعني في مقوله انا دائما أحب اقولها يقول لك كيف تحصل على اطول عماره في البلد يا اما تبذل مجهود وتبني وتتعب نفسك وتوصل الى اعلى عماره يا يعني انك تروح تهدم العماير اللي اطول منك واكبر منك عشان تصير انت عشان اكبر تلو... عمارة. الله عليك الله هذا الخيار بالله كيف المقول هذا الخيار الثاني خطا خطا انت انت قاعد تبذل مجهود عشان تهدم العماير الثانيه وانت ما تدري بعضها تهدم حتى عمارتك يعني مم. فانت ما عليك من عمارة غيرك ابني عمارتك ابني عمارتك انت كنت مره دخل واحد في التيك توك والله ما يحضر الاسم حاليا وكان آه يطبل لعمل معين بدون ما اذكر اسمه عشان لا احد يعرف من اقصده. فكنت اقول لا اوكي انت كان منزل فيديو جلد الاعمال الاخرى كلها وطبل لعمله. بدون ذكر اسمه يقارن عمله بالاعمال الاخرى وجلدهم كلهم. فجاء عليه هجوم مو طبيعي ان كل الاعمال الثانيه اي فيقول ليش يهاجموني؟ انا ما قلت الا الحق، قلت له لا سلامتك. انت لو انك قاعد تطبل لعملك ما حد هاجمك، بيجونك فاز عملك وبيمتدحونك. بس انا قارنت وهاجمت الاعمال الاخرى. فلازم فانز العمل الاخرى ما راح يسكتوا بيجوا يدفعون عنه فهمت في كيف؟ هاي ونفس الشيء على الشخصيات تبي طيب طبل تطبل زور زوره طبل بس تهاجم سنجي ما عليك من سنجي خل سنجي في حاله سنجي. طبل زور زي ما تبي بالضبط اي طبل زورو خل سنجي وشيري المطر في حاله وقول لنا شخصيتك اسطوريه وخل هوك في حاله برضه <applause> <تضحك> <تضحك> آه الله يعطيك العافيه حبيبي حبيبي <تضحك> يا بوجود والله, والله الجلسه زانت واتمنى لو في اسئله زياده عشان نسولف ولكن والله ولكن لازم حاضر. لازم اسحبك مره ثانيه انت ومحمد النعامي ان شاء الله والله على اساس أنا, انا فهمت ليش انت ما تبينا في الزوم تبينا هنا عشان السيت اب الجميل كيف السيت اب والله كيف الشغل نكرر نكرر شكرا صراحه لاستديو ملهم نعم الاستاذ عبد الله العتيبي اللي خلف الكواليس قاعد على الابداع الجميل والبيئه الجميله اللي وفرها لنا صراحه نعم. والجلسه الحلوه والله والله شفتك والله يا ابو ابراهيم <applause> والله ما شفتك والله <applause> الله يعطيك العافيه <تصفيق> <تصفيق> ويعطيكم العافيه يا جماعه على المشاهده وتذكير للي في اليوتيوب لا تخليها بس مشاهده برضو اللايك <applause> ايوه ايوه ما ياخذ وقت ما ياخذ وقت يعني كليك كذا تك خلاص ومره واحده ما طقت اللايك اضغط زر الجرس تبيه جنب <applause> يا سلام عليك يو وخش كذا على الوصف تلاقي حسابي وحساب ماجد تسوي لنا فول هناك زبط المزفين. الله زبيط <applause> <حاجة> الله <العافي> والله ابراهيم <applause> <من> نورت <applause> وانس نورتنا <applause> والله <applause> وشكرا لك على هذا على هذا اللقاء الجميل اللي باذن الله لن يكون الاخير نعم وان الله ما اراد فرصه ونجلس مع بعض وجه لوجه نسويها زوم يمدحون يمدحون تويتش وزوم والشغلات البعيده. يعطيك العافيه يا ابو ابراهيم، يعطيكم العافيه يا جماعه. نشوفكم ان شاء الله في البودكاست القادم. سلام عليكم. ون بيس. سوا بيس.